التنمية تخزر الإعلام بيستعمل الدبابات الصوتية. لا والله أنا شفتها كويسة كويسة. إيه تقريبا إحنا على الهواء تقريبا. كان مش متأكد مزبوط لكن تقريبا على الهواء. فأظن المفروض قصدي المفروض نسلم على الجماعة ونبدأ تقريبا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبتين بكم في هالأمسية الطيبة والسعيدة إن شاء الله. يعني هي صحراء، هي درجة، هي هدرزة، هي محاولة زي ما نقولوا هيك على الأقل مرور على 9 شهور اللي فاتوا، وإن احنا نقدروا نلخص الموقف أو نلخص ما حدث في مجموعة ملفات، ونحاول مرات يعني جي أسئلة فيما يتعلق احنا والله مش فاهمين الموضوع هذا، أو مش قادرين نستوعب الموضوع هذا، أو ليش مثلا الموضوع هذا يثار بكثرة وهذا الموضوع والله أنتم مش مركزين عليه وما إلى ذلك. طبعا يعني حاولت أنني نتجنب هذا اللقاء مع عدو، والله أقصدي مع عدو القرامطة، حاولت نتجنب هلبة معك. وطوال الفترة الماضية أظن من 9 شهور جمعتنا العيد، يعني جمعتنا بشرة، فكان حقيقة محاولة لكن فاشلة، لأنه في الأخير عارف روحي أني حنجي وأن اللقاء مش حيكون في لندن. علاش لقاء في لندن؟ هذه مهمة جدا، صحيت نعمان عليها. إيه طبعا بارك الله فيك. اللقاء في لندن لأن نعمان بصراحة فجأني بصورة قوية، صح؟ قوية هلبة. 2004 تصور عمرها هذه. هذه 2004. 2004 في جامعة لندن في ساوس. يعني 2014 يعني نحكو تقريبا على 16 سنة تقريبا. يا عمرها الصورة. يس. أوه ماي جاد، يعني لو واحد مواليد 2004 أنت اليوم عمرك تبارك الله. ففعلا يعني صورة في جامعة ساوس. Yeah. وكنا فيها تقريبا أنا وال بس كنت مشخص نعمان. ديما مشخص يعني. لا لا مشخص بكل طوال يعني قصدي اسمع، انت طول عمرك تسب في جماعه الاكاديمي والمحاضرات والجو، جبته لكم بالدليل. جبته لكم بالدليل نعمان. الكاميرا مان ما نعرفش اذا كان if you can take it closer، فهمتني ولا لا؟ لكن بصراحة الكاميرا مان فعلا يعني ممكن نغموا الوجوه الثانية ونطلعوا بس نعمان. أنا وياك بالزيادة نطلعوا نعمان لأنه ممكن فيها بعض الوجوه ما فيش داعي يطلعوا اليوم، فهمتوا؟ هذه الصورة لنعمان لابس قرافطة نعمان، ولابس بدلة، ولابس الجاكة، ولا يعني قصدي تعطي في محاضرة يعني. محور 25 ما عادش فيها يعني الله غالب. محور 25. محور 25 زمان كنا هيك الوضع. سيبنا البرستيج هذا كله خلاص. عموما هذه او ماي جاد واو حسرة. قوية مضبوط صح؟ 2004 سبحان الله. قوية هلبة يا قوية هلبة. شباب نعمان وكذا تقريبا خلاص نعمان ولا؟ شايل العمر وضاء لا لا وين؟ فيها مزاج. أنا كيف بادي في الشباب الآن؟ والله ايش جيت؟ يعطيك سلامة. تعرف السورية الحمراء هي أنت خيرها. اليوم هلكتهم، قضيت عليهم اليوم. أعتقد أن نصيحة لكل قرمطي يحاول أنه يقرب مش يفتح الشاشة تقريبا تقريبا نصيحة والله مني وأخوية مدبيه ياخد مسافة، فهمتني ولا، بينه وبين أقرب تلفزيون 3 كيلو. ما فيش داعي يعني حتى زي ما تقول يقرب ولا يحاول يشاهد الحلقه والله فيه ما نبيهم يسمعوا. تبيهم يسمعوا يا سيدي نعمان انستنا والله. الله يعزك بارك الله فيك حبيبنا. مرحبتين نورت اللقاء وان شاء الله يكون خفاف انا وياك على ان شاء الله المشاهدين. نعمان مش عارف شو بنقول لك. طبعا اللقاء مع طبعا امهاتنا وعائلاتنا يحضروا فيه، فجماعة وصوا فينا ان بالله يحاولوا يعني حاولوا تحدوا من عنفوان نعمان، بس للأمانة في جيل من الشباب مجنون يحبك هيك، يحبك بعنفوانك، فهمتني ولا؟ في مصطلحات هيك يطلعوا الليلة نوعدوكم ان احنا نخففوا منهم شوية. قوية المسج هذا بحيث نعمان يخلي العائلة تتفرج مع بعض. يا ما عادش خليتهم يتفرجوا مع بعضهم يا رش، اللي بيجي يتفرج يفتح تلفزيونه في داره وكذا. عيب عليك يا رش سكواد هذا قوي. تبارك الله عليك، أداء مستمر وطاقة جبارة نعمان 9 شهور. الله يديك والله يعطيك الصحة والله بدون مبالغة. خلي لك الكلمة وين تبي تبدأ وين تبي تخش كراتي، شنو اللي تفكر فيه توا وشنو اللي تبي هيك؟
يعني مبسوط بس ان بصراحه اول حاجه خلينا نحيي نمسي الجموع يعني الجماهير، لكن مش جماهير الهمج اللي طلعوا سكروا النفط هذول، دارك هذا بني الجماهير بدميه يعني مكير على دوكا فوت بشويه يعني. لكن انا وهي كمان نشوف لها اصلا بنحكي والله شوف لك انت عادي يعني. شوف لي انا وانساك يا رجل والله العظيم لا بنحيي الناس يعني بس والله داي احرف منك حتى انا الحرائر والاحرار بصراحه يعني ربي ان شاء الله ديما يجمعنا الخير. لكن انا وياك قديش لينا بتعرف شو وين وين قبل حتى من 2004 بعدين خلاص ما عادش تلاقينا بجوز هيك يعني صح الا لما تامروا توا بس في هالمؤامرات. لكن ذكرتني بايام زمان يعني الورك شوبز والمؤتمرات تذكر خليك من الصور يس والاجتماعات من قبلها بسنين يعني الله الله يا كل شبيبة وكذا ونتآمروا على نظام الطفل تربي أمه كل واحد من طريقته وكيف نتعاون فيما اتفقنا فيه واللي يعذر بعض ما الفيلم تاعك بس ما الأخوانجي أنت شوي لمسول يا احنا هديناك شوية يا رجل انا هديناك شوية وكذا واحد وفي الأخير قعملنا نص ساعة أنا هذه ذكرتني القصة هي بصراحة رديتني تول الذكريات الأولى خاصة بالصورة هذه لا ديما أعطيك صحة والله أعطيك صحة صورة زمنية بكل نعمان زمنية والله وأعتقد كان فيه مؤتمر هو كان مؤتمر يوسف المجريسي يا سيد يوسف المجريسي وفي ناس معنا توفاهم الله رحمة الله عليهم الآن كان فيه السيد بوشويقير رحمة الله بعدين مسك بعد الثورة سفير في سويسرا كان حاضر كان الكيخي رحمة الله عليه دكتور سليمان الكيخي دكتور سليمان توفى رحمة الله عليه دكتور الكيخي أيضا الله يرحمه رحمة الله عليه في مجموعة كبيرة كانوا من مجموعة من الأخوة موجودين تعرف أنا نقول لك حاجة أنا شفت الصورة تأثرت لأن كان فيه صديق يعني نعتبره فيه صديق لحد كبير تخيل يعني الرجل عاش طول عمره نعمان معارض وعاش طول عمره هو ضد يعني يرفض في العسكرتارية ويرفض في القمع ويرفض في كذا أنا قديش متأسف اليوم لما نخش لصفحته ونلقى فيه يهتف بالروح بالدم يا حفتر صفيهم بالدم والله مش لقي لها تفسير والله ما لقي لها تفسير هو طبعا هذا الأخ اللي أنت سميته مرة بنينة القائد ولا؟ هذا واحد تاني واحد تاني والله واحد تاني ايه. طبعا للأسف يعني بنينة القائد بنينة القائد فعلا بنينة القائد يعني تحول بنينة القائد تحول لمنظر نعمان انا مستغرب زيك يعني انا نقول لك حاجة شوف انا وانت عشنا تقريبا مرحلة من المعارضة العنيفة يعني اقصد بمعنى ان احنا النظام ما فيش اي حل جذري معه الا انه يتقلع صحيح صح بعد شوية اكتشفنا ان احنا اللي تقلعنا برا والنظام بالبترول متاعه شريت الدنيا كلها صح وبالتالي احنا الافضل نحاولوا اصلاح ما يمكن اصلاحه وجمعنا مره ثانيه انا وياك القدر في قصه الاصلاح الغد وليبيا الغد وكذا يعني عشنا معارضه جذريه صح ثم عشنا معارضه فيها مجموعه خيارات متلخبطه بعدين عشنا ليبيا الغد مع بعضنا وعشنا الثوره وتوا ربك كتبنا نعيشوا مواجهة غزوة القرامطة غزوة القرامطة نعم. اللي سميتهم انت فهمتني ولا بالضبط تحس روحك ديناصور هيك شوية لا والله مازال تعرف مازال قصدي هلبة يا رجل قصدي حاب تحكي لصغارك تذهب فهمت والله صح تقول لهم نعمان انت تعرف لا دقيقة بابا انت تعرف ايام ما كان في المعارضة لا مازال في حاجة قبلها في حاجة بعد صح هلبة هذول الثورة 17 هذه اللي حاضرينها انا مضبوط والله تقريبا صح كان نحسب حتى جوك المحيط يعني لا بدات انت طبعا غير ليبيا انسى بدات يعني. انت نعمان قديش مرة حاولت تقتل معمر جاوب بدخليش فيك حصلت عليك قضايا قانونية دي لا بجديات قديش مرة استهدفته فهمتوا هذه معلومة خاصة للمشاهدين نعطيها لهم يعني. شوف بالنسبة لي الأخ أبو ممكن سليبي أبو ممكن سليبي ما أنصاره لازم ندلعوهم شوي يعني لأنهم يعني جايين هاجمين على بغض النظر على الخضر دي ما نقول في فصلوا فيها يعني في خضر مبنى طرابلس ولا مبنى مدن معينة بصراحة قاعدين يدافعوا يعني حتى في المحاور تصور صحيح أنت ديما تتكلم في ناس محترمين جدا هذه النقطة اللي نقولها هنا ما خضر هو حر في فكرة يعني عمري ما نحط في نفسي مثلا بدأت انت وانا يعني جوزناها مرحلة الايديولوجيا عرفتها وجروب وجماعة سواء اخوان ولا مقاتلة ولا كذا طلعنا منه الفيلم هذا من زمان يعني الحمد لله فنعرف ما واحد عنده فكرة معينة عنده رأي معين بدافع عليه هو حر فيه عرفت لكن لما تحطه فوق الوطن عرفت او فوق اي قيمة يصبح الشخص هو نفسه في حد ذاته قيمة في خضر متخلفين عقليا رسمي همج رعاع بمعنى الكلمه عرفت رعاع بكل معنى الكلمه من احقر مخلق ربي في ليبيا زي القرامطه وبعضهم خضر قرامطه فجمعوا بين الشرين
لكن في خضر كتير اللي هو مثلا يتكلم على مثلا حالة معينة الآن مش عاجباته، أو يحكي على نقاط معينة يراها مضيئة في الدولة السابقة كذا كذا. لكن سبحان الله تلاحظ الآن لما شعر أن في هجمة غير صحيحة ليست من أجل الوطن، مش من أجل بناء جيش وإلا فعلا مؤسسات دولة، شاعرين أن في قبائل جمعت وتحالفت مع مجموعة معينة من بقايا العساكر المهزومين، مديرين بدالي عسكرية، أطلقوهم على طرابلس لكي يريدوا أن يستولوا على السلطة بالكامل في ليبيا. فهمت كيف؟ أنا لاحظت الناس هما بأمانة وخضر خضر قاعدين لتو مؤمنين يقول لك معمر كذا، وفي منهم أصدقاء يعني استفزتهم طرابلسيتهم صراحة. في منهم وهذه ما عرفوهاش كثير من الرعاة عادوا اللي هاجموا العاصمة الآن تصور بالطريقة الهمجية البدوية المتخلفة عقليا دي. طبعا أنا بنوضح حاجة إيه؟ عمان دي ما داري لك فيها قصة أنت وطرابلسية. أنت هنا تقصد استفزتهم العاصمة وكونها هم عاشوا فيها وبالتالي عندهم لمس الوفاء، يعني مش قصدك طرابلسيتهم يعني طرابلسية دائما أن يركزون عن قصة هذه. لا بأمانة تعرف أنت عمان والله فإحنا دراو مانين أنا لا صح ما هو في كل طلعة أنا قاعد نتحمل في الكفخ بعدك فهمتوا؟ هو تعرف نقول لك حاجة نقول لهم فيها نقول يا جماعة راهو عمان يعني ما قلت لك دي بنضحك عليك يعني بعد كل حلقة قال خاش قصة نقول يا جماعة عمان لما يتكلم راهو على طرابلس يقصد بها الطرابلسية بالمفهوم بتاع نعمان هم كل من كل وتربى ميتها أيوة. وتمرغد في مدارسها ونقز من الصور متاعها وقول هلبة حاجات انت أيوة. تانية فهمنا وخلية طريحة مش مع الشعبية هو طالع مرة تضرب يعني مرة يضربوك بالضبط فهمت أظن هذا الطرابلسي اللي تقصد به انت يعني بالضبط يعني. هو شنو نقول لك حاجة أنا تو بأمانة لما كنت نحكي لك على خضر اللي كانوا في بالي نيه لما نحكي أمامي أشخاص وسيدات والله رجال يعني في من كثير من ترهونة أوكي بس هم أبناء طرابلس فهمت بالضبط الآن لما نكلم صح. فيك صح. أنا في بالي شخصيات ترهونية محددة يعني وناس معينة كذا رفضوا الموضوع هذا بقضية كذا وكان في بالي بعض العائلات من ورفلة صحيح طبعا ما قدرش أن طلعلي في تسجيلات هذا سيدة مرأة كبيرة يعني أقسم بالله الحكمة اللي عندها ممكن تقول كيسنجر يعني يتكلم ما شاء الله فتخاطب معها مرة سيدة ورفلية قح أوكي باهي لكن سبحان الله عندها حس من الأول تقول هذه هجمة ما لهاش علاقة ب إلا كان اسمح لي بس ابنها ودي من أحيفها كذا الله يحفظها إن شاء الله يا رب هي وابنائها وعندها ابنها المدة الماضية غلطوا فيه اعتقل بعدين الحمد لله تم فرج عنا ما شاء الله القوة إلا بالله يعني أبناء بن وليد يعني حرار عرفته لا لكن ما طرابلسية عرفته لا لكن لما تسمحها الحاجة سيدة دي يا رب يحفظها إن شاء الله كيف تتكلم قسم بالله تموت بالضحك كيف تنظر فواضحة عندها من الأول بدت الغزوة قالت لي هذه قصة حرب قبائل يركبوا ينزل مرة كبيرة لو سيدة يعني عزوزة يعني من فتتكلم أن هذه حرب قبائل ما هيش حرب متاع جيش ولا كذا إن في نعرة متحركة يا. للأسف نحن هي القفاء قالت هذه حرب الشرق على الغرب أوف ياك فهمتوا من الأول رغم من أول شهرين وكذا قالت لا 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 لا, لا. وهذا المفروض يكون محسوبين أكثر يعني عن النظام السابق لكن قلت لك وطنيتهم أكبر من كل شيء وفي منهم بالنسبة لما عاشوا في طرابلس مدينتهم أصبحت هذه العاصمة مرضوش أن هي تداس بشوية همج رعاع أراد الخلق وزادوا شافوهم الليبيين أمس كيف الطريقة اللي قربات وكلا جناها بتاع النفط من نفط شافوهم في أكلهم في شربهم كيف يتجمعوا كيف يقرروا كيف يعيطوا واحد منهم هذا اسمه مفتاح بقان والله شنو زعمته اللي طلع على كذا لا بس زي واحد قال لي ده شوال كركم عرفت شكله العمام بتاعه لونه بزار كيف لا زعفراني حاجة ايه عرفته اسمه مفتاح لا أنا عجبني تعليق تاني قال لك هذا أعطينا تعليق جميل عرفته اللي يحسبوه هلبة هندي مدير عمه هو ذاك اخ اخبرنا رفي قلع من برقه يعني تعرف انت مليان نفطي وعفاش قال لي بعث لي صوت قال لي اشوال الكركم هذا ولا عرفت فعلا غريب هذا شكله نعمان هم تقريبا حسبوا صوه لما جو يعلقوا بصراحه يعني قال لك انه هو جدران بس البرو 11 تلالة يعني نسخة متطورة يعني فهمت على اعتبار أنه هو اللي سكر النفط وذكرنا بقصة عمنا الجدران في تسكيرة النفط فهمت على فكرة, على فكرة موضوع النفط أنت موتي لهم البوم شو فيك منامس ايه على أجزاء تمسح فيهم مسح في التويتر والله يعينهم صراحة القبائل اليوم اللي سكروا لا بعد الحلقة هذه إذا كان بعد ما نعرضوا صورهم ونعرضوا شوالات البصل خلي تشوف الناس وشوالات اللحم ونعرض السقايت
وعلى المفاصل فهمتني. وبعدين طلعوا قالوا سكروا النفط. ثلاثة الخبراء اللي جايين من أكسفورد ولا من كامبريدج يعني ولا جايين من المؤسسات الدولية عرفت ولا مؤسسة الطاقة في كمشة همج رعاع همج. أنا تقول فيها هذه هي الآن يسألوا فيها يقولوا شو تقصد بتقول لي بدو بدو هذه هي تحديدا. أعطوني الدليل اللي نقول فيه بدونة الدولة مش قضية تقول لي أنا بوادي ونفتخر بقي أنا مش معني بها البدو فنكانة محترم عندك نعمان. أيوة إيه طبعا كيف هذه مفاش نقاش البدو الليبي محترم بعاداته وبتقاليده مش الليبي بس أنت بتساش أنا في عرب كتير حتى إخواننا في الخليج وأحبابنا وكذا ناس محترمة بل وأنا ديما نقولهم قارن روحكم جيب في دولتين ديما اللي يقول بدوي أفتخر فنختار لهم في دولتين وكل واحد يختار حسب توجهه السياسي في ليبيا قطر والإمارات صح؟ انت برا شوف قطر والامارات الدولتين هما سبحان الله فيهم حاجه مهمه يعني الدولتين يعني نزور فيهم ونعرفهم كويس وعندي اصدقاء واحباب تعرف شنو عندهم نقطه تلاحظها تقول شنو هي ديما تشد في انتباهي في قطر وفي الامارات ما تخطرش على بالك نحكي من المواطنين اهل البلد تلقى مواطن قطري ولا مواطن اماراتي لما تبدا اليوميات تبعها عندهم النايت مير متاعهم اللي هو الحلم المزعج ولا كذا تلقوا شنو هو التكت متاع الرادار اي متاع المخالفه متاع الواحد السرعه في الطرق كذا شعب تافه يا رجل لا لا عيب عليك يا رجل تافه قصدي غير دقيقه قصدي اذا كان شعب غير دقيقه هذا قضيه انه هو بنو دوله ومدينه يا رجل تحضر ان المواطن اصبح الرعب عنده من اللي هو احترام القانون قصدي تخيل انت ديها هما اللي بيلت كلمة دي بنقولها ماني اللي عيط هذا الهمجي اللي يقولك بدو اللي يقولك والله كذا هذا البدوي اللي هو يعتز بأصله متى سواء إماراتي ولا قطري وأن عربي وأصوله وقبيلته لكن شوفها لما جاي بنيه مدينة وبنيه عواصم وبنيه دول أبدأ مما تحكي ليه من عمران من كذا إلى أن هم يعني في القانون لدرجة أصبح جزء من حياتهم اليومية إحنا في ليبيا مش أن تقول لي تكت في وسط المدينة قضية السمافر الأحمر والأخضر معاش فيها وعيطات يعني بنوريك هذه هي أنا قصدي التفاهة اللي قلتها لك نقصد بها لسان حال الليبيين يقول لك تافه لا فهمتك ليش تقصد لأن, لأن, لأن معلش يعني إحنا الحمد لله اليوم شعب عظيم حقول النفط نزردوا فيها ما شاء الله ديروا الزرادة في حقول النفط فهمتني ولا أنا عمري ما سمعت زردة في حق النفط طبعا ما صارتش هي هذه صارت الحمد لله شفوها الليبيين أمس شفوها الحمد لله وجوب خيمهم وحكاك بيبسي تقول انت مخر متاع خروف احنا اليوم يا نعمان ماشيين بنديروا زردة في حقل الفيل احنا غدوة ان شاء الله بنديروا زردة في زويتينا فهمت بالله وقف لي هنا بلقطوا الترفاس وين في بجنب واحد من المجمعات متاعتنا خيرك تضحك يا رجل هذا انت شفت انت كنت تكلم عن نقطة مهمة لا بنرجعك قصة الإماراتي والقطري طبعا يعني فعلا قلت, قلت إن هو بدوي لكن أصبح يجلس اليوم يفكر يقول لك أنا قديش عندي نقطة بتجيني في الرخصة وممكن تحيلي الرخصة متاعي وقصة ولابد تدفع في الدولتين تصور لعلمك تعرف مرات تحتاج واسطة كأنك تبي تمشي بتدير مش عارف قرض من بنك في قطر إمارات في قضية التكت متاع الواحد وانسى أنك أنت حصلت فيه تمت لك أنا جبت الشيء اللي في ليبيا يحتقر فيها المسائل هي بتاع مخالفات المرور والقانون كذا ما عندها خطيرة جدا قد تودي بحياة الناس أنت لما تتكلم تقول لي أنا نفتخر ببدويتي بتفتخر بأنك أنت طلعت زهمجة معك ماذا شوال الكركم زي ما قال خونا حبيبنا وجاي تسكر في حقول نفط تمثل الشعب الليبي كله 7 مليون لأن ربكم اللي تعبدوا فيه من دون الله هذا الكلب الحقير الصفر العام أمركم هكذا زي الكلاب وقال ما تقولوش أنا في الموضوع لما بعثها لما الصعلوك هذا ناجي المغربي ما يسمى بلواء ناجي المغربي واحد حقير قدر هو اسمه أصلا ناجي الأشلم مش لأن داير مشكلة قبل هو من عائلة قدربوه من عائلة بيت قدربوه في المغاربة اوكي عرفته لا هذا امر الحروس امر الحرس هذا اللي هو اللي هو اعطى الاوامر جمعهم كان بعيد زي جمعهم زي الغنم هكذا زي ساعي بن عت بن غزي اللي سارقه عقيل صالح فهمتوا جمعهم كلهم بتعرف باللي حتى جمع المسؤولين تعرف انت في غادي مسؤولين اللي معلقه بشركات النفط بيرجع ولا لا بيرجع ولا لا هو اعطاهم لا عقيله سعي بالعكس تعرف شو سمعت امس انا قسما بالله قالوا لي اسمع انا جتني معلومه المشاهدين راهو انا جتني عندي معلومه ورق الساعي كان بيوصل للرجل هو للقرمطي هذا بالضبط ورق نتاع الساعي وحتى الاعداد نتاع الساعي كانت بتوصل له يس شن صار بعدين في حاجه هيك كلم واحد شوره من قبيلته كذا اتصل ظني مش عارف وين دوروا عيط بغزي وقالوا لهم ما توصلوش لورق النعمان
ورق الساعي ان الورق اللي بينه بين السيد راح يعطيه توفى بحيث ان قلم كانت تبوا نتفاهموا في موضوع يعني يقفين في امل لان مبلغ ضخم بيكون تعرف من التسعينات التجاره راباد يعني من التسعينات الاف الروس الاغنام يعني قامهم عمك عقيله وشيط بهم وكانت رئيس برلمان فهمتوا فالعائله انت وفا تصور قلم ما تعطوش الاوراق بتاع اللي ليهم علاقه بالموضوع وكذا يعني ما تسلموش اي شيء له علاقه بموضوع اشكاليه السعي بيني وبينكم مش نتفاهموا في الموضوع تعرف هم 55 نقطة في بيان 55 ولا 65 اللي قريناه ما مزحني في بيان برلين المفروض بصراحة تنضاف نقطة رقمها 60 ولا 56 فهمني ولا إرجاع سعي بن غزة إلى عائلة بن غزة فهمتني ولا المفروض بصراحة بعد الحملة اللي درتها له عليه السيد عقيلة صالح المفروض العائلة موجودين قاعدين ما عندها شو يطلع منها عائلة بن غزي موجودة وعدد الروس الروس متاع الخرفان معروفة وكل شيء كل شيء وفي عقد في أوراق بينهم وكذا لأن طالبوا فيهم راهو لين فترة مكلمينا من مدة هم اللي انفدوا الناس بجديات كانوا في فلوس حراو يطالبوا الورثة يطالبوا بأموالهم المتعلقة بالأغنام تجارة من التسعينات تصور مع ابوهم سلمة الخس عندنا في ليبيا هالبدر تعرف هي اكثر شيء في الابل هذه مشهوره في ليبيا من زمان هي مملكه تصور نعطيك السعي اللي عندي تجاره رابحه في ناس تلقاها في المدن ولا كذا بس لما يجي مثلا في مناطق معينه يشارك شخص معين يخش معاه في موضوع السعي ذاك يتولى مثلا السعي كبر طبعا ولا بالالاف اكيد يا من التسعينات وعقيله غم عليه فات نهائيا فلما توفى ابوهم شرى هو تصور انه ما عادش حد يدور ولا كذا مش عارف العائله بعدين يقولوا راق ويقول قصه وعرفوا شو عندهم ما عندهمش بده يتواصلوا معاه يعني والله احنا نجدوه بصراحه من كان هذا النجدوه السيد عقيله صالح شو بنقول القبيله البدو عارف بنقول العبيدات مش انت بدوي تفتخر رد الساعي ولا تفتخر انت بتصب تعيط علي وخلاص بتسكر نفط مش انت بدوي تفتخر يا سيدي وريني البداوه تاعك جيب عقيله صالح مع صلعته وقول رد الساعي عيب حشمتنا قدام العرب فكك من برلمان القصة مزبوطة لا مش هو ولدكم لا جيبوا من القبة حطوه قولوا له احنا بوادي ونفتخروا ما نسرقوا أغنام من الناس ساعي متاع عيلة قاعدين أيتام رد الواحد والله شوف القيمة نتاعها حتى إن شاء الله بالتقسيط صح ولا صح قصدي هنا باهي لما تقول لي بدوي ونفتخر ما قدمت لي شيء قيمة معاه شو بندير بيك أنا بشكلك والله بصنانك يعني بتفتخر بأمانة يعني والله بعدك زي شوارك كلكم طالع سكر في النفط بسماني كنت تحكي على نقطة كويسة نعمان كنت تحكي على نقطة كويسة باش نوضحها للناس انه ان انت لما تتكلم على طرابلس تتكلم على كل من ساكن طرابلس ويشعر بالولاء لهالمدينة هذه وما يرضاش فيها هالدمار هذه بالله خلينا نشرحها باي اللي قبلها بس نوضحها وارجع لهذه البداوة انت على راسك من فوق والبدوي لا مش على راسي من فوق إيه البدوي شو كان محترم لا على راسي فوق ربي بس والبري متاعي باي يا سيدي البريء وربي وايضا البدوي حتى هو فهمتني ولا طبعا سبحانه وتعالى بروحه لكن زي ما تقول حتى هو البدوي جزء من تكوينات ليبيا فهمتني ولا وبالتالي ما عندكش مشكله معاه ما عندكش كذا انت عندك مشكله ان البدوي لما يتسلق للسلطه ما غير دقيقه بس نبي نوضح النقطه هذه لانك تعبتهم الناس ونعمان يسب في البدو وعلاش يسب فينا وكذا لم فروخك لم قشيشكم خذ فروخك اشحنهم في كانتر ولا كذا وردهم لما جو من 1000 كيلومتر اما انت جاي تقاتل في نسائنا واطفالنا وتضرب في المدن بتاعنا مدارسنا في وسط طرابلس وواحد يقول انا فاخر ونفتخر واحد هنا جاي في الهملك ولد الكلب انت ايام ما فيش هديه كسر راس لان نعرفهم انا هنا لابد اتعامل معك بدوي البدوي نعرف انا ما يجيش له بالعنف هو يرفع يضرب كلاش الركب بربيجي يضرب راس ضرب راسين تبي الدم معك 100 سنه تبي الطار معك انا نقول لك انا عارفه كويس مش في ليبيا بس عايشه في حرف منك تمام بالنسبه اللي قدام جو افغانستان ومدن تانية تم يعتبروا بدو بروحهم هذوك ايه عالم ثاني هذوك تعرف يا افغانستان شفت افغانستان كلها مع بعض كيف تشوف الجو كيف انت الوضع بالقبليه هذوك كلهم تخيل يعتبروا روحهم محظور تشوفوا فيهم انتو اقسم بالله تعرف بدو تحت اسمهم كوتشي عالم ثاني ها ايه برا العب غادي شوف الدكه في شكلها زومبيات كوتشي ايه الافغاني نفسها افغاني تلقى مثلا قدهاري ولا بخوص كذا يبدا يركب عليهم يضحك عليهم اوف فانتوا اللي تشوفيه في المشهد دامكم كله بطالبان بكذا اهم افغان عاديين هذوك حذر جو مليح ولما قاعد ياكل وتلقاه حاطط عمامه وداك السديري بتاع القنداريه وكحل فريق يذبح 14 يمشي لحاله عادي ما عندهاش مشكله عادي جدا هي هما عادي هما كلهم هدم حذر هدم هما عاديين تصور البدو هذوك اللي قلت عليهم تاتو كوتشي اسمهم باهي
اي برا شوف الدق غادي تشوف كيف شكلهم. قاعد معهم مره في جيت قرديس تقريبا قداش قريب سنه. ايه فيش بصاره في ما عندهاش ريح وين يدوب عشان كيف تفهم معاه اصلا. انت قلت لك الافغان يبدا يضحك عليهم يبدا افغان كومندان جايب ويسايسوا فيهم وخليه، لكن ربك اعطاهم قوه وجلاده وصبر اقسم بالله ما شفتها في حياتي. اهم الكوتشي شتي صقع تلج مش عارف شنو هي ولا يفتح فلك فيهم شيء. فقصدي عايش هالحياه هي يعني، ونقول لك هذا يعني ناس يفهموا عايشين مع الافغان ومع دول ثانيه وعندهم معاه حتى في باكستان ثاني ارفع في اماكن لو تشوف انت الدوخ في باكستان. تعرف عشنا في منطقة مرة كان عندنا معسكر في الحدود في أفغانستان موجود ده. هذا مدوخ الدنيا كلها المعسكر على فكرة. ما فيش واحد يعرفه إلا اللي تدرب فيه بس. لأن توا حتى ما اللي بيجي فرع متاع المخابرات وكذا كرتي ولا يعرفوه يسمعوا في اسم بس ولا واحد فيهم يعرفه وين. بهي لأن كنا مدنيا تحت غطاء في وسط منطقة في آخر كرة أرضية اسمها غانداو. حتى توا شفت متى 50,000 عربي بشوف أفغانستان. نتحداك لو لقيت 100 واحد يعرفوا الاسم هو غانداو. ايه لان هذه في وسط باكستان قريه. هو من الاسم واضح انه هو لطيف جدا. جراندايزر وكذا ودامبي. ايه دامبي وجراندايزر لطيف الاسم جدا. ايه هذه منطقه قبائل. انت لما تشوف الجو كيف الفيلم والله العظيم اقسم بالله اللي كانك في فيلم تاع هوليود. كان عنده معسكر في وسطهم تصور. هو كان غطاء عند شيخ سياف. ما في حد حاط فيه 7 انفار بس. هذا كان كليه الاركان الحرب بتاعنا احنا الجماعه المقاتله زمان. فهمت كيف؟ هذا بالواسطة الخشالي بجديات يعني ما يعرفوش شيء. هذه لما تعيش في وسطهم مرة خشينا معهم خشوا في حرب هم قعدوا بدلين مصيبة وصلة لعند نيويورك هم فيها له تجار مخدرات غادي بعض الناس منهم فعندهم خطوط لأن ما توصل لأمريكا بليه أحرف وعملة مش عارفين جتهم الحكومة الباكستانية لأن صار مشكلة شو الأمريكان كذا أحصلنا إحنا في وسطهم صور الضربة دي والعركات حاجة ما نحكي لكش كيف التعامل معاهم والقصة على نشوف قالوا بدك تقاتلوا معنا ما حلينا القصة تعرف شهر كامل إحنا محاصرين غادي لمية لا أكل لا شرب لا شيء في وسط المنطقة هذه. شو اللي بنقول لكم النقطة هي أنا نعرفها معناتها قضية عايش فيها كويس والناس أمان تعاملوا معاهم وكذا تعامل مش جد عليها حتى تولد في راح يقول بدوي أفتخر وهو مثلا مولود في بنغازي بعد مركزها ما عمرش في حياته عاش ليلة في المكان البدوي اللي حكى لي ابن جاي منه أصله بنغازينه ممكن جدوده بدو وتو طالع عنده نعره يقول لك فسرها لي يقول لك انا كذا هو حتى شكله ما بعض هيك يطرطرط زي الواحد فهمتوا ويقول لك بدو شنو هو بدو ايش علاقتك ببدو انت مش تعرف النعره بس يعني هو نعطيك مثال تو يعرفوه عرب بنغازي في عائلات تعرف في بنغازي الان من كثر ما جت هي من قبل راهو بتدخلنا في قصه انت تعرف حتى ايام النظام قبل معمر كان يعني منها القصه يا في مسائل معينه يدرس فيها بالذات في بعض المدن تصور تلقى عائلات قديمه معروفين هم من قلب بنغازي في عائلات بدا يعوش في لكنه لسانه بطريقه بدويه وهو من اللي يقول عليهم بنغازي يقول لك بنغازينه حتى اشكالهم وكذا ما لهمش علاقه بالبداوه صح هم من عرب برقه اوكي لكن بوه مولود في بنغازي انا اعطيك مثال عائله زينوبه مثلا هم اصلا لو بتشوف تاريخهم يعني اوكي من عرب برقه كذا الاصل البدوي مش عارف ايه العربي كذا لكن هم ما عيل زينوب اغلبهم هم بنغازي اقحاح بنغازين اولاد بلاد اكثرهم اولاد بلاد تاع بنغازي عرفت ولا حتى هذم انت ما تقصدهمش تلقى منه طبعا لا فنوريك غزوه البداوه عليهم الان تلقاه هو واحد مثلا لقبه من عيل زينوب كذا بعض الاشخاص يعوج في لكره لسانه بتاع البوادي لو تجيب له صاحبه قال معك بدايه يقول لك تو ما كانش يكلمك قبل زي ما صارت ايام معمر عرفت انت يحذفوا في الالف ما يقولوش مثلا جماهير يقول الجمهير جماهيريه ايه عرفت بعدوكا ما هي موجه جت موضه ويضرب في البيزاتيات انا نحو فيهم وكذا الجو ذاك جو الباتشينو زعمت عرفت له يس هذه الكعب العالي واحد والشلبات وش اسمها هذه غزوه على المدينه فاصبح انت تنشر لي في قيم شوف انا اعطيتك مثال زي قلت لك الامارات ولا قطر كيف ان بالعكس لما الدوله ماشيه في عمليه التنميه والتحضر والتطور وينفقوا على التعليم بشكل خيالي لدرجه المواطن القطري ولا المواطن الاماراتي اصبح حتى قانون المرور والهاجس والرادار يعرف انه مشكل رعب لان عمليه تنظيم المدينه انت مش عايش في الصحراء تجري بناقه ولا بتور طبعا نظريتك خطيره وخطورتها وين هذه اشكاليه تاريخيه راح لا موجوده والله معك والله معك انا معك حبيبي باهي انا المشكله وين عندي توا ان انا بنقلبها الصفحه هذه بسرعه لان بصراحه موضوع البزار يشد فيها هلبا الكركم هذاك شد بالله يشد فيها افتح البقان هو والله ماني عارف تو بنعرضوه صورته
نعرضوه للمشاهدين يستمتعوا به. كلكم فعلا رسمي. اي لا لا مليح عجبني عجبني، والزردة اللي مدايرينها في زويتينا وتسكيرها هي وكذا. هذا تصور مصير ليبيا. شعب كامل خليك من كذا. في هو نفسه شوال كركم. هذا بعيد بنقول لكم الباقي. هذا ما احنا جلسة ليبية تو عكس على رقابة مزرعة. هذا الحمارة البغلة هو اللي كذا شوال كركم. تصور انه يطلع بروحه. انت اسمعني لابد تناقشوها هي بصراحة بدات ليلة. منين من هو القانون اللي عنده شنية الشرعية اللي عنده باش يطلع شوال هذا يطلع ويقول كذا يقول لك بسكر النفط اللي هي قاعدة فكرة البداوة أن إيدك وشن تجيب. اسمع مني الرسمي شن إيدك وشن تجيب. أنا ساكن في بير بترول طالع معي تلياني هواء احنا يا أصحاب القرار فيه حلو. لا دولة لا رئيس لا برنامج لازم تفهموها النقطة هي. هذه هي أم البدونة. تمام بين عمان حفتر. أنا طبعا تناقشنا أكثر مرة نتناقشوا في الموضوع هذا. حفتر حاول في طرابلس باش ندك المشاهدين. حفتر حاول في طرابلس وقبل ما يبدأها في 2014 في مايو حاول هلبة في طرابلس فهمتني ولا 2014 بيان تاع فبراير وإجمالا في المنطقة الغربية تو مش تعصبا مش تعصبا لكن ما نجحش غاديك ما نجحش عندنا فهمتني ولا بينما مشي المنطقة الشرقية احتضنوه البدو مش بنغازي بصراحة أنا نحكي على الحضر أن طبيعة الحضري سواء كان في طرابلس ولا في بنغازي عادة الحضري تعرف أنت أخلاق الحضري فهمتني ولا المتمدن يعني هو أقرب المدينة يعني بالعربي المتمدن نعمان لما تجيه اليوم تقول له اسمع شو رأيك توا بنمشي نديروا الهدة الفلانية لا بيحسب بوه وامه وبيحسب الوضع اللي هو صح. فيه وبيحسب فهمتها كيف والعملية مش سهلة تعال للحضري يقول له اسمع شو رأيكم توا بنوضوا نديروا زردة تقول لك شو نديروا زردة بنمشي نوتي حاجتي وبنوتي هذيك فهمتها في شويه نظام بياخذ سبيستا بياخذ سبيستا فهمني منظم شويه لكن تعالى لغير المتمدن فهمتني ولا اللي عصاته على ظهره وخيمته يركبها في اي وقت وكذا هذا عندهش مشكله هذا شفت ساعه بيقبل اللي وراك انت توا يقول لك والله الساعه مش عاديه قول اسمع شو رايك نقلعوها يقول لك هاي نشعبتوا نقلعوها عندهش مشكله راه تلقاي تشعبط ساعة بيقبنا هي شفت قديش تاريخها أقدم الديناصورات اللي فهمتني ولا يطلعونها في البترول في ليبيا توا ما عندهش مشكلة نعمان قصدي حفتر فشل جي ودار دار دار راهو مشي للأمازيغ ومشي أنت كان بكري كنت تحكي لها لصدام وواحدة من عمايل صدام لما كان وين لما كان في طرابلس صح اللي هد فيها في مصر في الأمان وضربوه يعني حتى أولاده ما حصلوش خبزة بالعكس حصلوا طلقة رصاص وحصلوا طريحة وروحوا فهمتني ولا رجعوا بينما غديك غم الأمور وطلع بها انت طبعا كونك حتى شوية كنت فترة قرمطي نعمان لا مش قرمطي قرمطي سابق يا نعمان قرمطي سابق فهمتني ولا قرمطي سابق قصدي يعني جزء من صناعتك قصدي انت صنعت هون البيئة الأغبرة هو وعليك مسؤولية لازم تفكه توا نفككوا فيه قاعدين بالطرف لين يموت ان شاء الله ان شاء الله هو اللي معاه بالضبط شنو المشكلة نعمان هل هذا جزء من التفكير هذا هل قصدي الكلام اللي كنت تحكي فيه هل ممكن يأيد الكلام هذا انه فعلا صح طرابلس فشل انه يدير فيها اي شيء رغم البز رغم احنا معترفين ان فيه البز عندنا وعندنا ميليشياتنا وعندنا فروخ نيديه طبعا دي ممكن نسبوا فيهم قاعدين يا ابو حبيب بيجيبوا سبوهم وانت بالذات سبيت سلسفيل جد اصلا ما خليت حد فهمتني ولا الحمد لله اوكي وعائلتي كلها قاعده في طرابلس وعائلتك في طرابلس كنت تسب فيهم على التلفزيون يا خانب يا ميليشيا ويا دير كذا مستحيل ان نيب من ايد واحد خارج على القانون هذه خدها من الاخير شوف اذا كان نيب من ايد السلطه هي بتاع بديل لي مجموعه من البشر بنحطهم معيار لي انا افضل لي من هؤلاء كلهم اللي ندير جماعة إسلامية أريح أشرف من هذو كلهم لو نبي نجي نحط مجموعة ميليشيا جروب عصابة كتيبة قبيلة كذا سمي ما شئت في الشرق ولا في الغرب وبنحطهم هم المعيار ليا بهي وبنقول أن هادو بيغزو بنغزو معاهم بيد بحب ردبح معاهم بيقتلوا بنقتل معاهم بيمشي يمين بيمشي يمين بيمشي صار نمشي صار هذا الوضع لا يعطى لإنسان عاقل مسلم إلا لرب العالمين بس بالأوامر اللي واصلة عن طريق الرسل وآخرها رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت كيف؟ أنك أنت في وضع الاتباع والعبودية والخضوع بالكامل حتى وكان ترتكب المعصية ولذلك عرفها معصية ترتكبها وانت عرفها معصية لأن المعيار متاعك محدد لك أن هذه معصية فهمت الفرق بينه؟ هذا الهمج يعطوا في أوضاع لا تعطى إلا في حالة دينية فقط لإله
القدسية هذه إيه أو النبي اللي هو لا يسأل عما يفعلهم يسألون يعطوا فيها للقدافي قبل أعطوها له وقاعدين لعند الآن تول همجة تاعد هم أن أنتوا الليبيين بدون معمرة شيء أن ليبيا ما فيها شيء ليبيا دي ما عنداش للتاريخ ممكن قريب يقولوا استغفر الله أن القدافي خلق ليبيا خذها من الأخير ممكن لو تحت الفرصة يقول القدافي خلقها ليبيا ما فيش حاجة اسمها ليبيا قبل وهذا انحطاط غير عادي في التفكير وناس فعلا نزلوا بمستوى تفكيرهم إلى درجة بصراحة أقل حتى من البهيم أنك أنت تمسح تاريخ شعب كامل وتختصره في شخص لأنك أنت معجب به ولا ضلك واسطة ولا طلعك مش عارف من زريبة أعطاك فيلا تحد whatever يعني مشكلتك ما أعرفهاش إيش هي لكن أعطيني واحد يقدر يبرر ويشرع أو يعطي حتى تفسير أن في شخص بشر خالق ربي بني آدم يعطى وضعية أنه هو يقول وأنت تنفذ بس ولا عمر طلع غلط طلعنا من قصة معمر دخلونا في قصة المتمردة والبال العام عرفت أن لا خلاص هذا اللي بنقول لك الفرق بيننا بينهم تعرف شنو ولا أنني هذا بس بالبال العام بني آدم زي ونعرف هو وين ممكن عنده مجاله ومجالات تانية ما ليش علاقة بها عارف أنني أفضل منه مليون مرة يعني في أمور معينة أحمر ما يعرف فيها شيء ولا يفهم فيها شيء أصلا الهمج اللي من حوله هذه قصة البدو أو اللي هو يحب أن يكون عبد دائما في بوتيل عسكري يضرب فيه على وجهه هيك تربى بسبب ثقافة قلت لك رأوا لو تحسب النظام السابق معمر دمر جيلين في المسألة هي 40 سنة أنت تحكي أقل شيء جيلين two generations بشو تدمروا مضروبين في روسهم بتقعد تعاني فيهم تقعد نطلع من القصة هي بحيث الحرب بدارينها بندير سد وفجوة بين الجيلين هم اللي نضربوا نضرب من فيروس هذا وبين الجيل القادمة بحيث لما يشعر يقول كده خير طالع يسب وشين هالتشنج هو طبعا شنو يقولوا لك نعمان سامحني ايه؟ لما جيت ناقش جماعة برقة يقولوا لك انتم ما كنتوش تعانوا من نفس المشكلة ينعانوا منها انه كان عندنا تفجيرات وكان عندنا الارهابيين ودباح وقتل وكده وبالتالي كنا نحتاج المخلص نبو منقذ فهمت الحجم الخراب هذا ما كانش موجود في طرابلس إيه؟ بصراحة يعني فهمتني ولا على فساد الميليشيات الموجودة عندنا لكن مش بنفس الكمية والأعداد القتلى اللي كانت موجودة بنغازي وبالتالي احنا كنا محتاجين لمخلص الرجل هذا طلع وقال لنا انا بندير لكم جيش وحنرتب الأمور مشكلتكم في الجيش وما والجيش أو ما درتوا شيء ولف حول هالمناطق الأرياف أو يعني خلينا نقول البدو قاعدة اجتماعية يعني البدو أو على الأقل القبائل ما هوش سكان الحضر ما بداش في بنغازي قلبها وني تذكر كانت بداياتها وني في بعيد عليها شاف الأبيار بعدين كانت في المرج بالضبط القيادة في المرج والأبيار وكذا وبالتالي ربما لامس اللي تحكي فيه أنت الشعور هو شعور الجميل إن فيه الأبوية رجعت من جديد إن فيه حد بيحمينا إن فيه حد بنروح ونرقد وإحنا ما عندناش مشكلة فهمتني ولا نرقد وإحنا في أمن وأمان طبعا حتى لو كلنا بالكفوف حتى لو قال لنا زي ما تقول الكتاب الأخضر هذا يتكون بكذا والمرأة تحيد ولا يس ما فيش مشكلة المهم قصة الأمان اللي تعرف أنت الجيل هو اللي نضرب اللي تحكي عليه أنت نضرب في هالقصة هذه إنما دام فيه من يفنص ويكشخ ما عنديش مشكلة يقول المرأة تحيد الرجل مش عارف شين خيره الكذا عادي ما هيش قصة المهم فربما يكون هذا السبب يعني إن أنتوا وإن إحنا والله يعني واحدة مبرراتهم يعني أنت تتحكي على بنغازي كانت متدمرة وكانت كذا وبالتالي محتاجة إلى منقذ يعني سوبرمان هو أشوف أنا مؤمن بالتالي يعني مش حنطولوا فيه لكن بيك تعطيني خلاصة أنا أعطيك خلاصة وكل واحد في مزنبيل دائما في علاقة أنت لاحظ حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ويأتي النبي وليس معه أحد صحيح ويأتي النبي رغم أن النبي مرسلة تصور نبي الله أعلم كم عاش سنة لم يتبعه أحد الفكرة اللي إذا جردنا يعني إحنا نعرف الرسالة النبوية هي وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى هي في النهاية كلها توحيد يعني لا إله إلا الله نفع عبده يعني معروفة كل الرسل من عهد سيدنا آدم المتنازل والنبياء هي لا إله إلا الله التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالوحدانية بغض النظر على الشرائع يأتي مرات نبي أو رسول وما يسمع له حد فإذا أي فكرة لابد لها علاقة بالبيئة الحاضنة
القاعده الاجتماعيه اللي تتبناها اللي هي السوشيال باور بيس مفاعل الان في السياسه في العلم الحديث، عرفت كيف؟ لا سوشيال باور بيس لابد منها القصه هي تبي لك انت تمام ايه قاعده حلو. تستند لها حلو. فلذلك في افكار هذا كم كانهم ايه هذا كم كانهم تنقلها لمجتمع ثاني او تجمع ثاني او مدينه ثانيه ما يقبلوهاش نعم. هنا بتدرس بعدين الجغرافيا السكانيه الديموغرافي التركيب السكاني هو ليش وتاريخهم وكذا، تخش في عمليه غير عاديه، عرفت كيف؟ الانثروبولوجي اوكي هذه هي المجتمع خاص المجتمع القرمطي متوفره فيه الحاضنه هذه، يتقبل فكره الابويه يتقبل فكره الهيراركي، هو اللي يجي خارج اطار الدوله، هو اقرب ليه من الدوله، واذا الدوله اعطاه الوضع هذا هذه هي اللي عنده، اذا جاء الحاكم او من ياتي بصوت حاكم لكن يتعامل معها بالنمط البدوي واضح ما يقدرش يعيش من غيرها. تعرف علي نعمان مرات نبدا نشوف لي بعض الشخصيات اللي طلعوا والله فعلا والله فعلا فهمت تو قصه البداوه الاحتلاليه انا نو فهمتها تماما الحمد لله. يعني انا نتمنى تو يعني هو راه فينا كلام علمي غير مش تو لو قعدنا على الناس الانثروبولوجي مثلا معلش سامحني على المؤاخذه كم واحد يفهمها مني ترى انت تحسب تسع فيها محاضره يعني على التلفزيون لك مش حيفهموها انت بتقرا معارف معينه بتحاول توصلها على الواقع الليبي تحديدا نعمان ما نبيش نتكلم عليه اكاديمي وعلم واحد لا انا بالعكس لا لا بالعكس هو ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون اخر مره توضحها انت لان فعلا انا ان شاء الله والله انا نفسيا تعبان منك نعمان انا كارهك في الموضوع هذا كل ما اشوف واحد يقول لي نبه نعمان انه ما عادش يسب الواحد ويسب كذا نبه يا جماعه راه نعمان بسيط وطيب وتعال اشرب معه قهوه وسواء كنت عقوري ولا براسي مرحبتين بيك نعمان يحكي على فئه حملت السلاح التفت مع الراجل هذا وقاعده تدمر في حياشنا ارجوكم افهمونا راهو الجرح كبير راهو نسوينا يموتوا راهو اطفال مسيبين هذا كله مش عاد غيرتها مش عاد بيبي وكل يعني 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 راهو 16 يوم كنت أتكلم في واحد من المهتمين بالمجال الإنساني 16 يوم عندنا حوالي 10 جثث 16 يوم نعمان مش قادرين يخشون اي نعم اظن واحده منهم طلعت في بحار اختها طلعوا اي هم والى الان بعضهم الى الان ما طلعوش الى الان السيده لما طلعت اظن امس قال قاعده اختها في سياره 16 سنه السيده اللي ضربها برصاص السيده اللي تحكي عليها انت فهمتني ولا يا اخواننا لا لا والوقاحه وين ترى على الشهاديه شويه تبي ما عندك سيجار ولا انا اوكي ممنوع انا ايه اندور اللي فعلا تخليك تري شعرك يجيك واحد مثقف عايش يعني مثقف فرضين انه هو يكون تحت جزمه حفتر تمام المتمرد يجيك ويقول لك بكل هكره وبرود يقول لك يا اخي مش احنا اللي قتلناهم انتوا اللي قتلتوهم باي تمام من قتلهم هما قتلتهم الحرب صح من اللي جاب الحرب من اللي جاب الحرب هي منو جابها منو اللي خلى 8 نسوين 8 عالقين فيهم حوالي 6 نسوين وفيهم اطفال يا حاج فيهم طفل عمره 13 سنه هذا اصغرهم عالقين في 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 صلاح الدين وفي بعض المناطق ومش قادرين يطلعوهم 16 يوم فرق الانقاذ اليوم نتصل بتواصل معهم الى اليوم يا يعني نعمان مش قادرين يطلعوهم فرق الانقاذ بالله سالتك بالله منو سبب هالكارثه هذه امي البدو امك نعمان البدو الشيباني اللي مقعمز في ركابة مزران اللامازيغي اللي ماشي جاي على الجبل ما عندهش قصة في هذه المصراطي اللي قاعد في مصراطة بصراحة يا أخواننا أبنائكم يا أخواننا أبنائكم اللي نعمان يقولهم بين قوسين القرامطة فهمتني ولا ما يفهمش لا أنتوا والله يتعمموا أنتوا مش عارف شنو هو هذه لأن رافضين الدولة قلت لك شكلوا كتلة أخرى هي معروفة أن حاجة تعرف تحالف القبيلة والعسكر أوسخ مجتمع ممكن يضرك في البشرية أوسخ مما يمكن أن ينتج العصر الحديث لما تجتمع القبيلة مع العسكر رأوا تعرف حتى في دراسات مرة شاركت فيها أنا دراسة مع كانت انذرتها من كم سنة هي فكرة العنف والقبيلة على فكرة قصص طويلة لكن تو مرة كان ديبو أكاديمي تو نغير لهم الشعب يعني بيروت بتاع الصورة درت لهم الصورة دي كم تاع 14 بدنا نحكي لهم بالنظريات وكذا بس هذه أنا شاركت فيها هي دراسة للقوات الخاصة الأمريكية أوكي عاطينها للقوات الخاصة الموجودة في تامبا فلوريدا فمديرين الجامعة عرفت لا سب كونتراكت الجامعة ضد جامعة فلوريدا ففي بعض الأساتذة يعني البروفيسورز متخصصين في الموضوع هذا أوكي
فيدرسوا تحديدا علاقة العنف بالقبيلة. أوكي؟ هي من حيث إيش؟ يبوا يديروا زي المعايير أو حتى زي كنا بيديروا إندكس معين والله هيك مثلا نموذج معين بحيث تقدر تعرف أن أي مجتمع أو أي بيئة معينة قد ممكن تضطر القوات الخاصة الأمريكية تعمل فيها هي أكثر قابلية أن تمارس الإرهاب إذا غرست فكرة الدين. نعطيك في خلاصتها، أخذت سنتين دراسة دي، عرفت الخلاصة نتاعها عندي قاعدة. أوكي، دراسة عسكرية بس جامعيين اللي قاموا بها لصالح القوات الخاصة الأمريكية يعني. في قمة الروعة. أجي مرة تانية ما نبيش أنا نحط لك المفاهيم الأكاديمية، لكن هي قاعدة لأن أصلا لما أصلا الدراسة هي العنف في القبيلة. أول ما تحول على أكاديمي يغيروا في الريموت جماعة، يبوك ديما فهمتني ولا إيه؟ ولا نحاول نخليها لك بالطريقة البسيطة بالطريقة الليبية وحط شو اسمها فهمتني ولا ميول وزي 18 بعد الساعة 1 في الليل بقى. أوكي كمل. عليك الله تسعق. كمل بقى. عرفت ف الرقع من هنا معاناة كثر الفرصة معاناة تعبتني يا دعوة تعبتني. لا أنا بنعطيك حاجة نعمان الله يديك على قصة العنف والقبيلة يا مثلا والعسكر مثلا عمية لها شقة استخبارات عسكرية ولها شقة بالله سألتك بالله بالعيد الشيخي هل تتصور أن شخص زي بالعيد الشيخي ممكن يعيش من غير ربي عبده؟ لا انا بجديات راهو لا اقول لك شخصيته لما درسها راهو انتم غلطين راهو فبراير نتاعكم غلط فبراير نتاعكم تاع شن دارت بالنسبه لحرماته ايه حرماته من الشرك. الله اكبر عليك. مش حرماته من الشرك هو اقول لك حاجه يحتاج هو ايام سيدي السنوسي فهمتني ولا الله يكرم الخير سيدي ادريس تحكي مالك ادريس رحمه الله عليه إيه. لا ذاك تخصص المشرك الثاني ده مستعجلين إيه. تخيل انت تخيل لما انسان نسلموه مفاتيح الثوره بتاعنا هذه كلها يختصر المشهد كله ولا لعنة الله طبعا خليك من الفالطه نتاع اربع نسويها هذيك اللي في الخطاب اللي دار فوتها مش مشكله قلنا معلش هو قاضي والرجل طيب ويبي بحبحان احنا نسوين وبدل ما ناخذ واحده قال هي خذوا اربعه مش مشكله تعاطفنا معاه قوم الرجال فهمتني ولا وجدت الضوء نسوين يصيحوا مساكين علاش باي في هذا خطاب تحرير تو معقوله خطاب تحرير بدل ما تعطي الناس شوف خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة شوف الفرق كبير طبعا حاشا الفرق يعني لكن نحكي لك المعاني العظيمة يا نعمان فهمتني ولا أيها الناس إن أموالكم عليكم حرام يعني بدل ما يعطي معاني عظيمة حرمة الدماء حرمة الدماء وقت تحرط طرابلس ويألف قلوب الناس وأيضا أوصى بالنساء خيرا عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا الفت الناس العالم كله إلى لفت نبه أن من اليوم تتغير ليبيا. شنو شيخ مصطفى كل راجل ليبي حق الأربعة نسوين ردك يا بشاري شفت هال أوكي فوتة تو سكت وبعدين طلع قال ويبدو ونرجو أن لا تكون طرابلس مما من المدن التي غضب عليها توفى سيد إدريس وهو عليها غاضب أو لم يكن راضي عليها سيدنا إدريس إيه لم يكن راضي عنها وكذا كذا روح هذا شفته يا ربي وقلبي غضبانين عليك يا سيدي عبد الجليل لا هذا قصدي تخلف يا نعمان هذا تقول لعن طلع عليه خوتها تقول له يا مصطفى عبد الجليل انت طبعا تقول مشرك لانه هو حط رضا الله ورضا ادريس لا قصدي ان قاعد المسائل هذه ما نعرف انا جيت قعمزوه ندير الامتحان في العقيده انا نفصصوا لك نطلعوا لك طلع لك الشرك وين بالضبط فهمتوا فهو لا نحتاج نرضوا على قاضي حتى تشوف وضعك انا بتدخل في الدوامه انت على انت جو الدوامه صار لكن هو الان اوضح واضح ان الرجل متلبس بشرك في احسن احواله ان يعزي حدث الان لشخص متوفى من 50 سنه فيعزي له تاثيره الان في وضع زي ده وحرب مش توريك يا رجل حجم التخلف والعار اللي عايشه فيه ليبيا فهذا الشخص ما يسمى مصطفى جديد بامانه يعني نقول لك الناس كلها فوجئت فيه كان يظهر مظهر الطيبه واني وكذا يعني الناس كلها قالت شخص محايد طيب ايام الثوره صح بامانه يعني ولا واحد اعتدي عليه ولا واحد هاجمه الا مره في باريس مره في باريس القشي في داره ف لا قالك عطر اجتماع مع ساركوزي وكذا لانه كان بيصلي صلاه الفجر فمشوا يدوروا في باريس لقوه في جامعه قاعد يصلي ايه فهمتوا قصص العاطفيه هذه محلاها بس شوف انت غلاحه حتى خروجها انه يهدى وبعدين لما تجي مثلا وياتيك في دوامه أنا هذه قاعد أقول لك مستفهم العقلية هذه المتخلفة عقليا بالذات البدوية
باي بقنانة بحفتر بالنظرية هذه مثلا. لا أنت غرّت شنو قصة العمان؟ وهذا معنا قاضية وكان وزير عدل في السابق في نظام الطفل تربية أمه. بقى ما انتبهش أبدا. أنت تعرف خطورة كلامه شنو هو ولا لا؟ هو أوسخ كلمة قالها لعنة الله عليه وعلي رباه أن لشرعنة القتل اللي صير لكم وانتوا تعيطوا تقولوا بناتنا والشدين بنية صغيرة واللي رجلها طائرة في إيطاليا والنساء اللي موتوا والطائران اللي يضرب في البيوت في طرابلس اطلعوا ولد الحرامة مستعب جديد لعنة الله عليه وعلي رباه باهي وعلي دافع عليه الله يلعنهم والدين أصل معها أصلا بيقول أنتوا تستاهلوا لي أن سيد إدريس غاضب عليكم. فهمتوا النقطة وين ولا لا؟ هذا علاش انا مستغرب كيف انسان لا يتمعر وجهه من كلام زي داي وما يطلعش يسب ويلعنهم كلهم واللي بدافع عليه والله يقول يسكت العمان بنقول له الله يلعنك معاه حتى انت. انا لي هذا السبب خليني نغضب راهو اللي فاجأتني ان بكل خبث يعطي في شرعنا ان اولادكم ماتوا ونسائكم 140 الف مواطن ليبي ولا يقل عن 50% منهم نساء. غسان سلامه هذا التافه حتى وصل لك لزيهم بيقول أن هذا فقط الذي تمكننا من إحصائهم نعم. لكن هو توقع قال 200 ألف في مدينة طرابلس. 200 ألف يا أولاد الكلب على خاطر مش واحد حقير يحكم كي والله قلت لك دم الركاب الله هذه توا بجديات كلامي قالي والله بإذن الله ولو تلحرق ليبيا كلها البدو هما ما خاشين أمها هيا والناس كلها لحظتها الآن بدأت أمس معركة بدوية متلبسة بلباس الجيش وظلوا معهم مجموعة من الرعاع اللي هم موجودين عندنا هنا في طرابلس أوغاد أنذال قادرين بهي وأنا أدعو فعلا لما دير أمور لابد يعيشوا في طرابلس أذن الله وقاعد في كلامي هو وتطز فيهم وانقلب العمام عثمان كل من خان طرابلس وأيد هذه الغزوة لابد المفروض يعيش طول عمره في طرابلس دليل قاعد في كلامي هو ونقول لهم بكل كذا والراجل فيهم يواجهني يبوا بالدوة بالدوة يبوا بالفيلم الثاني موجود لكن لازم يشعروا بالقهر ويشعروا انهم ادلاء خونه خان المدينه اللي يربطهم يا ولد الكلب انت كان مش عايز بعد تكرابس برا جيب شيشك يا عم ولدك وطلع المدينه تكرد غادي ولا برا الهلك غادي ولا برا الصحراء تعيش من طرابلس اللي خلتك بنادم ومحترم وما في واحد عمره عتدي عليك يا راجل في ناس يقاتلوا فينا وعائلاتهم في وسطنا قاعدين وما مسهم حد نعمل ابدا ولا واحد يقدر يعتدي عليهم لان مش مرجوليتنا احنا لما نواجه نواجه تريس لما نضرب العناق نطلع نقول لك حفتر نجيب راسه اللي من جيبه وطز فيهم وفي غسان سلامة نواجه تريس عليه ما نضربوش من الخلف هذا الفرق بيننا بينهم لعلمك هم جبناء أوهاد خونة أنت جي أنا مش قادر نتصور كيف ناس توعبوها القصة يطلع واحد حيوان فبراير خلاتك بنادم يا كلب يا نسمك مصعب جديد لعنة الله عليك وعلي رباك قاعد يقول فيها بكامل قوية العقلية جيد تقول بدل ما تقول أعوذ بالله كيف الأبرياء بأي حق هؤلاء يعني الناس الأطفال قتلنا بأي حق اللي يصير بأي حق البيوت دمرت بأي حق البيت اللي في الهضبة ثلاثة بنيات اللي فيه يعني شيء يعني مش عارف يوصفه لك جيد لا هو تجاهل كله قال لك هذا السبب الله سلط عليكم هذا العذاب لأنكم أغضبتم سيدي إدريس. أسألك بالله العلي القدير في سنة 2020 انت كيف تبيني نحكي في الموضوع هو معليش اللي سمحني انا اذا كانت تحكي لي مثلا زمان في عصر الفرزدق ولا السمور ولا كذا ممكن اخذ نعطي معك لا لا مش حتى هذا العصر لا ايام الهه الغضب والهه الحب والحنان هو رجعنا للكره اي فكان كان الموضوع مربوط بالقصص قبل الاسلام تعرف إيه كان حوالي اكثر من 300 سنه يعني في اله اسمه اله الغضب إيه؟ في ليبيا رد بالك يا نعمان راهو لو ما رضاش عليك الاله هذا معناها انت مبرر ان تقطع رؤوسك بالله يوقف معليش وتقصف هذه مش تعزز لك ايضا لانه بدوي متخلف لم يستطيع ان يتحرر وحتى كونك عد وزير والكلب هو جابوه كان حاطينه في سرع مزران يا رجل ايام كان سيده معمر يحضر بمكس الليبي فهمت ولا بالا بالا البالا هديه للمتمرد الثاني باذن الله لان ارتفعت الان مطالب الجماهير مع شرط مكسه فاللي بنقول لك الكلب هذا يسكب شارع مزران هالمسرد المصر ايه بدافع على مدينتي مرسني انت كلب بس تدافع على خيمتك والناقه بتاعك شد حسابنا ما هو غيرت المعادله هيا يا رجل عشنا طول البدو لما يحكي يحكم معمر قدافي لابد انك انت احنا بوادي التلفزيون فرض علينا هيك مع ان هذه اسطوره انا اقول لك حاجه انا اسمعني يا سليمان ترى في مراسل يطلع تحداني نجيب الاحصاءات السكانيه بتاع معمر البدوي اذا كانوا طلعوا البدو هم الاغلبيه خلينا ندير قدام الناس بس اذا كانوا طلعوا الحضر باحصاءات معمر القدافي البدوي
شو رايك في التحدي هو بما فيها بنغازي تقدر تحدوا نجيب لكم احصاءات معمر القذافي البدوي ونظامه البدوي المتخلف الحقير القذر اوكي بالارقام كلها عندي قاعده تقصد نسب السكان ايه ان الحضر هم الاغلبيه في ليبيا بالاغلبيه الساحقه بما فيها برقه لعلمك ايش رايك في الكلام هو هم اقليه لكن يعيطوا يصيحوا همجيين ادواتهم في الصراع همجيه قتل سكر نفط عيط جيب بني ادم حمار حطه اله وكذا عرفت طريقتهم كيف يعني انت اعطيك مثال الان لاحظ اغلب الازمات اللي صارت الان في ليبيا مثلا خلال الثوره او بعد ما سقط نظام بوموكسا الحقيقيه اللي هزت المجتمع كلها جايه من غادي لان الخروج اول فيلم درهونا كدك المباراه بتاع لا يصير شهوة ما نبوش عدد السكان لين الزاويه تبرعت لهم وزواره ذكر فيها ولا يعني عكس المنطق نتاع العالم كله لا 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 كيف انتم عندكم كلام ولا عندنا قاعدين نعرفوا اعرف انا مش حتمشي معاهم مش حتوصل معاهم بخير خذ مني ما لم نواجههم بالحقيقه هي البداوه نتاع قاعد نكرر فيها سليمان انت مش ما يقولوش كذا اعطيتهم مثال ليبيا عمليا من ناحيه النمو شوف شفت عمليه التحضر اسمها او عمليه النمو الحضاري البروجرس نتاع زي ما تقول هاو تو بي سيفيلايزد ليبيا قدام قطر والامارات ولا تسوى شيء نقولها لك انا واتحدى اي واحد يطلع نجيب لك الاندكس اللي متعارف عليه حتى عالميا في مواضيع التنميه وكذا ابداها اهم شيء بالتعليم وحتى قضايا المراه ترى قارن ليبيا بقطر والامارات في المراه ترى شوف المرتفع يعني معدلات رهيبه مرتفعه كيف القوانين والتشريعات وبالذات في مجال الاعمال وكذا ونجيب دولتين مش ليبيا قطر ياخذ قطر وبعد فراغ ليبيا الامارات مع مؤتمر لكن انا منصف مثلا ان هذه مساله علميه مهمه قار ليبيا بعد 42 تاع عمبر ايش المراه حراسات حط مراه القائد حرس عرفت الجو هو مسيطر عليه جو كان تاع فيلم بروست اللي شايفه زمان يعني اللي هو مدخل جحيم عرفتوا بالضبط يعني اله يصنع في نفسه وانني المحرر المراه واني كذا شوف شوف التعليم انت عارف انا نقول فيك مره ان قطر والامارات من اكثر دول العالم مش وطن عربي يا راجل موجودات في العشرة دول متقدمه عالميا في مستوى التعليم الاساسي عالميا من افضل عشرة دول في العالم مش الوطن العربي هذا ملوش علاقه بالبداوه هذو ناس ماشيين في عمليه تحضر حتى عندي مثل البوليس عندهم نزيدك ترى مره ادرس البوليس القطري والبوليس الاماراتي شوف بالله عليك بس التدريب والتاهيل والدراسات الاكاديميه والتطور كذا شيء مرعب انت عارف ان اصل البوليس الاماراتي ورتوه اصلا من سكوتلاند يارد قبل لا يسلموه لما جت استقلال الامارات تصور اول دفعه جابوها اختاروهم قبل الاستقلال الامارات حتى استقلال تدربوا في لندن هنا الاماراتيين بحيث سلموا لهم نفس منظومه سكوتلاند يارد عرفت هذا هو تحضر وتلقى اماراتي يقول لك انا قبيله فلان ولا قبيله شخصيه تمشي قطر تلقى ناس اجواد يقول لك هذه قبيلتي اهلي يحكي لك تاريخهم لكن برا شوف بلدهم كيف مخلينها شوف العمران وشوف التنميه وشوف الحضاره شوف المطارات اللي عندهم قدروا العماني يتجاوزوا ايه هذا هو هذا يفتخر لانه يحب بلده يحب ارضه وبعدين حكوماتهم نجحت ان هي تستثمر في مواطنيهم خلي يكونوا صريحين اي لا ما عادش طلعوا منها احنا مازال اي هذا هو المدن اللي عندي ما عادش طلعوا منها ما هو شدي لي غيرها بعدين نقول حاجه ثانيه اهمال البدو لازينهم من الواحد من الجزيره هم هادو ملزوزين القرامطه ايوه هذه مساله تاريخيه علاش قلت لهم قرامطه في ملزوزين يبوا ما يبوش بعد مشكله الدوله العبيديه اثنين مصايب تعاركوا من زنادقه العبيديين اللي معمر بيطلعها لنا الدوله الفاطميه اهما زنادقه كفره حكام الدوله العبيديه كفره مرتد كفار مش مسلمين اصلا الحاكم بامر الله وكذا ما فيش واحد اتحدى واحد يجيب أن انت تعرف حتى السيوطي في تاريخ الخلفاء اسقطهم لم يذكرهم من اول بدات منظومه الخلافه اصلا ليش لان قال اعتقد ما كفر اصلا زنادقه فالقرامطه هؤلاء تصور اللي موجودين لما تشوف تاريخهم لين جو تبدا من عمليه حجر الاسود اللي خنبوه ايه وهربوا البحرين حمدان قرمط اللي اسس الدوله بعدين تعارك هو واخوه عبد الله قصه طويله المهم اللي بنقوله لك انا يا اخي سليمان كالتالي هم ديما عنده مشكله في الخنبه شكلها يا خنبه حجر اسود يا خنبه ساعه يا خنبه اي حاجه ايوه الان انت لما تجي وتصر لي على هذه انا مستعد حتى كان بيناظر مستعد زي ما قلت لك اول حاجه نبدا بالسكان وهم داروه تعرف هذه القضيه ليش لانه هو معمر صنعها فكره ان ليبيا دوله بدويه
ليش؟ لأن هذه اللي تسمح لها بالشعار التعيس الحقير اللي رفعه من أول يوم لما استولى على السلطة هو همزة الرعاع متاعها ما يسمى بالضباط الأحرار والشياطين الرجيم بهي اللي هي إيش ترى؟ وانتصرت الخيمة على القصر وانتصرت عصا الراعي على تاج الملك. شوف ذاك عرفته له؟ ولذلك قعد بها إلى أن أعدم بالعصا. عرفتوا قصة أن الخيمة والقلم وبر القائد كده معقولة دولة عشيكة طول عمرها مش قادرين يواجهوا حتى أنصارها؟ الأمور هي الحضارية. قعمز معاي أنت جيبولي ناظرة كان يوضح لك في معقولة دولة تقام بهذا؟ في واحد يحكم 42 سنة يقول أنا مش رئيس 42 سنة يحكم. بعدين بقول حاجة، في ملفات سوداء، اسمع مني، ملفات سوداء قاعدة أقسم بالله اللي في طرابلس غير الناس بإيد النظام مكتوبة في منها حتى العلقة متمردة. هو مش سبب مشكلته هو عبد الفتاح يونس رحمة الله عليه موجودة بتوقيع المخابرات الحربية والمستشفيات العسكرية غير الناس كلها مسكت عليها في بليلة يمكن تتخيلها أنت. في شيء والله العظيم ولا يخطر عليه الشيطان الرجيم إبليس ممكن يخطرش عليه يحسبوها رايحة. والله إلا موجودة الملفات بالكامل متوثقة وكلها عمل نظام السابق مش بقول لي فبراير شغلكم أنتوا هذا شنو مديرين عارف شو معقولة دولة تمشي بالطريقة هذه؟ في أحد رب الناس قاعدة ساكتة يقول فكرة مش ندوب دوا هي وجزء كبير من اللي أسماءهم مذكورة وطرتين أحياء مش أزيدك بس جزء كبير أحياء قاعدين لعن توا غير الناس ساترينهم. بسمع شو رأيك نديره هيك بريك صغير مش نطلعه نديره جولة على الكركم البزار والزردة اللي مديرينها في زويتينا وتسكيرة النفط بس إن شاء الله فهمت القصة دي يا أخي إسلام. لا أو نقول لك الآن أنت ما اعتقدش أن أكثر عروبة كتقول عروبة من الجزيرة العربية. أي نعم أي نعم واضحة الصورة ولا ما تدعيش. أنا قلت لك شوف وضحت لك كيف أن الناس هؤلاء اللي قدروا فعلا بصراحة من تروى منحهم الله الله سبحانه وتعالى قدروا يبنوا مجتمعات وأصبح لهم تأثير ونفوذ دولي بدولهم. شنو هو حجم هالإمارات ولا قطر بلاحة الجغرافيا بس شوف تأثيرهم شوف علاقاتهم شوف كيف استثمر ثروتهم داخلية بصراحة. أنا نقول لك بأمانة بدأت تشوف المواطنين بتاعهم يا راجل أنا شوف الباسبور القطري والباسبور الإماراتي يا راجل صحيح صحيح بالمقابل شوف الرعاة اللي عندنا شندرونا نهار نعرف هذا علاش مش معقولة 40 سنة يا راجل مش تبوا العروبة والبداوة تشهر الدول هذه يا أخي شوف شوف وطبعا أنا ناسي معلش راه ناسي قضية الكويت وتجربتها الديمقراطية هلبة لا الكويت فاتتهم دولة عربية في التجربة الديمقراطية والصراع الديمقراطي هي دولة الكويت. صحيح شوف نعمان أنا عندي وجهة نظر ممكن أقول لك باختصار احنا للاسف حظنا في هالبلاد هذه يوم اللي جانا الملك ادريس واصبحت فعلا اصبحت الحقيقه ما شاء الله بدا دوله حديثه الدوله احنا هذيك المرحله هي اللي كنا شفت قطر والامارات احنا في فتره الملك ادريس كنا نتجه الى نفس اتجاه قطر والامارات. تخيل لو منحت هذه الدوله اكثر من 60 70 سنه توا روحنا هالمسائل هذه اصلا انا وياكم كنا مقعمزين فهمتني ولا تو نضربوا في قهوتنا في واحده من القهاوي هذه في لندن وجونا مليح وقاعدين نفكروا. شفت انت بكري شنو قلت انا لما قلت لك شعب تافه لان هذه دائما ندردشوا فيها احنا احتقار كل شعوب صراحه للاسف عندنا اصدقاء غريبين جدا حتى لما نحكوا في قطر والامارات. الامارات اليوم انت قلتها بكري يفكر في 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 مخالفه ايه تطور مرقاته مش خلتها يرقد في الليل فهمتني ولا ويعرف ان لازم يدفعها معناها غاليه جدا تعرف انت رهيب انت اليوم نعمان امي وامك واختي واختك تفكر مسكينه ان هي ما تجيهاش قذيفه وتموت فهمتني ولا بسبب من هي القرامطه هما لان بيجيبوا الى حقير قذر منحط بيركبوا على اللي بيل هذه بقولها لك انا معك تماما فلازم الناس تفهم اني انا زعلان على شعبي انا كم عمري الان تعرف 53 سنه يعني ان شاء الله في طاعه الله وان كان شكلي 20 سنه لكن عمري 53 عرفتوا 17 باه برا خليها 17 ونص باه باهي فاللي بنقولها انا ارى مسؤوليه امامي عندي مسؤوليه بجد ان لازم ما دام عشت المرحله وجزء من الصراع هذا لسنين اكثر من 30 سنه لابد نوقفها المساله هي ونعيط ونصيح ونضرب حتى العناق على خطرها خلاص انا نص عمري مشي باهي لكن انني مش نسمح بالقضيه يا وانا عشتها وجزء من تكويني الشخصي حالتي الشخصيه تشوفها لان من الشباب طلعت من ليبيا أنا داخل الجامعة نقول لك 84 يجي واحد حقير قبلي همجي بدوي متخلف يقول هو ما يقراش في جامعة الفاتح لأن ولد بن عثمان هو ولد أخت معمر شخصيا قاعد حدا فيه الكلب قاعد زي الكلب في مصر حياته تعيسه ووسخ قدر واكتشفوا حتى أقاربه أنه هو إنسان وسخ تعرف هو نسيب الأستاذ علي الكيلاني يعني الشاعر معروف كذا هو نفسه أقرب ناس دي اكتشفوا مدى حقارة ووضاعة هذا القدر هذا أعطيك مثال
انت من اي اساس تجي تقول هذا يطلع معاش البيع هذه راه تنتهي ما دام السلاح موجود ردوا بالكم تسيبوا السلاح في برلين لامهم لا غزال سلام على واحد يا اما تقوم دوله زي خلق ربي انا نبي نبني ليبيا على اساس كيف تبها فرنسا وشفت تفاهم معها ايطاليا افتح لك ربي بعد الحرب اللي احنا فيها هذه وبتجيب لي كبشه بدو همج جايين يقاتلوا كذا مشي بالسلطه بالطريقه الاولى تعود عليها ان لحم ورز ومش عارف ايه ويبدا يقسموا لأن غير قادرين أخي سليمان على الصراع السياسي غير قادرين على إنتاج مفاهيم غير قادرين على حتى اللي يقرأ منهم يتعلم أعطيك مثال زي فرج نجمة جاي زعميته وتعلم وكذا وشاف الأخير تخصص في القبائل بعطينا سياحة يقرأ أنت عارف الدور بتاعها بعطينا فندق وسياحة الدولة خش زرق منها مش عارف ليه قعد قال لك أنا متخصص في القبائل جاي رجع لي كذا جت القصة الآن منظر القبيلة والعسكر وكذا طول عمر عايش في بريطانيا هنا وزميته معارض وكذا مش عارف هلبة من أصدقائنا اللي كانوا عايشين في بريطانيا يا نعمان اليوم لما تشوفه مصيبة والله والله يشعر راسك يوقف أنت نعمان كم واحد من هؤلاء الناس هاجمك لما قررت تصلح مع نظام معمر مجرد تصلح ها أنت مش مؤمن بنظام معمر من بعيد كان يجي قدامي كده راح راجع أنا موجود كده أقسم لك صلوا رقبتي بيدي لا لا عارفك لكن أنا نحكي لك القصة إن نعمان مش معبرة مصطنع وأنا بيه مصطنع بالضبط أنت يشوف فيك كنت معوج لأنك أنت مجرد اقتنعت وجيت قلت له يا أخينا راه خلاص ادهشنا النظام تقدر تطيحوه برو طيحوه ما عندكوش قدرة طيحوه خلونا نصلحه اللي نقدر نصلحه من البلاي اللي اسمه معمر القدافي جت في سيف يقعمز هنا يقعمز في لندن ولا انتم بعتم القضية وانتم بعتم المبادئ وانتم تمام جدا مليح انا اسف انا بعت القضية أنا لا لا انا نقول الطز فيك اسمعني انا لا انا طيب مؤدب فهمتني ولا مديش في مشاكل مزي اوكي طلعت لميت الشيشي ورجعت للندن شكرا بارك الله فيك صارت التورة شاركنا في امها التورة وقعمزنا الحمد لله فهمتني ولا قعمزنا يا نعمان لاخذنا منصب موقف مشرف اخذنا منصب لاخذنا فيها منصب ولا كرسي ولا كذا الحمد لله مرتاحين نفسيتنا مرتاح وما بو منهم شيء فهمتني ولا السؤال تعرف وين السؤال هو اللي كان يزايد عليك لانك انت قبلت انك انت إيه؟ تصلح من نظام مجرم ايه قال لك لا اوكي يا أخي إيه؟ تصور اليوم تصور اليوم تصور اليوم هو حذاء بكل ما تعني الكلمه لحفتر وجايينكم وحنكسروكم خشم البندق شعر مرفوع انت على الهمج بدو خشم البندق قال شافوا قلت له بلدت كله يقول خشاب خشم البندق ايه خشم البندق بالضبط هذا بروحه انا اقول لك اي واحد حر طبعا في قبلر يا اخره ما عندناش بي علاقه سوري اي حر يطلع يضرب عناقهم فورا زي ما قلت لك والله ما فيه من الضرب العناق الله اقتل بليه امسح من الارض تي ولامس تشوف ولامس خشين في سرت يا نعمان في مركز ثقافي شوف العار يضرب بالليك مركز ثقافي حرقوه كله تصور فيه ناس قتلت ناس يعني قتلت انفسها على خاطر احنا نعيشوا ضحوا 700 800 راجل بانفسهم حطوا فيه شويه شهداء بيان مرصوص بالضبط شهداء بيان حطوا فيه شويه اثار ولا معرض ولا صور ومعها اذاعتين استمان في المركز الثقافي في ايضا اذاعتين اظن مسموعه وفيه مكتبه يعني في عده كان في عده انا بالله عليك انا بالله عليك هذا 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 بنوجهه تو من انا وياك خشوا حقه سؤال بس انت ايها المثقف لا لا ايه تبي تدخل مال طرابلس يبدو يحرقوا في المباني وبيوت الناس وبينتقموا في هذا كذا هذا انت يا ولد الحرام يا ولد 60 كلب تقول والله انه عفس لك على رقبتك اللوحه كذا في الخراره الله وخلي التريس يوقفوا لكم غادي نصحك التوار ما ترحمش اي خاين في طرابلس على مسؤوليتي ليه ما ترحمش خاين امسح ولد امهم لازم يعيش كلب وشفت النموذج ما فيش مدينه خشاها الا خربوها يا راجل ناس توك مره جيبوا لي فشيا في دارنا شيء مرعب غامينها لكن لما يدخلوها عملية بدونة غير عادية انتقام نفس القصة ذروب بنغازي قتل شارع ركعوه هكي سيام سرقيوة اللي عند الآن ما فيش راسل في برقة قتل طالع يقول وين الناعبة سيام سرقيوة اللي كانت أرض منهم كلهم وسيام سرقيوة اللعنة وصفع على وجوه كل هؤلاء اللي يقول نبي القاوي حر بدوي حر صفع على وجوهكم يا أندال يا أنجاس ما فيش راسل فيك بقال حتى يقول وين سيام سرقيوة تعرف على ذكر سيام سرقيوة بالله الزملاء لو انه جاهز قولوا لي خلينا موضوع النفط قديش اثر فيا الولد اللي قتلوه في بنغازي بشويقير اللي اسمه مصطفى بشويقير والله قديش اثر فيا يا حاج تعرف علاش يا نعمان الولد مريض نفسيا مسكين شويه يعني وطبعا الليبيين عندهم عاده سخيفه جدا هذا التحضر هذا هو التحضر بتاعهم اللي يسموه في دول الخليج وكذا اي انسان مريض صح يديروا مسخه يديروا قراقوز والعياذ بالله يديروا قراقوز ويبدوا ينقلوا فيه منطقه لمنطقه واتمنى والله اتمنى
عليه النفخين روسنا بمتاع فرشيتي هويتي ولا شنو هي فرشيتي هويتي فرشيتي هويتي ومقابي مش عارف شنو كذا هاد ما هاد ما عندنا شويه رعاع في طرابلس بالضبط او غاد يبوا القصه هي لكن مش قادرين منهم... خوفين جبناء لكن عارفينهم بالواحد نتمنى منهم يسيبوا فرشيتي وقابي ويحاولوا يوعونا الناس يديروا حتى منظمه يا اخي يا اخي جريمه يا اخي جريمه كل انسان مسكين شويه في عقله ياخذوه في الشارع وفي الزنقه ويبداوا يقرقزوا به ودير تحيه لسيدي المشير ودير مش عارف شنو هو وانتم الكداء والصاعقه مره مسكينه هو طلع يا نعمان شكر الصاعقه لين كذا وبعدين طلع في فيديو ثاني سب الصاعقه وقال لهم انتم مش رجاله يشدوه مسكين يعطوه طريحه فهمتني ولا طلع ثاني يوم قال لهم لا الصاعقه يا رجل والله والله الولد وجعني يا نعمان على قدر الالم اللي عندنا في طرابلس والاحزان يعني اللي عندنا لكن لكن لا نحكي لك شعرت به شعرت به شعرت به الولد هذا مظلوم ويحللنا من ربي احنا ظلم في الدنيا وظلم في الأرض فهمتني ولا فإن شاء الله ربي يقتص ليوم القيامة آمين يا رب آمين. يا راجل يا راجل أمن وأمان في بنغازي والدنيا مستفة وجايبيننا نموذج رائع أنتوا تبونا نؤمنوا به ما أنا مشكلتي أنا عمان معهم لما نحكي نقولهم يا رعاة يا رعاة أنتوا أعطونا لو أعطيتونا بس نموذج حفتر نعمان حفتر 2014 بدي الكرامة اليوم 2020 تقريبا بسكر 6 سنين باهي بزبط. انتهت معركة بنغازي يا نعمان في 2017 يعني اليوم تقريبا عنده 3 سنوات أوكي سنعتبر أن حفتر رئيس دولة أنا نبي نعتبر رئيس دولة أوكي بنعامل رئيس دولة أعطيته حرية مطلقة قلت له خود أموال يطبع في الفلوس شو انت بي بعد هذا تخيل أكثر من هذا حتى معمر ما درهاش يطبع في الفلوس الخاصة به بره روحه أنتوا في البنك المركزي أنا بنطبع فلوسي يطبع في فلوسه هو 36 مليار اللي ثبتت عليه خليك من الخنبة الثانية السيد المشري ولامس طلع قال لك 50 مليار وصلت الديون ديون العامة صرف 50 مليار أعطيتك ميزانية يا نعمان 50 مليار في منطقة عين نحى عمداء بلدية منتخبين حط جاب عسكر حطهم في مناطق الشرق كلها عين حكام عسكريين يا رجل رجعنا لزمن شو اسمه فهمتني ولا عين حاكم عسكري عميد بلدية تمام ممتاز أعطيني بأي نموذج يفترض أنا نعمان بعد 3 سنوات لما نطلع اليوم نلقى البنية التحتية في بنغازي تصلحت نلقى المصرف الصحية هدية مشت أمورها نلقى الكناسة تنظفت نلقى الجريمة شبه اختفيت نلقى البوليس ونلقى الشرطة ونلقى الدنيا المنظمة ونلقى كذا بعدها القائد الهمام اللي اسمه خليفة حفتر يجي لكل الطرابلسية لكل المنطقة الغربية يقول لهم شوفوا إذا تبوا الحكم متاعي يعني أو شوفوا تفرجوا على هالنموذج الرائع نلقى مدارس نموذجية ونلقى كذا بالله سامحني في الموضوع هذا لأني حنعرض ال حنعرض شو اسمه حنعرض الوليد هذا مسكين مصطفى شويقير وكيف مات وطريقة موته والله غريبة انتقام طعن في الرأس مش عارف بسكيه ولا بحربة لوحه في الشارع سيارة تدعس بعدين يرد عليه والله الطريقة متاع القتل إيه عندنا فهمت شنو هو الإدارة يعني حنحكوا عليها نعمان حنحكوا عليها الزملاء إذا كان جاهز أعطونا واللي قاتل عسكري اللي قاتل عسكري من الصحوات اللي كانوا يقاتلوا مع حفتر وكان محبوس وخريب الورفلي وطلع يا نعمان وحيحبسوه توه ولا وحيطلع هيطلع مش هيمس حد لانه قريب الورفلي لانه قريب الورفلي وقريب عون الفرجاني وقريب كذا هذه بنغازي اليوم نعمان خذها هيك هذه بنغازي عندك فيها عندك فيها كتف يا بنغازي يا نعمان حتعيش معزز مكرم ما عندكش فيها كتف حتنداس تحت الاقدام وحق ربي ما هم دورك واحد حتموت زي ما مات بوشوقير يقتلوه ويطعنوه ويعفسوه بالسياره معليش مشاهدينا ممكن في حتى صوره مؤلمه شويه لمصطفى بوشوقير بس خلونا نمشي نشوفوا نشوف المشاهد ونعلق عليها انا واخوي نعمان الوطن راح يا مقاوي يا جماعه مضايقيني آه. انا بشوف تمام ما يبصروش تحيه سلفيه وفي الكواف يقول له خلاص مشاكل حالك كلها لا وقت ما قاعدين نفكر يا ابو هي يا ابو هي اخوي ستي سنه بتقول فيها والله يا اخو هذا الحلاق ما حلاق يا بلاش جوده فيش وانت احسن ماني برافو احسن ماني واشرب كل ما والله حبيبي اقسم بالله وانت زمان هي يحيي السيارات حبيبي انت والله تحيه حمادي فار تحيه حمادي فار تحيه حمادي فار
لا لك على الشاشة. أي حق اللي طار؟ الجودة. من لا عشان واحد بوديمة؟ الدفاع. ومن الآخر؟ وهي بالعطاء. أما دفاع. أما دفاع. صح بنت الوزير. هاتشي ها؟ هاتشي خمسة شنين يريد. أسمع. الوزير ها؟ دخل قايم يخش. عرفته؟ يا صاحي قال أني ما أقدر حد. وي واحد شيء عثمان معك. عثمان؟ تحية لعثمان. وي. سمو 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 ولكن الجاي كان عندنا نحن كنا قاعدين تحت العمارة من الساعة 12 لأنه عدة محاضرة عليه وهروب مستشفى. شاء القدر أنه صار هو كان داير المصيبة هذه وكان مدار بالمرحوم. إن شاء الله ربي يتخبر برحمته. والله تعزى فيه بالغازي كله. عزي نفسي ونعزيكم باسمي باسم أصدقائي وزملائي. واللمس اللي صار وجاني هو الوفدي. وكون الحمادي الملكي اللي يفضلوا عليه الإدارة العامة وبارك الله فيه وسلموا لنا اختيار رسمي لا هو هو الواقع طرف المنزل شاهد وكونه شارك في شركة معاه بالسيارة شارك لكن الشين مجرد ما صارت الضربة ولا سيارته تركها الله لكن حتى هو شاهدين واذا الله متواجدين وبين يدين العزاجة متقبل إن شاء الله تفضل برحمته نعمان شفت المشاهد يعني طبعا مصطفى الآخر فيديو اللي طلع فيه اللي طلع معاه هذاك اللي قلت له فهمتني ولا ويعني في بهديمة من الصحوات حمادي الورفلي ما حمادي الورفلي اسمه موجود تونا قروه بالكامل يعني ويبدو أن جابه غديكة ويبيه زي ما تقول اشكرني أنا واشكر مش عارف شن هو واشكر كذا واحد وبعدين طعنوه بخنجر وعفسوا عليه بالسيارة تمام هذا نموذج في بنغازي في بهديمة من الصحوات اللي كانوا اللي جايين ببندق الخشم خشم البندقة وبيحررونا وبيحولونا من الميليشيات وعلى فكرة يعني هذا مشهد عادي جدا اليوم في بنغازي جدا عادي ما يكذبش علي حد ويقول لي لا والله عندنا جيش وشرطة بالله عليك وفارزوك كذاب اللي يقولها يعني كذاب ملعون والدي يعني حبيبنا فرج نجم وحبيبنا عيسى عبد القيوم كدابين. وكمشت المنظرين هادم أرجوكم لما تفرجوا الفيديو هذا لموا بعضكم وارجعوا لندن وحاولوا معاش تطلعوا في التلفزيون لأن منظركم بايخ بصراحة جاي تبي تطلعني من 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 غنيوة وبتنقدني من شنسماه وقاعد على فكرة الكونية متاع الفار يا ريت حتى وصل الاسم مثلا الحصان ولا اسمه فهمني يعيروا فينا بقواتنا بشبابنا اللي قاتلوا ويدافعوا على طرابلس الان يعيروا فينا بمحمد الحصان ولا بالمقاتلين الابطال هم هذا على فكره حتى كنيت الفار يعني فهمتني ولا من الاسماء الجميله اللي مختارينها جايبه وشفت انت كيف حتى نعمان لما يصور واضح انه مصه بشويقير مسكين خايف شد الكميه بتاع السائقه يعني الحربيه فهمني ولا وحط عليه رقبته وكذا فجايبينه جايبينه واضح انه هو بيقتلوه الولد وقتلوه بالطريقه البشعه هذه ومانيش عارف اذا كان صورته عرضت او لا الحقيقه انا ما شفتش المشهد لكن صوره مؤلمه جدا يعني رحمه الله عليه انا نعمان انا بيش نكتر عليك لكن عندي بس يعني في الموضوع هذا عندي مجموعة أسماء توا يعني قبل ما نبدو الحلقة طلبت من الزملاء أن احنا نرصدوا بعض الواحد مصطفى بشويقير بالغ من العمر 31 عام مريض نفسي قتل في الهواري تحديدا في منطقة السيدة عائشة من قبل شخص يدعى محمد الورفلي الملقب بالفار حيث تم حبسه في سجن الكويفية وتم تهريبه من السجن لأنه مقرب محمود الورفلي وحيحبسوه يا نعمان وحيطلع عدلي قائد الورفلي قام أيضا باغتصاب إحدى الفتيات وتم نشر الفيديو على الفيس يا نعمان أثناء قيامه بذلك شفت ليبيا كلها للأسف فيديو تمام وقعد يسرح يمرح حبسوه وطلع عاصم العشيبي شفتوه كلكم الذي قام باغتصاب إحدى الفتيات ونشر
فهمتني ولا ونشر فيديو أثناء قيامه هو نشر الفيديو للأسف أوكي وقاعد يسرح يمرح التصفيات اللي من قبل الجيش طارق القطراني أسامة الغربي القطعاني طارق الغربي يحتوي القطعاني محمد كبلان عبد القادر العوامي مسعود الطرهوني تم العثور على جثهم بالقرب من مقبرة الهواري زينب السودانية لو تتفكر وعائشة حتى هي السودانية تم تصفيتهم وجد جثتهم بمنطقة الهواري والتانية لقوها في النواقية السنوسي فضيل الرقعي المغربي من سكان جدابي حي 7 أكتوبر البالغ من العمر 27 عام توفي في مركز بنغازي الطبي بعد أسبوعين فقط من معاناته من فشل الكلوي ومرض السرطان هذه حالة احنا جبناها على نقول لك علاش على الإهمال فهمتني ولا لكن خليني نمشي بس لي فرج خلف الله الفرجاني قتل من قبل الأمن الداخلي برصاص في الرأس وحرق وجهه بماء النار لو تتفكر يس. وطلعت صورة ما لو يحسبوه الحاسي بالضبط يحسبوه الحاسي نحو معالم نوخو العمان هذا اسمه فرج خلف الله الفرجاني قتل من قبل الأمن الداخلي برصاص الرأس وحرق وجهه بماء النار العثور على جثة المواطن بشير الشويهدي البالغ من العمر 55 عام متزوج ولديه أبناء بعد أن تم الهجوم على منزله في شارع 20 وجدت جثته في الهواري بالقرب من مصنع الاسمنت عليه أثار تعذيب وحروق اغتيال أحد أفراد شرطة مركز راس عبيدة بوحدة التحري مساعد ضابط اسمه عمر بوشناف جاب الله القدافي على أيدي مجهولين بمدينة بنغازي وقد اغتيل أمام منزله بمنطقة راس عبيدة بثلاث طلقات نارية أودت بحياته بالقاسم المحجوب الفرجاني مواليد 85 خريج كلية الهندسة طبعا تحدى قرمطي يطلع يكذبني في الكلام هذا لأن هذا بالصور أغلبها كلها منشورة بالصور منشورة كلها أهلي موجودين يعني بالضبط محمد ونيس بطاو من مواليد مدينة درنة 95 درس في قسم اللغة الفرنسية بجامعة عمر المختار قتل هذه قصة والله مؤثرة والشاب زي الغزال الشاب زي الوردي يا نعمان أوكي قتل في 5 فبراير 2019 على أيدي عسكريين تابعين لكتيبة طارق بن زياد السلفية تابع الكتيبة 106 التي كانت تحت أمرة نجل حفتر اللي هو خالد حفتر ذلك الوقت بعد أن قاموا باقتياده لمقر كتيبته وجد مقتولا في وقت لاحق في مكب القمامة بمنطقة باب طبرق بالكرفات السبع وعليه أثار تعذيب المهم أنا بس سمحني اغتيال الضابط أنور المشيطي محمد بوخرو تم خطفه من منزله في سلوق ورمي جثته أوكي جرائم القتل الجنائي هذه اللي فتناها نعمان أغلبها أمنية وعسكرية هم يعني كل واحد مسكين الله أعلم قصة نبو مجلدات نعمان نبو مجلدات وإحنا نحكوا عليهم جرائم القتل الجنائي إذا اعتبرنا مصب شوقير هو رحمة الله عليه الأولاد مسكين المريض نفسيا اعتبرها جناية باهية محمد ميكائيل العوامي من سكان منطقة لبرق وجدت جثته بغابات لبرق أسامة كمال أحمد الشركسي عبد الحكيم حسن العوامي وجد جثته في منطقة سيدي فرج قتل من قبل صديقه وفاة الشاب وسيم إدريس بن زلبة البالغ من العمر 24 عام بسبب مشاجرة حدثت بينهما ضربة فهمتني ولا قتل عثمان عبد الله قادير البالغ من العمر 42 عام جراء إصابته بطلق ناري نوع خرطوش من أسفل المعدة مقتل هذه إحصائياتهم من مراكز الشرطة متاعهم أوكي مقتل عمران الشيخي أحد أفراد شرطة النجدة حالات الخطف يا نعمان اختطاف الناشط المدني مفتاح بوشوديق بوشديق البرعسي أحد سكان مدينة البيضة فجر الخميس حيث اعتدى الخاطفين على منزله والقصة طويلة المهندس أسامة العربي اعتقل في إبريل الماضي ولازال رهن الاعتقال ومصيره مجهول عرفتم منه هادم يا نعمان اللي تم اعتقالهم الآن بسبب أنهم طلعوا بيان يدينوا فيه في هجوم حفتر على طرابلس تذكر مجموعة من الشباب كلهم اختفوا مقبولة الحاسي ربة منزل مختطفة عمرها 60 عام لم يعرف مصيرها حتى الآن يا نعمان سألتك بالله طلعوا بيان جو نفس الطريقة القبلية عائلتها جو قدام بفيديو داروا بيان وكذا بعدين نروح لحياة شخم سألتك بالله يا نعمان القرامطة اللي عندنا في المنطقة الغربية لعنة الله عليهم ليلا ونهارا أعطوني نموذج جميل شيء بس حاجة واحدة أنا نقول للي حفتر موست ويلكم يا مرحبتين برا يا نعمان روح الحشك ما أتكلم علي يا حفتر أنا ليبيا الأحرار بخليها فقط تشكر في هذا الرجل الإصلاحي الجميل اللي بنيه مش معقول يا راجل قسما بالله ما نقدر نكملها لك القائمه يا نعمان لا لا اعرفها تعرف عدد خياليه حتى لو تشوف الاحصائيات السنويه بالنسبه للجرائم الجنائيه شيء اكثر مدينه ممكن في ليبيا فيها جرائم بنغازي لعلمك سنويا اكثر مدينه من ناحيه الجرائم سواء القتل او غيره او اعتداءات مسلحه سواء بمثلا اسلحه ناريه او بالات حاده هي بنغازي
يا نعمان بنسك سؤال، انت رجل حتى ميكانيزم نتاع عقلك يعني عسكريا فاهمه كويس. تو رجل في الاول قلنا والله جاي بحرب بنغازي الله غالب وارهاب وقص. 2017 تمت نعمان، تمت ثلاث سنوات الى الان بنغازي معقوله ما يتلمس السلاح يا نعمان؟ علاش ما يتلمس السلاح في بنغازي؟ معقوله الكتائب الميليشيات هي اللي تتجول يا نعمان وتقتل في الناس وعباد الله؟ يا راجل يا نعمان اليوم انا تجار وتجار في بنغازي خليهم يكذبونا ويطلعوا. اليوم يا نعمان العطاء ينحط على الطاوله، يرسى على واحد فرجاني او يرسى على واحد من مقربي للكتائب الامنيه القويه هذه؟ والله بكل قدرتك الماليه ما تقدر تحرك انت يا نعمان طبعاً. وانت ولد بنغازي ها، ولد تربيت في العز وعندك مخازن. يا رجل في سؤال يحرج فيهم جدا يا جماعة، مخازنكم لما كانت عند الشباب اللي تقاتلوا فيهم كانت في أمان وكانوا ما يأكلوش فيها ولا قربوها لكم. يوم اللي طاحت بنغازي المكالمة الطويلة اللي بين محمود الورفلي وعون، فهمتني ولا نعمان؟ فضيحة راه فضيحة. يوم اللي طاحت بنغازي أو تحررت بنغازي بضاعة يا نعمان بعشرين مليون وثلاثين مليون مشت اختفت نهبت. وما يحدث في سرت مش بعيد عنك، ما يحدث في سرت والقادم المصرف اللي قريب 120 مليون 130 مليون اللي قاعد العدان قضية حتى متقطر ومتحدة، المصرف اللي خنبول المصرف اللي قال لك المزاري خشت على الخزنة وكذا، عيني عينك وجاي هو متهمين فروخة وجايبين فيديوهات وقاعدين العدان يعانوا فيها ومتقطها حتى الأمم المتحدة يعني، والفلوس متاحة واصلين في تركيا في إيطاليا في أوروبا مدرين حالة غادي. فيش متقف يقدر يتكلم عن القصة، ما يقدروش بل طلعوا يبروا قالك لا والله الجيش غادي ننظفهم. آخر حاجة لما حصل الحبري لقي أن أوراق في عندي حتى صور موجودة يعني نفس العملة في بعض الدول موجودة مصورينها، عندي منها نسخ يعني اللي هي كانت في ليبيا نفسها، لأن يعني شافوا سيري نمبر دحها عرفوها أن هي تابعة لليبيا هذه الأموال. اطلع قال والله احنا بعناها باسعار رخيصه وكذا بعد ترى وضغط من الاول كل نفي كل ما تنكشف حقيقه يعرفها دوليه يطلعوا يجيبوا قصه ثانيه، عرفت؟ مش يبرروا الكذب. العجيب قلت لك انا حايف الناس اللي قاعده تسمع ومزارس ما يقولوا شدايد سبحان الله مش من شهر فرق حرام قلت كذب ما فيش دوادي. مش انت قبل كل ما تتطور يلقوا الحقائق دامغه. اخر حاجه طلعوها قال لك والله تنظيفها صعب وما نقدروش، واصبحت الاموال هذه فيها مواد زي ما تقول كانها جرثوميه جراثيم اللي فيها ميكروبات كذا. فقد حتى نتهمه واشوفها في الحبر طلع في التلفزيون في التلفزيون مش تعرف انه يخاطب في قرامطه مستواهم العقلي شب شب صبع، لان ما فيش عقل يقدر واحد مثل بريطانيا تصير عامله زي هي ولا في سويسرا ولا في حتى في تشاد يعني او مثلا في 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 اي دوله وانت بفيجي وكذا يطلع يقدر يقول كلام زي هذا أن يقول والله كذا. فخفنا تو يتهمونا يقولوا بالك عندكم أسلحة جرثومية ولا كذا في التلفزيون يدوك. وقال تكلفتها كثيرة لو بجيبوا شركة بتنظفها، فقعدنا نبيعه إذا اعترف أن في أموال وكذا كذا مشت لأن انفضحت ولقوا أن الصور تطلع وماسكتها بعض الدول ما فيها تركيا مقبوض عليها الأموال هي لأن كلها دخلت بطريقة غير شرعية لدول كثيرة وقاعدة تنباع وهم يعرفوا من اللي خنب الأموال هي يا فا كويس سواء العملة الصعبة اللي هي باليورو وإلا بالدينار الليبي عرفت ولا قادرين يقولوا أغ. فأنا بنقول لك حاجة شوف الآن بعد اللي السنين هذه كلها طبعا معليش نعمان أنا أوقف عندها السنين كلها لأنها مهمة حنجوها بس مشاهدينا وأنا ونعمان نهدزوا في القصة هذه رد باكم تفكروا أن احنا راهو عايشين أو نقدسوا في النموذج الرائع اللي عندنا في المنطقة الغربية توا حيجيه دورة وأنا ونعمان حنتكلموا لكم بصراحة. احنا مشكلتنا يا نعمان هذا الميليشاوي اللي عندنا في طرابلس هذا ميليشاوي ما قالش انا نبي نحرر ليبيا من الارهاب، ما قالش نبي شنو نقيم دوله العدل، ما قالش انا بنمشي لعند برقه باش نخليها دوله زي طرابلس ما درهاش. انا هذا ما نعتبرش فيه ولا يمكن نحسبه وحيجيه يوم ولازم تتنظف البلاد وتصلح صح. انا مشكلتي في اللي رافع هالقيم الجميله وقاعد يكذب باسم محاربة الإرهاب وباسم كذا فهمت نعمان أنا بس لا باش نسكر الصفحة وانت وانا وياك نهدرزوا خير وما يحكوش عن الميليشيات اللي عندهم في طرابلس عثماني عثمان ما هيجبها تكي أنا ما نبيش العدو القرمطي أن هو أنا عمري ما حتى تروحي وسبب انتصاراتنا احنا في القتال المعنوي على محور 25 عمري ما درت استراتيجية أو تكتيكة أمور 26 نعم مفتاح ولا المحور 25 تاع نيويورك مسكين خونا الطاهر فتح له بروح هذاك خونا الطاهر 26 أذكر 25
خلينا 25 و26 احنا خلينا غنكمل قصه مهمه جدا حبيبي قول لي على كذا لان مش منبيش بس نظلم التوار على خاطر كمشة رعاع همج قرامطه يلعن ولديهم ركز معي كويس عمرك ما تدير وضعك في الوضع الدفاعي خاصه من انسان عارف انت قيمته الفكريه زباله صفر ولا يملك اي مشروع خلينا نكون صريح هؤلاء الناس الهمج اللي ينسب فيهم قرامطه ما يملكوش اي مشروع وقاعد التحدي مفتوح يلموا كل مثقفيهم بفرج نجمهم بعيسى بكذا يجونا هيد تو هيد اخرجوا لنا نظرائنا مقومنا وهم ليسوا نظرائنا احنا كتبنا تحضر نقيه وكذا انا واضح في المواجهه هي ما عنديش فيها رحمه المعركه هي ممكن اخر معارك يعني كان ربي فتح لنا كذا فبندخل فيها بكل حده بدون لف ودوران بهي ومعرين راسنا وما نلعبش في جيمة كذا طالع نواجه اطلع يا قرمطي يا فرخ الحرام بتبي معاك بالسلاح معاك بالنفخ معاك بالمناظرات معاك بالسياسه معاك بالفكر معاك بس ما تبي موجودين ونتحدوا بكل شموخ ما انا خايفين من حد لان عارفين انكم ادنى منا ادنى منا منزله نعم الله سبحانه وتعالى خلقكم احرار وخلقكم بشر انتم رضيتوا تنزلوا الى اسفل سافلين ولذلك سأعاملكم بانكم اقل درجه من البائع خاصه لما الدم قاعد يسفك لان لو اعترضتم وما سمحتوش بهذا الامر ما كناش وصلنا لهذه المرحله الان اموال ليبيا تهدر والدم في كل مكان والعالم كله يجتمع علينا بيقرر مصيرنا الان شو نديروا شو نديروش وحنا غصبا عنا الان مضغوطين لان المجتمع الدولي كله هاد علينا لان اصبحنا خطر حتى على الدول اللي من حولنا ولذلك لما بنعالج مشكلتي في طرابلس او في اي مكان بنعالجها هنا ذاتيا انشاء من هنا تعال يا فلان انت شنو وضعك كيف الوضع من اللي هو ميليشياوي من اللي هو تائر عرفته له حتى بعدين لفظ ميليشيا لو بنستخدمه من الامم المتحده انت عارف اي تشكيل هو بالمعايير الدوليه لو تاخذها لو اخذنا معايير الامم المتحده اللي هي اي شيء لا ينتمي للدوله لكن مسلح وتحدث انت امريكا لما تحرض الثوره الامريكيه العظيمه بكل جبروتها شوفوا امريكا كذا كل اللي كان يقاتل فيها ضد بريطانيا المحتله اسمهم ميليشيات ما فيهم جورج واشنطن باي ذا واي اللي هو مسميه العاصمه على اسمه اوكي وكان لها دور كبير جدا هذه مشات لان هي التشكيلات التي تكونت تلك اللحظه لمواجهه ما راوه استعمار اللي هو بريطانيا واقاموا واحده من اعظم دول العالم تحررا وانفتاحا وكذا اللي هي الحضاره الامريكيه الحاليه اللي نشوفها قدامنا اوكي فقصدي احنا لم يسمح لنا ان نناقش هذه الامور بشكل هادي ومحدد لما نجي لطرابلس الان الميليشيات 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 اوكي راح تدي الاسماء لما بتجي في العمل هناك وزارة الداخلية ولا حتى مع مثلا الأمم المتحدة ولا مع أمريكان وكذا هني بأسماء أنت جاي لخاطر أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة أشخاص وكل واحد عنده مثلا معاه 20 30 40 نفر أحسن واحد فيهم عنده 100 أوكي هادو لو حسبت لك أنا ال 25 ال 24 محور الموجودين الآن كم فيهم واحد انطبق عليه فضاء خانب والله جاي قايم سيارة ولا قاتل واحد ولا مداير ولا واخذ اعتماد وكذا من 24 محور فيهم تريس ليبيا كلها هزوا في الأرض لازم ننتبه كويس أهما أسيادهم هم مش عارفين نوع من النقطة هذه لا أريد بنقولهم هم يحسبوا ميليشيات قاتل فيهم والله قزمة هما سميه ما شئت قزمة التائر اللي في 24 محور أشرف منهم كلهم القرامطة بقبائلهم بجذورهم بتاريخهم من أول من نزلوا من الجزيرة العربية لا أنا نقصد ولا قارنهم بهم أصلا أهما تريس أرجل منهم وأرجل من غسان سلامة والأمم المتحدة متاعها اللي أخفت أهما تريس هم اللي طبقوا المعايير الدولية لعلمك اللي حموا ليبيا من أن تقع تحت نظام دكتاتوري فاشي في 4-4 عندما خذلها مغدر بهم غسان سلامة ولم يستطيع أن يحرر ساكنا مثل السبية اللي كان يسبب في الحروب قبل غسان سلامة يوم 4-4 تحول إلى سبية الأمين العام متاعها متاع الأمم المتحدة مثل الشباب يقول فمي توا عاجز وهو موجود أهنوه ولم تحدث في تاريخ الأمم المتحدة أبدا تم إهانته البوس متاع غسان سلامة وغزا طرابلس ها وهو موجود هناك من اللي رد من هو الطرف اللي حقق مبادئ الحرية ومبادئ الدفاع عن العملية السياسية من هو اللي دافع اتفاق سخيرات اللي هو الدفاع اللي هو اتفاق دولي بإشراف زميله اللعين اللي قبل اللي قبله ليون مش غسان سلامة مش الأمم المتحدة مش أمريكا مش بريطانيا ولا كل هذه الدول أسيادهم التوار ليبيا توار ليبيا هم على 24 محور خرجوا بدمائهم ما عندهمش إلا الدم والكلاشن بس ليه ربك فتح علينا الآن بعد 9 شهور
صمدوا. معقول أنا نقارن هادو بكمشة أهمج رعاع متخلفين عقليا قاعدين عايشين عصر قريش تيمشوا لعن أبوهم مرة واحدة؟ أنا صارم في السب وبسب والدين أصلهم إلى يوم القيامة، لأن ثبتت أن كلامي صح. للأسف الليبيين أمس خوي سليمان أنت بروحك شفت، أنت كانت تجيك رسائل لندخت أمس كنت من قاعد زلاك اللي بروحك تشوف فيهم اللي كذا اللي يقولك والله العمال الأصدق اللي كذا باي. أنا نهبلوني الناس كلها قالوا بعد ما شافوا طريقة العمل اللي هؤلاء لما خلاص هزموا في المعارك وقلبنا لهم المعايير كلها سياسيا وعسكريا على الأرض، أوكي فككنا لها تحالفاتها، روسيا سحبناها منا خطوتين اتجاهنا عنه، أوكي وماشي الأمور صمود، العالم كله اقتنع أن اللي يدخل طرابلس بفضل الله سبحانه وتعالى أصبح يدور له حلول. إيش دار؟ طلع القبائل خليها تمشي النفط. إذا ظهرت حقيقة هذا المشروع، هذه نقول هنا أي واحد ما فهماش أو لازال يتصور أن هذا مشروع عسكري وكذا أنا غير معني به أصلا بصراحة، يعني هو عبارة عن كلب أجرب. أنا نعمان ها هذا الشخص إن شاء الله يعيش حتى في هايلندرس والله بن عاشور عندنا أرى عبارة عن كلب أجرب ولا يستحق أن حتى يكون في منطقة كيلومتر أنا موجود فيها، يعني هو ولا عنده قي ولا ناقص. أنا قلت لك ما فيش نقاش معهم وحيجوا، أنا أعرفها حيجوا بالقوة هما الآن عنده فرصة بيقتنع في 60 داهية، هذا مش قلته هو مش قلت أنا، لكن مش هنسمحوا لهم بعد ما شافوا اللي صاير هو والكذب والدفنجي والدجل أنك أنت تطلع ناس وتجمعهم وتقول لا والله القبائل الشعبية هذه دارت وقاعدين يستخدموا في مصطلحات تعقيدات شعبية لعلمك تصور. هو نفس المنظومة لولا ردها يا ولاد 60 كلب ليش مدارين مانا ثورة إذا كان بالحالة هي؟ الله يخرب بيتكم ويلعن والدين أصلكم أصلا بسبة مكي، ليش مدخلين ليبيا في هذا المشروع إذا كان أنتم مش قادرين عليه من الأول؟ إذا كان بمنطقه إذا كان بترد لي واحد تاني يعملنا ليش صرت القصة هي كلها؟ ما كانت في عملية بطيئة تمشي بسرعة السلحفاة صح ما يسمى بليبيا الغد وغيره وقعدت ساكت خلك تمشي ترد لي يعني مشروع أوسخ مليون مرة من تاني ولا نقارن بعمر قدافي هو البغل العامل يا داي سبية حسن جاموسة ما نقارن ولا كيف كانت ليش هدمت هذه كلها وليش كذا. أنا أرى بالعكس الحمد لله لسقط نظام القدافي والحمد لله لثورة فبراير والحمد لله أن تدمر وكل ما تقدم ليبيا الآن يستاهل. أنا هنقول لك الآن خلاص أنا الحياة واحدة لا تستاهل لا لأن احنا نهيئوا في ليبيا الجيل القادم نمسح والدين أصل النظام القبري الأول كله هيك الشعوب شوف دول العالم كله سليمان أوروبا اللي عايشين فيها هنا هي مجازر راجل ركاب الدم بريطانيا تشوف فيه النهر ولا قدامك برا شوف غادي قاعد الأتار هناك اللي كيف كان يقتلوا في الناس بالغرقن في التعذيب صحيح هنا جنبهم القلعة متاع بريطانيا اللي فيها التاج الملك كذا اللي كانت أشهر مركز تعذيب في أوروبا سحل الناس اللي اعترضوا على السلطة المطلقة وكذا تاريخ الآن انظر اللي احنا جالسين جنبنا وستمنستر أعظم ديمقراطية عرفتها البشر خزن نعمان بيقول لكم إن شارع الزيت كان هنا ايه اهو شارع زيت لا على فصل النهر انا ارفعك له هناك كان هنا قاعده لعند الاهل الاثار تلقاها لو تمشي تلقاها على النهر في قهوه ستاربكس غادي جنبها قاعد المكان كيف يجيبوا في الناس اللي عارضوا في الملك ولا الامير ولا كذا وكيف يحطوه وطريقه السحل مرعبه قاعده لعند الاهل موجوده ساي اثارها الان شوف جالس انا هنا قاعد ونعترض ممكن تسب بريطانيا ونسب ولدين اصل رئيس الوزراء ونطلع نروح واشي عادي غضب هذا ربك تعيش هكذا يا اخي لا اله الا الله تستاهل التضحيات بالعيد الشيخ ما يرضاش تستاهل تضحياتها هي الان الصراع اللي كان بين خطوات اسكتلندا وانجلند انجلترا واسكتلندا الحروب والقتل والدم والسبي والاغتصابات شيء مرعب لو تقرا في التاريخ لكن شوفها الان كيف اصبحت تتطور عادي في مرحله معينه سليمان تضطر الشعوب ان تدخل خاصه لما تكون عندك نظام زي نظام الصقر الوحيد احكم ب 42 سنه بالحديد والنار ما فيش عم يرحمني باي وبعدين يجي يقول لك والله انتم المسؤولين لا مش مسؤولين كذابين هذه 42 سنة دمرتم جيلين الآن هذه الأجيال تحاول تتخلص من هذا الدنس اللي هو جيلنا احنا ونحن نحاول أن نحمي الجيل القادم مش هنسمحوا له أبدا أن يدنس بالطريقة هي لا يمكن لا يمكن الجيل القادم وبالعكس احنا نخلقوا في السيرة هذا وين نتحمل مسؤوليتها أنا شرفني أن الناس تهاجمني ويقولوا سب في البدو لأن نبي اللي جاي اللي بعد الابني ولا الجيل هذا من أعمار أبنائنا ينشأوا في بيئة يقدر يطلع ويقول له دقيقة هانغ أنا منه أنت بدوي شعرك إك نبهدية نعم وهذاك اللي جاي بيقول أنا وقبيلتي وخاش بالناقة لوزارة الثقافة باي يعرف أنه سوف يضرب عنقه على بوابة وزارة الثقافة اللي يحط الناقة متاعها غادي انتهى نظام أخوك يبيك وولد خالتك ومش عارف شنية وأخوك كلمك والخيمة والقائد والقصة السودة هي والجو هذاك اللي بيشتغل نخش في التفاصيل ملعونة أكثر من كذا وبخشيبة ها خشيبة اللي عدموه بالطريقة السخيفة غادي مش قادر لعدوه واحد يطلع يقول تعرف ده قدافي خشيبة من كتيبة محمد ما فيش واحد قادر يطلع
ويقول ليش تم اعدامها بالطريقه هي؟ لانها مخزيه. هذه القضيه متكرره ألف مره في ليبيا. ما عادش لبوه نظام هواء. الناس يا اخي قاعده انا بنسلم ليبيا على كتله يعني ما توصلش 10% 15% من ليبيا ناس همج رضوا بالعبوديه يعبدوا في القبيله مش قادر يعيش في دوله مش قادر يعرف ان في قانون ما يقدرش يا سليمان ما يقدرش يعيش وجاء سكه تقول له لا قدم الابلكيشن فور عبي للنموذج دير كذا من حقك انت لا لابد يعيش والله انا عندي ولد سيدي ولد خاله عمي زمان ضرب عمر مختار كذا مشي مهم جو بعدين ولد خالتي تبعها معه الان يخدم وزير او عرفت تو نكلمه لك يبو الجو هو اللي هو خلقه معمر هو السيستم ما يبيش جو متاع انك انت تقدم العلاقه بين الدوله المواطن رئيس الوزراء هذا وهديه طبقناها في طرابلس العظيمه غصبا عنهم رغم حتى التجاوزات لكن السيد الرئيس فايز السراج تهاجمه وهو على بعد كيلومتر منك بس في مقر رئاسة الوزراء ولا وين البيت اللي ساكن فيه وترجع بعدين لبيتك والتانية بتطلع الدور وتاخذ في المقياط بتاعك في وسط طرابلس اكبر تحدي لهؤلاء البدو الرعاة ولا فكر حتى تفكير انه هو يخلق جهاز امني وقسما بالله يستطيع لو يبي تصور حتى المصنع العام مرفض مش ما تنكتبش عليه وهذه مواضيع متناقش فيها انا وياه شخصيا مش نعطيك من الاخير لا هو انا بنقول لك في قضيه الامن رافض لا لا قال خليكي نبي نطلع من السلطه مواطن اسمح لي بنطلع من السلطه مواطن عادي ودارك سبت تشوفيه لما يدور في بريطانيا مش نعطيك الفرق لما يقول لك اه جاي كذا تصور رافض يعني مع انه ضد اراه خاطئ يقول لا ما طلعش انا قاعد جاي مرحله معينه انتقاليه مدير لنبي حراسات لقصه ردوا الجو هو يدور هو وبنته وزوجته وكذا يلفنه ويصوروه جنبه حتى انت لو تقراها يا بدوي اللي تسب المفروض تقول كيف هذا رئيس الوزراء يرفض لعند الان تحسبها صعبه انت ومن حقه انه يجيب كتربة حتى الشركه انا بودي جارد يس يجيب واصل يجوا معاه هو في الصف بتاع عمارات ليبيين لما يكون رحله شخصيه ما يخليش فيه ابدا يبي يعيش حياته الطبيعيه قال ما نبيش نتلبس بلباسه هو سلطه يعني هو جاي مرحله وبيمشي يفترض مش عاوز يعيش جو الطاغوت لا لا هو اسمع نعمان ما استمان معليش هذه هم يقول هم مش 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 نسيل جانبه هو احنا هذا هو ندافع عليه الجانب هذا السيد سراج طالع بيجي اللي بعده وبعدين اللي بعده وبننتقدوه وبيقعمز الدكتور صلاح البكوش من وسط طرابلس بينتقدهم وغصب عنهم يسمعوا الدكتور صلاح البكوش كلهم بل واحد يلمسه والتاني اخذ يصرف الشح ما سحبيه من الارض ومن حقه بيتكلم حر اذا كان في جمهور يسمعوا له كذا ومش بزميلك انت تقول كذا هو من حقه لان ليبي ودفع ثمن الثوره يقعمز وينتقد ويهاجم بقوه ويروح البيت او يرجع ثاني يوم ما عندهمش حياه في بنغازي تبون نسيبوا هذا سبحان الله نرجعوا الى حياه البدو مش فاهمين هالقصه لا الفرق بينه بينهم لا هو نحكي علينا يا سليمان اكبر وزير يا راجل شفت بروحك تشوف كم مره من حكومه الرفاق نتلاقوا معاهم زي احبابنا واخواننا يا راجل كم وزير بتلاقي معاهم انا في بكل التواضع بكل جو كذا ولما يمشي الصبح يداوم في مكتبه كذا مره شوف غادي ترى اللي سياره واللي كذا مقعمز ومش عارف ايه والقبيله كلها معاه ماسكه الوزاره تفكر من الجو هذا يا رجل لازم نواجههم بحقيقتهم يا سليمان اذا كان فيهم الشجاعه والرجوله يطلعوا يواجهونا او قاعدين احنا باسمائنا نكلموا فيهم ونواجهوا فيهم بحقائق ناس كثيره ما تبيش تقولها دبلوماسيه لكن الناس تعرف انت وانا والعمر الفكري قصه ليبيا بنحكم مدير ومنصب وعيني لا تعيني ندور وظيف بالك فوتني انا بعيد عليا ربي يغني عليها ليبيا ان شاء الله كميزانيه وثروه الله الغني ربي يغني عليها وربي ما يحوجنا لها ليبيا ابدا لكن ترى ديروا زينا ترى يطلع واحد يا استمان يتكلم شو صار له معاه مع اللي في البيضه للاسف البنيه مسكينه الصغيره مش عارف شو اسمها اللي ماتت غرقا في السيل اي تو في السيل وكذا وين الفلوس وين الاموال مليارات اللي فقدوها هذا هو النموذج عندهم غير قادرين غير قادرين يا سليمان وين مطار بنينا اللي يحكوا عليه تنزل فيه مره مره الشام وعركه بين القبائل ساكنه غادي اعمار بنغازي مشروع اعمار بنغازي وين مشينا اعمار بنغازي ازيدك اللي قبله توطين البرلمان في بنغازي أيوة. اللجنه اللي يديرها 20 مليون دينار ايوه اللي عند اخونا فرج نجم بدايه تقريبا توطين البرلمان بيجيبوا عقيله سارق السعي بيجيب الشواهي بتاعها بيطلقهم في الفيهات عرفته ولا ممكن في الطبلينو فهمتوا وين البرلمان فيقوا يا راجل والله ما بعد مازال راه في ملفات هبه نفتحها حتى الثنيه ملفات الجماعه نتاعها والسلصاره وشرب امال شركه الخليج اتحدام اوسخ فساد في ليبيا في شركه الخليج وابداهم من العباره بقول اسمع يعرف نفسه كويس من هو برامجه وعلاقاته وقصه ومع مني وصدام وافلامه وعلاقاته معينه بطرابلس باللي عنده محل حلويات يعرف كويس وشو يتلاقوا في تركيا وكذا
بس افتح لك ملفك تو والله العظيم في وسط قلبكم غادي غير انا نحدد امتى نفتح الملف. حتنفتح كلنا ومن حنفتح بكل قذارتها وحيصعق اهل بنغازي كلهم حيصعقوا ساكتين عليهم غير رجوله بس. لا ده وش قالها شركه الخليج هدية لاعبين فيها طول وعرض لعلمك بعرض فساد نسيت سلم لك اوسخ شيء فساد مش ممكن تتخيله انت. مصرف التنميه يا رجل مصرف كامل اللي هو 70% منه للاسف في قطر مصرف كامل مشي او عارف تعرف تقريبا مشهور بس خلاص اضطر المصرف المركزي في طرابلس انه يوقف الواحد تحت لانه ضر بليبيا كلها تهديدات جت من برا انه بيسكر عليها حتى سويفت المعاملات كذا بسبب المعاملات جي منهم. هذا نفس الفروخ متاع المحاولين الجنسيات لتركيا لقبرص. نزيدك هيئه الاستثمار العسكري عمان الفاخري اسكت ساكت حتى معمر ما درهاش ولا ما درش هي اسمها هي استثمار عسكري ولا طيب يعني بزنس للعسكر وانا هادي بحكي لك على ملف نحكيك على ملف الاستثمار العسكري بنعطيك حاجه من لوطه ورقه فوق هي فيها تهديد هذاي للفروخ الحرامه هم تاع النفط وخاصه ولد الحرامه هو اللي اسمه ناجي المجبري. اسمع يا ولد الحرامه ناجي المجبري نكلم فيه كويس انا عمان بن عثمان نتاع المنشآت حرس ايه ايه اللي تسكر ايه هذا واحد انت قلت حكيت عليه قلت انه هو مش مغربي هو ناجي المغربي ولا هو بس قلت هو كان مش معترفين به مش عارف شو قلت كلمه هيك ايه هو في بيت معروف يعني في المغاربه بيت قدربوه ايوه مش معترفين به مدري مشكله كذا فمسمينهم عيت لشلم اسمه ناجي لشلم هو هذا هو اسمه ناجي لشلم ناجي لشلم لان بيت قدربوه في المغاربه شلم ايوه هي هي بالمعنى يعني. العربي ان شلم خلاص شلم منهم يعني كذا وهم اللي رفضوه فهو اسمه ناجي لشلم مرات لما بيجي كذا يقول قدربوه بشيء بروح هذا البيت قدربوه معروفين يعني عرفتوا له اوكي فيبي ينسب نفسه هو مغربي لكن يعني شوف حتى نسبه قاعد يدور فيه لمني هذا الصعلوك اللي جايكم ونتحداكم تطلعوا كلامي غلط اه ما بشد قلت كذا نتحداك برا اسرع عليه غادي مش دابي واسرع على القصه هي وبرا امشوا اسالوا عيد قدربوه غادي بيتهم كذا وليش مسمينه لشلم جيد غير بس بنقول له حاجه بهدوء هي طبعا مسماري دافع عليه دفاع شخصي اليوم ها قبل ما نجيك يرعش مسماري يرعش خايف من تورط ملف حافتر باسماءه بقياداته في اغلاق النفط قسما بالله اليوم طالع يا نعمان اسكت خلينا نكمل لك حاجه يرعش مع بعضه وتكره ناجي المغربي بالحرف وقال ناجي المغربي ليس هو المسؤول هذه القبائل تو نجيبوا لك طبعا الخطاب الكلمه الرائعه نتاعها ايه. ذكرتنا بمعمر عرفت معمر لما قال لهم سويسرا ورانا بالضبط قال في دوله قالتها قريبه مننا هي ورانا سويسرا هي ورانا طبعا لكنها قريبه مننا بالضبط ايه. انا حنسمعك حاجه المسماري بعد شويه نفس الشيء كمل لي ناجي المغربي ناجي لشلم ايه ناجي لشلم هذاي في قصه ما عرفهاش في شركات موجوده غادي في المنطقه اللي مدار فيها المشكله تاع القبائل الشركات هي اجنبيه اوكي ولازم تعرف التذكره هي من ضمن الشركات اللي تضرت فيها شركه وينترشل اللي هي الالمانيه المانيه الشركه تضرت جدا يعني بالتذكيره هو فحط بالك انا جاي لالمانيا وبرلين وكذا الرسائل واضحه يعني فهمت ايه طيب هذه الشركات دول مهما تسكت عليك شويه كذا لكن بعدين في حسابات ما تتصفاش فهمت ولا هذه نقطه هذا ناجي لشلم يسألوا فيك الاولاد تبي فاصل تغير قهوة حاجة هيك جيبوا لنا قهوة عادي بالفاصل خلينا نكمل هي القصة بس على شلم كمل لشلم ما في لشلم مانيش طالعين لين نشلموه كمل ايه انا غرب نعطيه تو التهديدات تو يعرفها كويس هو مش يعرف ان انا زي ما قلت لك زي ذاك اللي قلت له بتاع العبار بتاع شركة الخليج وغيره وكذا والقصة افلام كذا حتى الرومانسية عندنا القصص بتفاصيلها المملة وحتخرب بيوت ناس هلبة المهم يا ساتر با طبعا تحكي على صفقة الفساد هذه أو ال إيه أنا مش هنعطيه الملف غير بنعطيه ضربات مش توا ينفع ربه خليفة حفتر المتمرد البغل العام سبية كذا مش هيطلع منها وفي مشاكل هتخرج له مشكلة هو وياه في أمور لو وصلت لسيده ربه اللي يعبد فيه المتمرد حينجن وحيطلع هذا الكلب الحجالة ركن ما يسمى بمسماري حيطلع يضطر يسبه لأن عنده مشاكل قبل في فرض أتوات ومن غير ما توصل المتمرد على شركة وينترشاو واضطرت تدفع له فلوس
وموثقة وفي بعض الأوراق بخط الإيد. الأوراق هي كلها عندنا موجودة. نعم عثمان موجودة عندي الأوراق هي كلها. ليه فترة مسكت عليها ماني. بس الملف ليه فترة ندور فيه من زمان. مسكت عليه بس. وسبحان الله كأن شام هني عارفة بيديروا الفيلم هو. ملي تمت قصة جدران حطيت بالي غادي. قعدنا نجمعه بشوية بشوية. بهي. لأننا مدارين مجلس ثم مجلس أعلى ومدارين مش عارف هذا اللي طول زعمت طلعوا سكروا المجلس أعلى لحوض جال وزلة وقصة وعطينا شرعية من البرلمان حاطينهم فوق من المؤسسة الوطنية النفط تصور فهمتوا اللي طول طلعوا سكر واحد فكان عندهم مشاكل لا أول لها ولا آخر من ضمنها كان في ضابط أمن داخلي ماسك المنطقة هناك عنده حوالي مش عارف 15-20 سيارة ومعدات وكذا لأنه هو المسؤول على تأمين إيش الجانب الأمني لما تنزل الطائرات في المطارات النفطية ليش لأن مرات الأجانب جايبين ويسكي كذا ما يسمحونش به بل يعني لابدك إلا في ترخيص معينة فهمت يتابعوا فيها مرات جايبين التجار يجوا لبين ياخذوا بالك حد جايب معاه سلاح لابد منها دي هذا ديما الأمن يقوم به عمل بوليسي شرطي بصورة بخرية تبع الداخلية فكان في واحد جاي هذا لزة دو دي لا فترة يعني ديما تاع سنتين ما كنت لزة من يسيطر هناك طرده بالقوة وفك منه سيارته كلها لعن توا ناجي هذا إيه ناجي نشلم وهذاك الثاني ضابط من داخلي قاعد هاي لعند الآن بيش اسم اسمه حي موجود فكوا منه سياراته حتى موبايله قاموا منه باهي صارت شكوى رفعوها للرعاة أمام تاع الرجمة المتمرد وفروخة وانسباته وعائلته وبنويتهم وكذا والقصة أن كيف قالوا لا والله يا داي الموضوع أطلع منه يعني ما في حد يخش فيه بأن تابع زي ما تقول هذا الجيش الشيبي وفيه موضوع لي علاقة بأرباح مالية للجيش سوى استثمارات فحنين أبوي سيطر أسمع مني كلام كويس ها طبعا ذاك السيد العلم الداخلي مسكين خلاص شو مسوي بيدير قالوا ما عارفون يمشي قالوا لا الجيش هذا ماي وأطلع منها أنت عندنا إحنا تصرفات في بزنس هنا بنديروه من ضمنها الشركات هي تجيب في حاويات دائما تجي بسبب تعرف أعمال الحفر وكذا واحد يحتاجوا ديما إلى مواد متفجرة زي البارود وغيرها أوكي هذا ناجي الأشلم كان يقوم بعملية هو مجموعة مع يقوم بعملية إيش بعد ما طلعوا جماعة الأمن الداخلي والكذا بدأ كل زيتهم في دقيق هم مربوطين بهذا بالجيش والبزنس والصمصرة والرجمة والفروخة وانسبات المتمرد وفروخة ياخذوا فيه يسلموا مثلا حاوية اثنين ثلاثة والباقي كله يصادروا وتصور من البارود وين يبيعوا فيه لمصر لهي تصنيع حرب هناك وعندهم تجارة غادية فيها بشكل مستمر تصور يبيعوا وبعدين مش عارف يولي سلاح ما تقول الطلقات لأنه فيها من مصر فأنت لما تعطيهم بارود فينسدونهم في السعر وكذا المهم خاشين فيه بزنس طويل عريض موجودة تفاصيل هلبا بيش نجيبها لك خليها هدية موجودة أيضا وعمليات النصب اللي كان يدير فيها والأموال اللي بتز بها الشركات أجنبية في وراء كثيرة بخط الإيد تعرف ما بخط الإيد نقول لك لا يقدر عفوا متمرد لما توصل في منها قطع رقبته هي قطع رقبته وفرخة أن هذا ناجي الأشلم مداير أموال وتروى من غير ما ربه هذاك يقول لا والعصابة متاع الرجمة وفروخ متمرد ما يعرفوش إنهم طلع منه فروخ ما يعرفوش فهو مصيره عندي ولد الحرام هو ولأن مترطين فيها شركات غربية تعرف إن حتى مشكلة شركات غربية لأن دفع الأموال بطريقة هي مشكلة لا هو هو إن شاء الله ينجى توا من لا غير بنقولك إن شاء الله ينجى توا من اللي صار لأن اسمه مشي الدوائر الأمريكية هو طبعا اليوم سلم رسمي اسمه عارف على إطلاع المسماري هو نعمان بس بعد إذنك معلش هو علش نعمان طلع وصعد لأن اسم ناجي المغربي مشي اسم رباعي منكم مشي الأصلي الأشلم بعيد الأشلم مشي لعند وين لعند وزارة الخزانة الأمريكية هو اللي زبل هذا اللي سك البترول هذا اللي يعطي الأوامر هذا اللي ينفذ فهمتني ولا فهو راو خلنا نعطيك التفاصيل راو العيات بادي من بكري قبل ما نجيك الاستوديو العيات في 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 الرجمة هو عيات كبيرة خلنا نعطيك التفاصيل هذا الغبي في أشياء متوثقة لما تجمع أنت جمع من الناس لأنه هو اللي جمعهم القصة قديش لها ترى الآن خمس أيام الاجتماع لما صار الإغلاق خمس أيام ليه أهو هذا ناجي الأشلم جمع الدنيا كلها هذو الهمج الرعاع القبائل وقال جمع مع بعضهم زي الساعي حطهم زي الساعي عيات من غزة اللي سارقة عقيلة وفي معهم كانوا شخصيات ليهم علاقة بالشركات الأجنبية اللي بتتضرر من الإغلاق داي أوكي جمعوهم كلهم تصور هيك حاطينهم زي الساعي وقعد يخطب فيهم هو ناجي المغربي هو غبي لما يجمع مجموعه بالناس بالطريقه دي هل متصور ان من الممكن
إخفاء العمل هذاي ومش ممكن توثيقة وتسريبة لأجهزة أمن غربية وغيرها وزارات خارجية ووزارات خزانة المتخلف عقليا هو فهمت؟ مع أنه هو هددهم قال لهم تعرفوا يطلع واحد ولا تطلع كلمة وتقول القيادة العامة نهاركم أحرف تهددهم كلهم ويسمعوا فيها توهم الرعاع اللي حاضرين أن نشوف العام لأن في ناس بعض كذا في طرق معينة لتوثيق المعلومات هذية اشتمهم وحتى ردوا عليه قالوا له باي كيف احنا مشاكل بدات في ناس يشتغلوا في شركات أجنبية اللي هناك موجودة مضرة وعنده مسؤولية عليهم فقال لهم واحد يتصل بالشركة متاعها اللي برا ويقول لهم على الاجتماع هذا ولا الجيش ليه علاقة ولا هذا هيئهم قال لهم بعد كم يوم نبغى نغلقوا وكذا قال لهم هذه توجيهات من القيادة جايتني حنغلقوا الموانئ هي ونديروا إشكالية في النفط وحدد لهم قال لهم الأوامر ما سألوه قال لهم الأوامر اللي عندي الآن 10 أيام مش يعرف القرد أن احنا كلامه كله متوتق عندنا قال لهم 10 أيام فقط لكن إذا ما جابتش نتائجها القيادة قالت ممكن نزيده لكن الآن هي أموركم إلى 10 أيام إغلاق وقابلة للزيادة في هذا كذا فصارت هرجة بعض الناس قالوا له باي رابط صرنا مشكلة وكيف قالهم باللفظ قالهم جدران ما يسوى شيء هو قالك وأغلق المواني وقعد قريب سنة مسكرها قالهم جاه مبعوث الأمم المتحدة شوفوا الأوساخ المبعوثين المتحدة لما تقعد سوابقهم السخيفة وهذا لازم يسمعها غسان حلاوة هذا سلامة أن كيف قاعدة في الاجتماع قالهم الجدران سكر المواني ودارها ولا قدر واحد على اللي قعدوا في طرابلس داروا معاه دي حكومة زيدان مش عارفين هي وقالهم رشوة ما رشوة جاه قالهم مبعوث الأمم المتحدة وقالهم جاه راكع واللفت استخدمه وقعد يدي فيه وقال لهم هذا الجدران ما يسوى شيء ولا قد يديروا له حاجه فقال لهم ما بالك احنا اللي قياده عامه وجيش وليبيا خشلنا في السنوات عندنا 70% بالارض و80 وكذا من اللي يقدر يتحدانا انتوا بس تحملوا المسؤوليه وقولوا احنا طالعين الشعب والقيادات الشعبيه استخدموا الفضايا مذكرين والجيش معاكم لكن قال لهم واحد نسمع به تكلم ولا تحكي مع الغرب هكذا كان مرعوب من هي ويبلغ ويقول ان القياده العامه طلبت ولا كذا قال لهم راهو تعرف هددهم حتى في عائلاتهم يعني قالهم هو وعائلته وكذا حيدفع الثمن لكن هذه أوامر القيادة هذا كلام صار اجتماع خمس أيام فاتورة قبل ليس كذا هيئوهم للموضوع هو الرعاة بعدين جوز عميتهم طالعين هذا بتاع الكركم اللي كذا ندير روحهم قبائل يا راجل عار بالله عليك تبونا في طرابلس نعيش وبكي أسألك بالله يجيني واحد حقير زي نجي نشلم يقعد يجمع طرابلس ولا مصراتة والعياذ بالله ولا الزاوية ولا مدن الغرب الليبي العظيمة حيث الحضارة ولا يجي يجمع الأمازيغ بكل علاقتهم وتاريخهم يقعد يعطي فينا في محاضرات وقعمز وسكر وبنديره وعنيه والجماهير يبردون السيستم داي باي خلينا فرصة شو رأيك ناخذ الفيديوهات والصور اللي جمعناها في موضوع النفط خلي تفرجوا على العار لأن بصراحة مهما عبرنا نعمان لا شيء مدهش شيء بس الحمد لله لعلمك راو قلبت عليه المعادلة يعني أنا شفت واحدة من الدول المؤيدة لي أنا قلت لك أول مرة نشوف قبيلة مزردة في حق النفط يعني دائرة زردة في حق النفط تعرف واحدة من الدول المؤيدة لي يعني اللي تعتبر كانت قريبة منا نوعا ما دولة غربية مهمة لما صارت هي في كلام تقييمات وكذا يعني فعلا تعبدرين مقاربة أن هذا فيلم قدافي جديد هذه الدولة قريبة منا هلبة كانت بس أنا شفت بعيني اي ممكن تقصد انت على تمثيليه انه والله لا حتى الاسلوب تصور جوع التمثيليه انه قال لك هو قصه مشانيه الشعب يحكم جميع كي مكتوب الكلام تقييم الوضع وذكروا ان هذا كلام صعب جدا يعني هذا وضع صاحبنا هذا ممكن بيشبينا في دوامه واصبح وضعه خطير وادواته في السياسه قلل حتى من ادوات القدافي اللي عادت تخلق في ازمه اكثر من تحل في الاولى هذا كلام دوله قريبه منا جدا اوروبيه مهمه جدا هذا كلام شفته بنفسي بعيني قريته خاص يعني عرفت لما صارت العملة هي وغير الآن الحوارات اللي قاعدة صايرة في أمريكا ومع بعض الدول وكذا أصبح موقفه صعب 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 للغاية وأنا متأكد إن شاء الله جايبين نحن بهدوء هو حنتكلم عليها نعمان على أشجارها لأنه هو طبعا بالنسبة لي ضغط في الأول على قصة إنه هو البطل الهمام هذا ما يبيش يوقع علاش قالك والله لأن الأتراك طرف والأتراك هم اللي سلحوا فطرف بعدين لما يبدو العملية هذه ما اشتغلتش هلبة يبي صعد أكتر ويبدو إن هي نصيحة واضحة من وين جاية أنت تعرف يعني بأمانة نصيحة بإغلاق النفط إنه صعد بالشكل هذا بأمانة ولا بأمانة فكر محلي قرمطي فكر بدوي قرمطي همجي من الخيمة خوذها مني أنا على مسيرتي نقول لك مديرها من دماغها حتى اللي معاه الآن دايخين فيه نقول لك مصدومين كيف بيديروا في المصيبة لأن عارفين أن هذو الناس التانيين يفهموا الأمور هيك بشكلها هدية كارثة صعب الكنترول متاعها لما تفلت منك قضية النفط مش سهلة تعرف يعني منها ما يفتحاش بينك
حتى عملنا شوية لا أتمنى أن الحكومة تكون عندها قدرة على إدارة سياسات معينة وحتى تعاقب القرار بطبق طريقة فنية بدون ما يشارك بنقولها على لايف، لكن في طرق كيف تخليه مش عارف بالثمن الحركة، لأن طلعوا قالوا القبائل ولا قالوا إحنا عرب وعمر مختار وكذا وبنسكر وبنديروا حاضر، لأن ما عندهم الشرعية الآن، وصدقني داروها في وقت مش في صالحهم أبدا عكس ما كانت تسوى. لكن أنت أقول لك علاش دارها ودي توت اللقطة، تعرف ليش ولا اسمع مني ودي اللي غسان سلامة يسمعها، ولد الحرام هو، وليش هو عطل حتى في توقيع، مقدم مذكرة خاصة لغسان سلامة وصلتها أن المطالب بتاعها لو تبوا حل طق طق ويبها بطريقة أخرى تنفرض في برلين، أعطيها غسان سلامة يا مهبول يحسب روحه جو ملك ملوك أفريقيا، هذا السبب اطلع من إطار كل اللي فيه إطار برلين والأجندة المطروحة والدول شنبه وحط أجندة خاصة به كذا يصير كذا تحطه كذا فلان رئيس وزراء نبي مش عارف يحطه لي مداير جو مش عادي بكل ها طبيعي هو بهات يحافظ على كل احنا عارفين هم ظابطيننا حتى الأوروبيين في ناس اللي ضده عارفيننا كويس اسمع أقولك أول نقطة عنده رئيسية بهي هو عارفين كله أن هو في نهاية الأمر لن يقبل بأي دولة فوقه يعني بأي رئيس مدني طبيعي وما دوما شفنا حتى جماعة العيط على برلين في برلين واضحة المسألة هي أن يجب تتوحد كل قوات الشرطة والأمن والجيش وكذا لابد أن تتوحد كلها كقوة واحدة تحت سلطة مدنية سياسية موجودة برلين هي النقطة هي حتى الناس اللي عيطوا واضحة جدا هذه ما يقبلهاش هو هذه يركب 60 عفريت إيه بخص الناس اللي عيطوا بدأت تقروا كويس تاع برلين هو دو فارغة الموضوع مش برلين الموضوع جنيف 27 يناير الشهر اللي هو غسان سلامة بيعقده بتاع صيغة 13 زائد 1 نعم. هذا هو برلين أن ممكن يضع أطر معينة يثبت وقف إطلاق النار محاولة تفاهم مع الدول هي في التسلح في الكذا لكن بنقول لك في برلين في أشياء بدأت في موضوع أن أنا ربكم الأعلى برلين ما اعتهلاش أبدا يس. حتى مش تكون واضحية نعم. 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 لكن هو مقدم ورقة مذكرة لغسان سلامة فيها شروط خاصة كأن حاكم ليبيا أن هدية لازم تمشي فهم؟ فدار عملية النفط من باب ضغط قلت له قرار بدوي همجي والحمد لله إن شاء الله يكون بنهايته لأن انقلبت عليه الأمور بدأت في الأمريكان عندهم قصة صعبة ليدرسوا جن علاقتها ممكن تأثر على الأسواق وأنا أتمنى هم كانوا متريسة ما بدوا أنقلال مني مش أنتوا تريس وعمر مختار وترابع حامي وكاكوية أنتوا كانكم متريس معاش تفتحوا المفروض وإحنا قاعدين وبنقاتلوكم وعندنا الدعم والآن أحرف من قبل وتعرفوا شو فيه الآن في المحاور نزل من مضادات من دفاع جوي وماشيين لسحق ما نقول هاي كمان خليكم الكلام يقولوا حتى الحكومة تقول لكم أنا نقول لكم الواقع مش زي ما تصوروا بهي وآه كان تريس وقعدوا سكروا النفط أهوة كانكم تريس وقبائل يا قرامطة إيه أنت حداكم وإذا كان فتحتوه مش رجالة تستفز فيهم إيه نستفز فيهم أنتوا جدران رجل منهم قاعدوا سكر وين يجي سنة ولا صح أنتوا تريس أتحداكم بقبائلكم إيه أنتوا يا قبائل البدو يا قرامطة اللي في برقة إذا كان فتحتوا النفط بدون ما تدخلوا طرابلس وتحكموها وتجي ربكم هذا كذا مش رجالة إذا كان تدخل وتنكتبكم والله ما كم تريس وزي الكلاب بتروحوا يجيبكم مخر خروف ويروح بكم مخر خروف يا كلاب وبيجيكم هو اللي ناجي للشلم اللي حتى عاد قدربوه رفضينا يقول لكم سيدكم القائد قال كذا بتديروا مسرحية مش تعرف قيمتكم عندنا أنا نسب فيكم لأن حطيت نفسكم في وضع سخيف ما عشان انتم احترام عندي انتم اذا كان افتح لكم قدام ابناتكم وزوجاتكم لما عاد بخاطب تريس ما عندهم تريس هم ما كله لكن بخاطب نساهم عسى ان يكون خير منهم يعني فهمتوا حتى تقعد لكم عار اذا كان تريس اخليكم سجل جدران على الاقل ارجو منكم قريب سنه مسكره قاعد تسكر راسها لين جاب المبعوث قبله غادي وقصه صح وزيدان وخش وانا قاعد اصطناع زيدان ينكر وهم يقول لا دفع رشوه ما دفعش القصه لدرجه كذا انتم الان اذا كان فتحتوا النفط مهما كانت مانيتها بتقعد لكم اوغاد مش تريس باهي وجابوكم على خشومكم مش تخشوا خشم البنيه استعدوا المفروض تسكروا النفط اقل شيء سنه حطوا حسابكم صح ولا اما احنا والله ما موقفين هالحرب هيار جت بالسلم تنتهوا وتتفككوا الحمد لله كف الله من القتال وبردوكم لخيمكم وكذا بتقعدوا زي الكلاب لنديروا الدستور والدوله وبتحكموا غصبا عنكم زيكم زي التانيين كانت بتكونوا مواطنين بتكونوا همجر وعاع وبدون وكذا هذه مشكلتكم انتم بتكونوا مواطنين حاضر هذه يقول لك القانون هذا كلامي واضح انا ما عنديش لف ودوران في المساله هي ما بقول لك انا القانون يفرض علينا كنا ليبيين صحيح نقطه من اول سطر لكن يا سليمان بقول لك مش هم اذا روحهم تريس اليوم بصراحه لان عارف انا نازل الناس اللي اشتم الحقير هذا الخانب اللي وراقه قاعده عندي بيعرف كويس هو الكلام نقول فيه شنو هو قلت لك في وراقه توصل لرب هذا المشير بتاع اللي هو السبيه بتاع حسن جاموس حيعد ما ممكن من خنبه مدرها واخذ اموال بالغصب من شركات اجنبيه تصور
أموال طائلة جدا، عشرات الآلاف من الدولارات، وقاعدة كلها أوراق موجودة متاعهم والعلاقات اللي مديرها وكذا، وما عارفة باش توصل. بنقول له يا قرد يا ندل أوراقك عندي من زمان، راه عندي غير تو انا بس لما سمعت اسمه طلع دخلناه في السيستم وطلع، قلت هلن هذا انا لي فتره تبع فيه البلوه، شوف سبحان الله ربك جابها. هم يحسبوا البلاد راقده باهي. اللي بنقول الان بالله شنو الموقفهم يا اخوي سليمان لما يجي هذا ربهم تو يلقى روح الامور ضغط، والله جيت طفنيصه مني ولا كذا، يقول لهم لا سوري والله افتحوا النفط، عرفت له وين رجوليه كي لقزي نعمه. انا نقول هم كانت ريس ولا مش هم يقولوا قبائل، أنا نقولهم شرفكم وشرف قبائلكم وتاريخكم تحكي عليه ما تفتحوش النفط المفروض. لأن مش قلت بتبوا طرابلس تحكموها بالديرة ولا خلاص، المفروض يكتبوا تقعدوا تسكروا وقولوا معاش تبوا نفط وتقعد دكة ولا وخليكم تريس على الأقل زي الجدران أو وصلوا حتى نصها ستة شهور زي دي، بس سكروا النفط معاش فيه خلاص تسكر البلاد دكة. على الرغم طبعا من المآسي اللي ممكن يسببها التسكير هذا، لكن انت لابد يا راجل نقول لك البدو مع يا أنا بحكي معك سامحني، في امور حربيه وتاريخيه معروفه في العالم كله، البدو اذا كان انتر ضغط لهم قسما بالله الا ما يركبوا عليك ويدلدوا رجليهم معروفه. ده ايه السياسه؟ شوف السياسه الاستعماريه نتاع فرنسا وبريطانيا ودول هي والطليان السياسه الامريكيه والامريكان كيف يتصرفوا معروفه، تعطيش اي تنازل ايه لا تعطيه فتحه بسيطه بتحتر نفسك ما تبيش ولدي ناصلك تصعد تصعد له. انا منصفيها كل ولعلمك كل اباء الاجداد بيعرفوا حتى في ليبيا يعني. تتساير تساير، لكن لما واحد يجيك باسم البداوه وبيفتح عذره بيقول لك انا عنتر، قول له عنتر راه جاي كرامبو يا طحان. اما عنتر بتاعك هذه حتشوفه يقول ايه تصعد تصعد له ايه تعرف ايه معاك تبي سار اخوها سنتين الحرب ما فيش رحمه، انت كلب هيك وانزل فيه واشتمه فكلي منه الدو الزايده تاع فروخ هذه يا رجل، يحسبوني كاني قاعد نتعامل في محاضره انا. ناس أغبياء متخلفين عقليا، ناس تموت وناس قاعدة بليه ويدمروا في البلاد ومصيرنا خلوه عند برلين وشيطان رجيم ومش عارف وين ومعكرون وبلي أعرف جيد، ويقول لك لا يا أخي والله مفروض هذا الكلام ونعمان يحط على الكراهية. يا ولد 60 كلب أما كراهية وناس قاعدة تموت يقصوا فيها بالطيران في طرابلس، إلا كان مش دخلوا أردوغان وبوتين بس بالقوة وقف الموضوع. ما 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 تعرفش وجهك من هذه يعني كلمة نعمان لما يقول خرامة تواجعاتك والدمار والخراب وال150 ألف الموثقين أنهم الآن خارج بيوتهم وخارج مساكنهم لهم سنة والصغار يضع عليهم التعليم، هذا كله عندك عادي ما ترش فيه كذا. لا خطاب الكراهية تبرى على أبوك مرة واحدة ولدين أصلك معها بس يقول كذا، أنت أصلا يقول لك يعتبر ليه مش بني آدم، مش خطاب كراهية تنعتبر أقل من البهيم، لأن لم يرتقى لمستوى الدولة مستوى المدنية مستوى يعرف الأولويات، ربي خلقنا منظمين. حتى الشريعة الإسلامية مش أتت بكليات معروفة الكليات الخمسة مقاصد الشريعة ومترتب ترتيب صح. طبعا العلماء متفقين على الدين اللي هي بين الإسلام والكفر بالنسبة للمجتمع المسلم. إيش يجي بعدها طول حفظ النفس، لعلمك بالميزان الشرعي مقدم على حفظ المال وعلى حفظ العرض وعلى التصور والعقل حفظ النفس، لأن أعظم جريمة يرتكبها الإنسان يزهق روح بغير حق ما فيهاش حل هي. ولذلك أول ما يتم التقاضي فيه يوم القيامة مش شرب الخمر وضع المعاكسة جنب قرطبة، لا إذا ما كنت ديرني زمان، لا سفك الدماء. ما هو قلت لك معايير المجتمع تلخبطت، اه والله فلان دار كذا وتلقى جنبه واحد حقير زي محمود ورفلي شلاتك حقير منحط بدوي متخلف همجي قاتل ومش راسك قاعد غادي لا بجنب التريس بتاعه وجمعته بنغازي بس. وين في المعارك بتاع المحاور الكلب؟ مش هو راح عسكري والرايد والمقدم اطلع يا طحان غادي التريس يراجعوا فيك. وعرى قلب هذه ما يقدرش حيشدوه سبيه. وين فروخ المتمرد؟ ابعتهم ابعت صدام وخالد ومش عارف مني وكذا ابعتهم يا طحان غادي مع ولاد الناس تدف فيهم يلموا في الخردة، هذوك الخردة والفلوس والعمارات والشركة والعقارات في أمريكا بس. أوكي لكن اللي بدو راكب عليهم ليش مقيل المقابل هكي نستعبدكم من فروخي بنركبكم على الطرابلسية خوزها من الأخير وبنركبكم على المصاريط وبنركبكم على الزاوية وعلى كل غرب ليبيا وعلى الأمازيغ هذه الحرب، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. أنا مقتنع بها وبنت لكم الآن الحرب هذه حرب اجتماعية ظهرت في صورة خفية. هذه حرب كتل اجتماعية في ليبيا تتصارع بعد ما سقط نظام البلي الأحرف انت على المكنسة داي
ظهر المجتمع على حقيقة بدون دولة، فبدت عملية التشاهد بين كل الكتل الاجتماعية، خود الرسمي من الأخير، ولذلك جزء كبير منها تصور هي رجعة التحالفات التاريخية. طبعا لما تغيب الدولة والقانون والدستور والعملية السياسية بتبدأ ترجع الناس لما يسمى بالعلاقات الأولية اللي تبدأ من الأسرة والقبيلة. هذا معروف الكلام. طبعا حلف ال فليبي عند الصفوف، حلف القرامطة والحلف بتاعنا احنا اكيد تميزت طبعا هو فليبي يعني عندنا ما يعرف تاريخيا، عندنا ديما الصفوف توقف كل ما تصير أزمة كبيرة في المجتمع الليبي تاريخيا، ليبيا تنقسم الى صفوف، صف فوقي وصف القدامي مش عارف شيء، لكن معروفة ومعروفة مكان الصفوف زيادة تو اسمها بنقول تو بنسب عليه بخش فيها كي تو هذا ما يسمى الفواخر ما الفواخر. ومعليش كان في واحد معانا يتحملني يحاول عرف القبيلة بتاعها ضدنا بالكامل، ممكن فيه ثلاثة أربعة محترمين هذا ما يحبابنا وعلى عيني وراسي هما إذا كان هم رافضين هذا الوضع القبلي، لكن أغلب الجف اللي ماتوا في أول شهرين الغالبية العظمى تصور من القرامطة في شهر أبريل وفي شهر مايو تربوا منين؟ من القبيلة كل لقبهم فاخري. تعرف شو النكتة ولا؟ الفاخر معهم خشوا حرب ما عندهمش أي تاريخ حربي، كان فيهم قدام قبل برقنة ما عندهم أبدا ولا مشهورين بالحرب مشهورين بالشعر. جميل ناس شعراء كويس. لا لا بالعكس. بالعكس هذا جزء من تاريخنا الليبي بأمانة الشعر والفصاحة وكلنا سمعوا لهم. فهم بتقولنا بيعوضوا النقص اللي عندهم بالفرصنة يعني إنهم يطلعوا تولى يلقوها فرصة الآن لأنه جاب هذا الهبل مدري الفاخري محمد مدري فاخري معاه وكذا دفوا مخشتهم شوية زعمية الوهابية متاع نجدة دي فهمت له، فقال لك فرصة احنا بين عرب برقة يعني مستقصرين حيطنا لأن دائما شعراء فقط وباقي برقة كله عندهم حروب وعندهم تاريخ وقصص من قبل حتى الغزو الإيطالي تاريخ بينهم عرفت؟ أنت تعرف في برقة في قصة لما يجي واحد يفتخر مثلا ما يكونش أصلا من قبائل برقة باهي مثلا السعادي ولا غيرها في حالة عندهم هم دوك ينظروا له يقول له عياش جاي معناته لما بينزله ما هم قبيلتك اصلا ترهونة مش عارف منين يجيبك يقولك عياش هو يفتخر ببدويته ليش هو بدوي ما يخدمش في ثقافتهم عيب يعني عمليا ان ما نخدمش يعني الدوله يا ساعه يا بل كذا لكن انا موظف ودير وقرواطه مش عارف ايه والراتب يعني. ودرجه السابعة عيب ما فيش ثقافه بل ان في يراها احتقار متسلله قاعده بصوره اخرى المساله هي بقضيه ان محاوله ادعاء الحقوق اسمع مني الحكومة يا راه ايش حكومة متخلف عقليا تجيني تكير شنو مو نشتي دولة متخلف عقليا برا شي صحراء غادي تخش الخلاء لكن انا متسلي شفتها تنتقل من قضية ان كيف نشتغل انا قاعد اعوذ بالله انا حر يا ادي الخيمة وعيش هيك فهمت كيف ولا ما عادش تمشي تو لان في دولة غصب عنك وفي راتب وفي ناس وفي حقوق بتوزع وفي دولة تدير في كل شؤون المجتمع شو بيصير هنا يلعب لك الكلمة الثانية رزقنا يا الغراب اخذوه مش عارف فيها من الاخير يكردوا معاك انا ما نبي نتكلم في نفاق لابد تنطرح المساله مادام طرحناها الان الحكومه يا هي الدين اللي حوش عرفتها والكذب اخذوه وين جبت الكلام هو من جبته من جبتوه هو طبعا كم من النظريات من الاوراق يا سليمان من ايام عمر 240 سنه ما فيش المتاعب كلها موجوده والمصاريف والميزانيات موثقه يا سليمان أتحداهم أن يرجعوا لوثائق الدولة صحيح. تثبت أن فعلا في معاملة تفضيلية ولا في أن راتب زيادة ولا كذا تبرا شوف أمها ترابس كيف شكلها يا رجل برا تفرج على الأحياء بتاعها وشوف البلاي اللي فيها وكيف تركت بهذه الطريقة هذه المشكلة هي هذه المشكلة أنك أنت يخيل فيها وكأنها شوف لما تصبر مطر الفيضانات وكذا شوف المية المالحة اللي قاعدة كل مكان تصير الشوارع البلاي عاصمة تاريخية عايشين في وهم برا شوف الناس سكان طرابلس اللي حكى طرابلسية برا شوف كم واحد منهم في الدولة كان أنا نجيب لك القوايا بنيترا بالمقابل شوف كم عائلة طرابلسية تم مصادرة أموالها في أول خمس سنين من ثورة المكنسة دي بتاع الرعاة عدو شوف المليارات التي أخذت أما المهمج يحسبوا أن المنشآت الدولة اللي في طرابلس يحسبوها مديرها معمر لا يا حبيبي المستشفيات والمواصلات والغد كلها شركات خاصة وبأسماء عائلات معروفة السينمات كلها تملكها عائلات حتى لما يجوا الفن المصانع تشوف فيها هي مصنع المكرونه اللي مش عارف وين وكذا هذه مصانع عائلات تستولى عليها معمر باسماء اصحابها قاعده لعلمك
بالمقابل سنعطانا اطلق علينا البدو والآن مازال بيعاود النقطة من جديد. تقعف يا أخي من المهزلة هذه. أطردوا دافع لإعراضكم بالسلاح. المسألة واضحة ولذلك لاحظ ما فيش راسل فيه بيجيب وجهني. لأنه نطلع لك كل وطايق بالأسماء ومن فهم نجيب لك يا مسيح تحكي داكي هاي عالت بالعتبان نجيب لك شخدمين معمر تقول حيوان كلية عسكرية بتاع بناتها هي كانت عائلات تملكها الأرض كلها بالكامل من ضمن عالت بالعتبان مصنع مكرونة هو اللي عايتو بي اللي كان يغدي بي بكلها هذا مصنع عائلة تندير بلت حسابه معمر دارة وبرا قلت لك شركات الغاز اللي كان في ليبيا قبل نفس الشيء هذا شيء خاصة كانت لعلمك هي المملكة الغاز شركة خاصة ومعروفة العائلات اللي فيها من هي ومن ضمن العائلات بالعتبان زيتك من الأخيرة يعني خلاص فبلغ السيل الزبا انت جايني خاش علي في بيتي بعد 42 سنة من قهر ما زال بتعودها من جديد شو استفدنا منها الدولة احنا بالمقابل انا قدمت لك الناس هي تتكلم عن الرأسمالية قدمت لك انجاز هذا اللي قبلها المملكه ما فيش حاجه اسمها مواصلات عامه كانت تملكها الناس السينمات كلها في طرابلس جيب لك لها يشوف فيها تو السينما زعما سموها الزهرة الحمراء الفاتحه الشيطان هذه كلها تملكها عائلات بما فيها سينما التحرير اللي سموها عائلة قاعة الشعب هذه عائلة الظني هذه عمك عود الظني راح بطلع لهم دراون اصلهم واخوه جيراني يسكن هايلاندرس أول من فتحت أريس كل غادي وراها بالضبط اسمها دار عرض التحرير وعرضوا فيها فيلم الرسالة احنا كنا صغار نلعب الكورة ديما جنبها جو غموها قال قاعة الشعب فهمت شو نقصد خلي يعرفوا الناس أيها أن طرابلس منها ناس هدية دافعين فيها دم قلبهم ما تحسبها مباحة البدو والهمج طرابلس تستاهل القتال من أجلها بكل شيء بالديناميت بالسلاح بالرشاشات بالطائرات بكلها طبعا لأن سلمنا هذا البدو في 69 خلوها خراب. شركة الخليج العربي قال لك في طبرق تعلن إيقاف تصدير النفط على ذكر النفط اللي كنا نتكلم عليه. إيه هو مقي قلت لك. شوف. مقي لهم 10 أيام حددي لهم. نعمان. لأن قلت لك عاطي مذكرة غسان سلامة يديروها يا كذا. لعبة النفط أكبر من عقولهم يا راجل جدا معك أكبر من عقولهم لا يمكن المسألة بالنسبة لهذا ما أنا قلت لك يعني أنا نعتبر فيها هذه واحدة من الأوراق اللي ماشي بيها لبرلين على أساس يضغط أو زي ما قلت أنت الأوراق اللي بيستعملها مع كذا وأعتقد التحدي متاعك في محله لأنه هو لن يصمده فهمتوا مش والله العظيم من كل قلبي ونبي الليبيين معليش بس خاطب شعب الليبي بالله يتحدوهم بالله يستفزوهم بيلعب مع ترامب قول له سكر بيلعب مع ترامب يا نعمان قول له سكر قال كرديش وجدوا بيه خلي اكسرون جد فترة مش نكسرونهم قضية افتخار بالقبيلة المداوة طلعوا يقول لك احنا ارزاقنا يا رجل انت غير شفت الكلام يا استمان فيه كلام قال لسه مستفز امس لو تشوفها يا رجل كل ما تصير أزمة تطلع حقيقتهم وانا شفت اغلب الرأي نقول لك اغلب الرأي العام الليبي انت عارف اول حاجه ثلثي سكان ليبيا ونعيشه ولا نعم طبيعي يعني في الغرب الليبي طرابلس الغرب نعم ثلثي سكان ليبيا اذا كتله سكانيه لو تزحفت عليكم تمسحكم من ام الارض تردكم البحرين من الاخير اذا كان بتخرج على اطار الدوله المواطنه ومش هتدفعكم مصر ولا هتدفع عنكم وهم عايشين فيه الحرب ما يريدها حد مصر اللي عند الان قاعده تدعك في سيناء اللي هي 7% من ارض سيناء مجرد طلعوا لها الف ارهابي 7% من الأرض المصرية جيش كامل يقاتل فيها يحسبوها سهلة لعبة الحروب هم المجانين ما هي سهلة زي ما تصورها جهنم تنفتح احنا جبنا عالم جهنم بخطوة واحدة بس مذكرة مع تركيا بعد صمود الطوار وما زاد يبنوش أكثر وعدناهم احنا قلنا مش قلنا ليبيا مش هتسقط ولا نسمع تسليمها وتبوا خلاها هيعم البليع الجميع هذه فقدتهم طبعا اجتهم هذه فقدتهم عقولهم هذه اجتهم وهبلتهم هذه مش قادرين يرقدوا هم بسمع فيها قهوه تو لا فيها تو الواحد البزار كركم الكركم
على فكرة أخ من برقة اللي سماك صديقي يعني كذا. لا لا مليح. بالهي نفسي. قال لي هالشيء بدأ تاع كركب وكذا. قلت هذا على فكرة بقولها أنا قلت لك في 200,000. يا رجل. يعني معترف. يا رجل والله. في 200,000 برقاوي يشهد بالله أنهم أحرار وتري. أهما كل مسكين مهجرين. والله أحرار وأصدقائنا وأنت تعرفهم. ويقاتلوا معنا. عفوهم وقاعدين معنا نشهد بالله. 200,000 مسكين. على رأسنا من فوق. أحبائنا وإخواننا واللي بينا بهم اليوم القيامة إن شاء الله. نزلت أحسن منك شوية نعمان الذي استثني في نسبة موجودة في بنغازي نعتبر فيها مزالة الله غالب مساكين محكومين ب ب ب بسطوة الأوباش اللي موجودين عندهم حتى هذا بنقول ما زال نعطيهم فرصة. لا أنا معك يا مصيبتي في شيوخ القبائل يا نعمان شيوخ القبائل اللي يتحسوا لما تطلع أنت تسب يتصلوا بي يقولوا لي ما عادش تخلي نعمان يسبنا باه يا إخواننا أنت شيخ قبيلة ونعمان طلع سبك وقال راهو أمس في طرابلس ماتوا 20 من أولادك من عيلة كذا أو من بيت كذا. لا عادي أرجوك ممكن تدير موقف. لا لا هذا ريتها لا لا ما لا. ما اسمع باي. اسمع الغرابة ما تاخذها من الاخير من هيك بمنطق ليبي انا جاي هنا لعطي سياسه قلت انت طلع من الصوره من جديد بلا طلع حال ما كان بالله حط طالب خليه يخرج كتبوا نعمان تاع جودات وندير هديه فكنا منا يا راز ممله هو مبوشي هو نتاع القراوي هيا قصدي مش تقولي تورة فبراير هيا عمر اجي كذا وفي قبل هالبجه الثانيه في عندي صوره كنت تشوفها مع من قاعد مزدوخو حنعدكم تنتهي الحرب بنطلعك مصور لو تشوفوا مع من مقعمز نظر حدوخو أكاديمي نعمال أكاديمي لا لا مش أكاديمي منها. فوق الأكاديمية في عالم المخابرات إيه حنطلع على مصور يشوفوا مع مني قعمز إن هذه الصورة عندي ما بيصلحها واحد جالس مدير كامس يقول لك زارس مقالك بعد ما تمينا الجو أنا وياك كنا في البانل هذه بأكثر صور نعتز بها أنا شباني مقالك جاني دبلوماسي هو ألماني قديمة هي جايب الصور وكذا كيف طلعوا لنا في على كنترول فقال لي وراني قاعد يضحك قال لي شفت السيد هو هذا طبعا السيد هو مدير مخابرات جهاز مخابرات خارجي لدولة معينة من أكثر أجهزة العالم رعبا فقال لي تعرف قال لي مش واحد زي كنت تخلي قال لي السيد قال لي مرة شوف هكي أنا جالس هكذا ويشوف هكي بلد قدام الناس عرفت له قال لي عميت أكيد أنت في راسك حاجة عرفت شو نقصد هذه الصورة قاعدة عندي قصدي تب الرد للجو هو مش محتاج دانيل التلفزيون ولا خاش فيه ولا علاقة عندي جو عالمي بالعكس التورط أنا في القضية اللي بيها دي لعلمك سببلي مشاكل كثيرة في أمور تانية مع ناس وكذا مثلا زي فرنسا لي فرنسا كانت علاقتي بها ممتازة جدا أصحابي يعني فرنسيس بيمان أخوذها بكلهم لكن بسبب اللي هي الخيانة دانيل توا واقف ضدهم ضدهم على طول لين يتراجعوا رغم علاقتي رائعة جدا بهم يعني انت تخصب على الدول تصور بسبب مواقف زي هي يعني انا بيعودني بها مني واحد مش لايك هادو طيب لكن ليبيا هدية ما فيهاش بصارة هدية انت جاي بتدمر مشروع الشعب الليبي 8 سنين يضحي من اجله كله اللي يقتل والقاتل المهم الليبيين 8 سنين وهم في دوارة بيطلعوا بحل تجي انت فجأة بتعفس علينا هكذا طب بنجوها النقطة هذه من عمان بنجوها غير اطلقني شوية لأن بنمشي للفيديوهات والله إلا مهمة لكن بنجوها تعرف شنو يقول لك ولا يقول لك أنت تخرف ودوغا يخرف زيك أنت ما تعرفش أن السيد المشير بعد ما يخش طرابلس هيسلم كل هذا الحكم على طبق من ذهب للانتخابات ما تقطعنيش اسكت بنسبنا لا بالله يطلعونا قبل ما يدير لنا فالطة أعطوني الفيديوهات لو جاهزة والصور قفل البترول قفل البترول وهذه لابد منها ونحن الآن اشتغلنا شغل كويس مع أخوتنا في زويتينا في مناطق راس الوف في مناطق السدرة في المناطق هذه اللي بريقة وغيرها إذا هذا البترول لنا أصلا مش حتى من عرضنا لا من عرقنا من عظامنا طالع من صديدنا فلذلك لابد أن نقفلوه نين انبهتوا لهالموضوع القفل سيكون كالآتي شعبيا نحن نبو نعرف المصرف اللي لما ياخذ صنع الله ويبيع يحطه في المصرف الخارجي لا هذه معشبش نحن الآن وعبر العالم نوقفوه شعبيا يجينا العالم ونقولوا له أهلا وسهلا نحن القفل سيكون قبليا سيكون الآن حنديروا غرفة اتصال عندنا هنا في القناة بعون الله تعالى بمجموعة مميزة من الشباب وعلى رأسنا الأستاذ حاتم العريبي الأمور اللوجستية خيام طعام كذا بدأنا فيه من هذه الليلة لابد من قفل خلال الأسبوع القادم نعلمكم بأن قد سبقونا الأبطال من أبناء أولاد وفي بمعركة البرق القاتل لتحرير منطقة خليل السبب
حتى مشارف ليش أو بكرين فهم يبلغونكم السلام ويحملونكم الأمانة في استكمال مسيرة الجهاد ضد العملاء الانكشاريين صدر في زويتينا 17/1/2020. المهم هذه الجماهير الغاضبة والتي لم يستمع إلى صوتها أحد ولم يرد عليها أحد سواء من بعثة الأمم المتحدة السيد غسان سلامة لم يقول سمعنا صوتكم ولم يقول هذه الجماهير الغاضبة ماذا تريد صعدت من أعمالها التي تريد أن توصل من خلال هذه الأعمال صوتها إلى المجتمع الدولي وإلى كافة المهتمين بالشأن الليبي وصلوا إلى قناعة اليوم بإقفال الموانئ النفطية والحقول النفطية. هذا العمل وفي كل المهام القتالية دائما سيدي القائد العام يقول سمعا وطاعة للشعب الليبي، أي نداء من الشعب الليبي سيدي القائد العام يقول لبيك ثم لبيك ثم لبيك ثم عمل الأرض من أجل تنفيذ أوامر الشعب الليبي. بصراحة أخوي نعمان شو أخبارك؟ قلت لي باهي أمورك طيبة شافوا اللي بيه بس مشاهد مقرفة بالله عليك غير اسمعني بالله اسمعني اسمع عنا نص ساعة باهي اضغط لي المواضيع وتوكى الله أعطيني كلمة أخيرة على الهم اللي شفته هو بالغبرة أنا, أنا بقول الناس حاجة واحدة اللي شافوه توا جزء بسيط طبعا تعرف أنت أكيد وما شافوا الناس فيديوهات وصور بالهبل طلعت وسب وشتم وأغلبها يا مش عارف شنية يا أدناب الأتراك يا صفتكم يا مش عارف انكشاف كلام مهم كتير يعني مهم سبان وكذا في بسبب أن ربهم هذا سبية حسن جاموس طلب منهم هذا الأمر لأن عنده أمور كذا حتى مش عارفين شن فيه قلت لك جمعهم ناجي المغرب هذا ناجي الاشلم ايه وقال من كذا وحددهم قالوا 10 أيام ونهاركم أحرف واحد يقول أغ وطو إن شاء الله حيشوف هو حط روحه الآن في الواحد تو يشوف هذا الحرامي تو ينفع كمان هذا بيموت وقاعد لك ها لكن ها راسي راسك أنا إلا من جيبك نجيبك يا قرد برا والداخل لأن قضية وطرت فيها مع شركات أجنبية أنت في منهم تعرف نفسك أنت عشان ندرت بدأت شركة وينترشيل تعرف روحك شو مداير يا قرد المهم بس بنقول ليبيين أسألك بالله ما نحكيش القرامطة نحكي على الليبيين هما القرامطة أنا يا ما نحكي ما ليش علاقة بيهم هو بيدير بيكفروا بيجنوا بكذا يلعن يعني ولديها مرة واحدة فكني منهم ما حكي معهم أصلا نحكي مع الليبيين بالله عليك سألك بالله في القرن 21 وإحنا الآن في شهر يناير سنة 2020 وتشوف شن فيه العالم كله في شن يفكر الآن وخاصة الأجيال القادمة هي يعني شن طموحاتها كيف العالم يتكلم على التنمية الزراعة الصحة الفن الأدب حقوق المرأة العملية السياسية دور الشباب التنمية عالم ماشي رهيب كيف أنه يبنى اقتصاد يخدم الجميع حتى تعرف الآن حتى أصبح الهجوم النظري أيضا والنقد في نظرية الرأسمالية قوي جدا بعد التوحش اللي صاير الآن تشوف فيه في الدول حتى الرأسمالية نفسها أن لابد أن يكون هناك اقتصاد يخدم الجميع تطور رهيب اللي تشوف فيه في الأفكار في العالم وكل يوم الحمد لله قاعدين يتعاملوا معاه يعني بعيدا لمعركة ليبيا العظيمة واللي معكس اللي معكس لاه في الكوره لا لا إيه؟ اللي معكس لاه في الكوره شوف الكوره وين واصله ملاعب وانديه وليفربول إيه وكذا واحد وتبع في دوريات كله دوريات وواحد وفي عندنا شباب تعرف لما تتبعها في الفيس بصراحه هبال في الـ في التويتر تبع فيه هبال هبال جمهور الكوره عندنا في السوشيال ميديا تقول خبراء تعرف معلقين تشوفها كيف فاهمين دوريات عمان السني انا يعني المهم اقول لك الشعب الليبي خلاص اطلع بالضبط بالضبط هي هذه النقطه هي اطلع من الـ من الـ من 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 البوتقه نتاع القائد الوحيد المفكر الوحيد المنظر الوحيد بوفرع الوحيد المزارع الوحيد السباح الوحيد انهم اعرف الله يخرب بيتكم اطلع منه الليبيين الموضوع هواه يا رجل خلاص مات انت يا معمر
خلي مع الناس احكي مع البشر باش مدير لهم باش يوقع انا مدير ليش بساط احمر. ايوه تعال انت تردني غير شوف من جوه احنا فيه ده يا يردك صفرة الحم ويقول الحمد لله الدعم اللوجستي موجود والاكل والشرب وكذا مش عارف كم دابحين خروف مش عارف من خلصهم يوغا مش عارف بيبسي خيم شباش بصبع شخشير مدين كل واحد ما دكناش نازل واحد عود بالله منهم الله يلعن والدين اصلهم تلقاه صنات عفنة كيد الخيمة نتاعهم ان شاء الله يموتوا بالمتسممين بالعفنة نتاع شخشيرهم من الاكسده باهي بجديات يعني. وبعدين يطلع يتجاوز دولة كاملة باللي فكر ويقول لك والله قررنا أن نحن كذا كذا والحمد لله ذكرها قال بشكل قبله عارف هو زعمت أن سيادة قالوا له هرك عارف تذكر القيادة العامة متاع الرعاة عادي الهمج. لكن اللي عجبتني أن قال أكد كلامي أن قال إحنا بشكل قبلي استجابت لا قال نغلقها بشكل قبلي هو عارف ما ذاك اللشلم قال من هرك ما حرف راول سيدهم القائد العام ربهم داي بتاع عصبية بتاع حسن جاموس قالهم كذا 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 فهو كذا لكن اللي يهمني أن أطلع كلمة القبلي بس ارجعوا لها في الفجر عرضوهم. اذا القبيله بامكانها ان تتخذ قرار يؤثر في السياسه الدوليه بالاخير بنكملها النقطه هي من حيث اسعار النفط لان تعرف مثلا انت حتى امريكا ما عندهاش نفط تاخذ فيه من ليبيا الان بشكل حتى قصه ده دائما مثلا الكونسورتيوم اللي كان فيه ماراثون وكذا باعوا هنا لتوتال وقصه صفقه قاعده ندايره الصداع عند تو كل هي صفقه سياسيه لكن يتم ادارتها بشكل صحيح وفيها المتمرد ده والقصه المهم ملفه عند صلاح الله. امريكا مش هتمدع النفط الليبي لكن وين قصه النفط الليبي؟ قصه النفط الليبي في اسعار البترول هذه امريكا تهتم بالاسعار نتاع البترول في العالم حتى من الدول اللي هي بتاخذ منها في نفط وهذه معركه ترامب من اول يوم ما فيش عم يفهمني معركه ما فيهاش ام ثابت ليس من مصلحه امريكا اطلاقا ارتفاع اسعار البترول على المارج اللي حاطين له هم بالزايد ولا بالناقص ذير از نو واي مش اسمع بها هي مثلا متعلقه بالاقتصاد يجوا هم اشكال السرايف اللي شفتوه ماما الهمج المصنعين هم عرفت جماعه تقول لكم بنطلي لحمي لما بيدير شاور كذا يقول لك والله بدي لي لحمي طليه هو يجي يقرر مصير ليبيا وسبعة مليون ليبي طلي المعين يعني لا لا هم لحمه اي عامل في الجسم تاعه بالمؤذي المعين كان يطلب من طلي اللحمه باهي اعتبار نزوز حمامات في السنه قلت لك يا راجل خلاص قرفنا منهم انا بنطلعها للمشاعر الليبيين ما تزيدنيش يعني اقل شيء لو نعبر عليه مثلا 50-60% ام فيري هابي ذات هذه اكثر من كتله الحرج يتكلم عليها جرامشي في الصراعات السياسيه لابد في حاجه اسمها الكريتيكال ماس زي ما يصير في مثلا في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في التفاعلات باهي لما بتصير تفاعل بين عنصرين في السياسه بنضر لها انطونيو جرامشي في قضيه الكتله الحرجه في التغيرات الاجتماعيه انا متاكد ان الكتله الحرجه في ليبيا مقتنعه بكلامي موجوده عددها مش جمعيتها كل الشعب عرفت كيف يعني كتله حرجه خلاص اللي هي يحدث من خلال التفاعل المطلوب في التغيير في المجتمع هذه وصلنا لها متاكد على المحور 25 قتال معنوي باذن الله انتصار غير عادي هذا اللي يهمني لأن لازم نصعدوا معهم لين يعودوا إلى الدولة لين يعودوا إلى المدنية لين يعودوا إلى السياسة لين يعودوا إلى التبادل السلمي على السلطة لين يعودوا إلى الحقوق والواجبات لين يعودوا إلى القانون والدستور لين يعودوا إلى الديمقراطية لين يعودوا إلى حقوق المرأة لين يعودوا إلى حقوق الإنسان لين يعودوا إلى القضاء لين يعودوا إلى أنظمة العدل بعدين الحوار يبقى كله بال ورجعوا السعي به قول لي تو لا بردك في نقطة مهمة نتاع النفط غرد في نقطة مهمة النفط ضربة قاضية ليهم بسرعة هاي سؤال هنا للرعاة اللي عندي هم حوالي 5% يعني ممكن منطقة غربية كلها احنا بنحصرها بنقول 5 لكن طرابلس حوالي 1% 1.5 ممكن عندي سؤال للرعاة قصدك القرامطة نتاعنا يعني اللي هم مرضى مستعبدين عرفت يعني ما يقدرش يعيش الا عبد على فكرة القرامطة دائما نعمان يقصد بها القرامطة اللي هو الهمج سواء كانوا عندنا ولا في المنطقة الشرقية نعم تفضل معروفين طبعا طيب بنقول لك حاجة بس ما زال في عندنا ممكن الليلة بعد ما شافوا هذه هي الكركم هو البزار لا تصور اسمع لا في حكومة لا في نقطة شنية يا سليمان المهمة ركز أن القرار اتخذ حسب ما ضروري الشو بدون الغرب لا خلينا نكملها أسألك بالله كمل هذه مهمة النقطة كمل لأن حتى دولية مدري بها احنا القصة يعني ساعدنا خدمونا هم فروخ الحرام هم وأكدوا النظرية متاع الأمريكان اللي توم بيقتبها أن الأم الأولى عرفت نظرية 3 M's الأمريكان ماشيين دوب قناعة الأصل ميليشيا بعدين تعالوا نتفاهموا ما عاش في جيش هنا لعلمك هذه زادت أكدتها كيف ترى الآن حتى البرلمان متاعهم متاع القرامطة برلمان طبرق القرمطي مش طرف حكومة الهبل هذا التني البرشني
ما هوش طرف صح له هذا الهبل سبية حسن جاموس السفر العام ما هوش طرف إذا قضايا الجد وسيطرت على الموضوع حسب ما جاء اللي يهمك الجانب هو طيب وين الأمن إذا كان أهم مصدر ليبيين وممكن يسبب أزمة في ليبيا كلها ويسبب مشاكل أن جو مجموعة من القبائل والرعاع والهمش وسكروه قروا أن ومعنا ارتباطها بالخارج بعقود والتزاماتها وين الجيش اللي قالوا يحمي الدولة إيه لا لا وين هي ما هم قالك الجيش والقيادة العامة بهي وينهم كيف القيادة يجي العامة يقولوا العامة إيه والجيش باي وينهم ايه مش قالوا هم الحامي الى ثروات الشعب الليبي طيب انا كيف بنخليه يخش لطرابلس نسلم له ممتلكات الدوله وفرضوا وجوه القبائل يبوا يقسموا وصف مركزي بتقول لي لا مش صح نقول لك اه قرروا مصير بترول عندك والجيش بتاعك محاصرهم غادي مسيطر على المنطقه كيف غلط ولا مش غلط انا مزبوط ولا او عندي نموذج الان هم الان سيطروا على جزء من ثروات ليبيا وقال خلاص هناك القبائل الرعاة قرنها إذا وين الجيش هذا تحكي عليه أنا بنعطيك بالله حاجة بك تفوتها بالله ورس خوي نعمان قصدي فهمت النقطة هذه يس يس وهذا سؤال للرعاة اللي في طرابلس اللي يقول لك أنا جيش وكذا خوي نعمان فيه ذكار كبير اسمه الموسيقار اللي هو موسى إبراهيم أنواعهم على فكرة مش واحد بس اللي اكتفيه هم مجموعة يستعملوا فيه الموسيقار أكثر من واحد إيه أنا حراهنك في الموضوع هذا أنا حراهنك إن موسى إبراهيم هو الموسيقار نأكد لك أول من اخترع اسمع إيه؟ أول من اخترع الموسيقار اسمعني اليوم اللي يكتب موسى إبراهيم اليوم أول من اخترع الموسيقار بهي إيه؟ أصلا ليس حتى قدافي بالله يا أخ فتحي لو عندك الستيت اللي كاتبه اليوم في موضوع النفط تحطونا على الهواء لاني حطها بس على الهواء وإحنا نهدرزه يعني ما بوش نطلع فاصل لأنني بنقرأ على نعمان بس يعني حتى شوفه هو اليوم موسيقار هو توا قاعد على الهواء تمام جدا اي تمام يعني هنعطيك حاجة بس غريبة في بجديات يعني لا أعتقد طبعا هو الموسيقار سعيد اليوم جدا على أسرة لأن الجماهيرية بدأت ترجع لأن كلمة واحدة يا شيء قلب السلطة الشعبية نعم السلطة الشعبية 2 مارس بدأت تعود لأن الأخطر والمسماري اليوم والمسماري اسمعني طلعوا اليوم وقالوا بأن الجماهير الليبية قررت أن هي تكسر الوعد والخايد ومعمر فهمتني ولا وقررت أنها تدوس بالأقدام المنابع هذه متاعكم وتستولي عليها والفاتح ثورة شعبية واسكت يا نعمان ما عادش تكلم ولا كلمة قال لك إذا لم تستطع القبائل الاستمرار في قفل طبعا يا إخواننا هذا أهم منظر بالنسبة للشلايك الخضر باهي تأثرت بلغتك الفرنسوية يعني. أوكي يقول بالحرف إذا لم تستطع القبائل الاستمرار في قفل آبار النفط نتيجة الضغوطات الدولية والتدخلات الخارجية طبعا رأوا هو أخضر متعلم طبقة متعلمة خضراء قرمتي متعلم فيحاول إن هو يتقف توا شكون الخضر القرامطة الجهال يقول لهم أصمدوا أصمدوا يعني متحفظ على متعلمة علمهم لا ينشئ معرفة علمهم ما هوش معرفة مش نوليدج يخترع في عصا علمهم يا ودي حتى انت يا نعمان في الاخير شفناه المتعلم شو صار له اي لا بقول لك كل اللي تعرفه ما اللي في النظام السابق اللي مرتبط بالفكره التوليه هذه بتاعهم انت بتاخذ هو علم لا ينتج المعرفه علم مصطفى الزايدي يا راجل خير كيكي علاش انت لان هدية زي ما تقول حتى لو استعملنا لها لفظ المعرفه هي مرتبطه دائما بقيام سلطه سياسيه موجوده قائمه اذا غابت تلك السلطه السياسيه تنهار هذه المنظومه بالكامل اذا هي ليس مع هذا بالمفهوم تاع ميشيل فوكو تخيل يا نعمان شنو يقول لهم إذا لم تستطع القبائل الاستمرار في قفل أبار النفط نتيجة ضغوطات دولية وتدخلات الخارجية ونزيدك أنا موسى إبراهيم كلمة تانية وتحديات نعمان لهم الليلة فهمتني ولا لأنه مش هيقدروا يتحدوا قسما بالله في أي لا إذا كان فكوا ما متريسوا مش رجالة قدام الليبيين وتحديات نعمان تخيل شنو يقول لهم لا بديل عن نسفها بالكامل فقدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ولعنة الله عليك 100 مرة باي أثناء المعركة بردم آبار بدر وكان قراره جزء من انتصار جيش المسلمين على كفار قريش ينصح
فيهم بأن يردموا أبار النفط زي ما ردم الرسول صلى الله عليه وسلم أبار الواحد باش ما ياخذوش منهم ما يشربوش منهم المشركين. يعني أي نذالة بصراحة يوصلوها بعد هذا ما عاش فيها. احنا كفار ومشركين. وانت تذكر في لما اول ما صدموا في الحرب لما طلع في التلفزيون من الاردن تذكر لما قطعوا الميه بعدين صار لهم ضغط وكذا تذكر قطعوا ميه طرابلس في شهر مايو اي نعم تذكر هذا صارت قطعوا الميه بعدين لقوها بتسبب رده فعل شعبيه وبدير كذا وقف وقال موقف النهر الصناعي على بعدين لا احنا مش علاقه طرف ثاني قصدي شوف بالله عليك انا نبي نعرف بس نبي اهل طرابلس يعرفوا ان هذه الحرب ضد طرابلس ليس ضد الحكومه ليس ضد كذب هم يحاربوا المدينه هذه معروفة الحروب هذا أسلوب الحرب العالمية الثانية اللي أبدأ به هتلر فرد عليه عرفت له هذا أسلوب الحرب لأنك أنت تحارب المدينة تستقبل الحرب على مدينة طرابلس بكافة الوسائل الضرب لعلمك بالطيران متعمد بالطيران الإماراتي المسير وبالطيران متحم متعمد ماي الرعاة متحم الجزم وكذا اللي قاعد زي الكلب الآن في الزاوية غادي بفرعته فهمتوا وغير هؤلاء هذا يتعمدوا الهمج جمال يقصفوا متاع لواء السابع ولواء التاسع كذا كمشة بدر رعاة أهمج اللي يقصفوا بالجراد في المناطق وفي المدارس وفي الاحياء متاع المدن الاحياء في مدينه طرابلس هذا لعلمك متعمد لازم تفهمها كويس النقطه هي انك انت لابد ان تجبر السكان ان هم يخضعوا ويصير نوع من الخلخه للامن لو ان اوردر فمعاش تقدر الحكومه تحكم او تسيطر جيد الان اخر شيء بيديروا حتى عمليه النفط هي في محاوله للضغط على مدينه طرابلس لكن انا قلت لك انا اتمنى هذا الجيم لو تلعبه تعرف الحكومه صح وقسما بالله تفلق امها برق على 16 لو تلعب حكومه الوفاق صح قسما بالله اولاد الحرام هما تخليهم 100 سنه جايه بجلاليب من غير فراعي انا خدها مني وما عادش يعرفوا الدنيا وين تفتح ولا الشمس على العمل ولانك تحصر عليهم هم ارتكبوا الجريمه ما عادش تفلتها منهم قلت لك المشكله يا جماعتنا ما عندهمش التخطيط هذا تاع الصح تبي حرب ولا يو جات انت جبت لي الحرب اي نعطيها لك انا ارتكبوا هم بادين كل اخطاء لعلمك كل هزائم الفتره هي كلها سياسيا خذها مني عكس ما يقولوا جماعه ولا عيطوا فيسبوك بعت لنا معنا كذا هذه حالات تقتربها حالات نفسيه لعند الان جميع التحركات السياسيه لصالح حكومه الرفاق اللي هي مدعومه من توار 24 محور ضد المتمرد وبفا حتى برلين ماشي مهزوم صحيح ويحاول يضغط لعلمك تعرف يا سليمان امس او لامس حنختموا في برلين قلبوا الدنيا بالضغط بالتليفونات على دول كثيره جدا حلفائهم من ضمن الامارات ومصر وكذا يبوا يحاولوا بيخلقوا وضع معين ورفضوهم خاصه الدول المنتميه لحلف الناتو اخر ليله لصالح المتمرد ضغوطات غير عاديه لان منتهي اللعبه السياسيه ما قدرناش احنا عارفين هذا بيكون ربع الليبيين طاغوت التوار حاربيننا من هذه القضيه بخشم البندقه يا رعاه يا بدو يا همش بفضل الله سبحانه وتعالى والآن الوضع ألعن يعني بالنسبة لي عسكرية أنت تعرف الآن السبيس الآن الحمد لله مغرق المحاور أنت لاحظ الآن أكتب مرة من أسبوع أول مرة ما فيش لعيات لا في الفيسبوك لا كذا لأن حتى أكتب حاجة التوار يعني أنا شفت عليك سردينة يفت عليك ثلاثة سردينات بفضل الله سبحانه وتعالى غير الأمور النوعية موجودة كلها وجاهزة للقتل لتدمير هؤلاء القرامطة مسحهم من أرض ليبيا مش يعيش الشعب كويس وتبدا ليبيا دولة حرة ديمقراطية تتجناها الانفتاح في اوروبا بصراحة. احنا دائما عندنا قصة القدافي حرمنا منها اللي هي راس البحر المتوسط. ليبيا لها بعد رهيب جدا على جنوب المتوسط. وهذا عامل جذب حضاري لليبيا. معمر لانه بدوي متخلف عقليا قاعد يوما بالخيمة في وسط طرابلس سكر ليبيا وخلينا في دوامة. فهمت كيف ولا؟ حتى الشعب يقعد طول عمره متخلف ويبي القايد اللي يفكر لهم الدينار يبيض وما يبيضش، المرأة غليظة والرجل شنابو، كلام فارغ متاع هرطقة ورعاع. اعتبروه فكر. لكن الآن فرصة ومنطقة الساحل من مصراتة إلى عند زوارة هذه تستطيع بقوة أن هي تنفتح على جنوب المتوسط. لأن هذا محور جدا مهم للتحضر في ليبيا لعلمك. وهو محور انفتاح مطلوب. لسرعة النمو والتطور وحتى لأمن ليبيا معمر خلاه كل عداوة مات الآن بالمكسة وقاعد مرتنا عداوات ما لهاش نهاية بسبب أفكارها التعيسة ولما حصلوا عليه قاعد يدفع فيهم كاش فجر طائرة فرنسية فجر طائرة أمريكية لخبط بتعرف فوق بريطانيا لقبي بعدين قاعد يصب فيه مليارات لما حصلوا عليه
هو طبعا نفس النموذج، نفس النموذج. انا اذا نقول للناس طريقه سيئه نبي نطلعوا منه الاسلوب هذا، هذا هو احنا قاعدين نبي نطلعوا منه يا سليمان، لان احنا المفروض ليبيا لها عامل جذب نحو المتوسط، هذا كله منتهي، فتح لي عليه بوابات ثانيه كلها بلي ومشاكل وهجره غير شرعيه وبلي اسود. صحيح صحيح يا راجل، لازم الناس يفهموا الجغرافيا صح، كيف جايين انتم بالبلاد يا راجل تفكروا فيها، حتى المفكرين اللي عندنا راح اعرف تقول كويس العالم كيف يتطور يا سليمان. الجغرافيا ما فيش واحد كذاب جاهل يقول لك انا نفهم في السياسه اوكي والا في امور امن قومي ما يفهمش الجغرافيا. الامتحان الرئيسي لاي شخص وتمنى ليبيا الان اي واحد بيقدم انتخابات شيطان بيمسك حمام نتاع الرياضيه يديروا الامتحان في الجغرافيا بامانه، جغرافيا ليبيا. وانا مستعد نتولى لكم هنا موضوع في التلفزيون ندير لكم الاسئله بتاعهم خلاص صعبه هنا حطوا كذا. اي واحد يبي يتصدر لمنصب في ليبيا بدات الان. الجغرافيا يا سليمان هي اساس ام الاستراتيجيه، الاستراتيجيه كلها. لا يمكن ان توضع استراتيجيه لليبيا على مستوى الدوله في اي مجال تبيه بدون النظر للجغرافيا. افضل واقوى واحسن دوله واعظم دوله في الشرق الاوسط في الباب اسرائيل. شيء متطور علينا 100 سنة على كل الدول العربية، شيء مرعب قداش ينفق عليها وكم من خبراء وكم من علماء وكم من من من, من دراسات تصور لوضع هذه الأمور كلها تلقاها، لأن إسرائيل دولة الجغرافيا لعلمك. هذه تفهمها كويس، حتى عقيدتها اللي قائمة عليها الدولة، العقيدة نتاعها الأيديولوجي قائمة على الجغرافيا. ليبيا عليه لعلمك في نفس الوضع، ما نبيش نخش في تفاصيل ثانيه نقعد لكن ليبيا الدوله لابد ان تقوم على الجغرافيا، عقيده الجغرافيا. فكنا منهم الجماعه الاسلاميه والقصه يدور فيها ولا البداوه والقبليه، تبوا ايديولوجيا ليبيا ايديولوجي الجغرافيا، عقيدتكم الجغرافيا. زمان ديغول مشهور عنا الرئيس الفرنسي العظيم المعروف أنا ما في موضوع كان دائما لابد اي جلسه يقعمز حتى مع الاجانب الضيوف نتاع رؤساء الدول كذا لازم حاط الخريطه جنبه الموضوع تكلم بده حاطه، فيسالوا فيه يقول له ما فيش سياسي يستطيع ان يتحدث عن السياسه دون ان تكون امامه الخريطه. صح. باهي، فبنقول لك احنا الان في وضع في 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 ليبيا طبعا ما فيها الجغرافيا المحليه. الخريطه وين حتمشي في برلين؟ ما عادش مازلنا هلبه ف يا كونكلوجن هيك شويه خارطه برلين. شوف ايه برلين يقول ما فيش زي ما يقولوا الناس المساوئ، وانا متاكد منها لن ينتشر. انت نعمان مراهن على ان اول ما فيش مساوئ ان مش ما فيش مساوئ. لا هي صح، ان هذه تعرف تقول حاجه هذه خاصه ليك قالتها ميركل من اولام ياس. لما ليش؟ لان ميركل استعجل، لانك مراهن على حفتر ان غبي وبالتالي هو هو بادي الان يفقد في حلفائه. ايه. بنقول لك حاجه بس نعطيها بخلاصه، خلينا نكملها كي نتشيل باهي. ميركل شو قالت؟ yeah. عرفت روحها انه لان خبرائها من حولها اكدوا يعني ان المؤتمر استعجلت في هذا، ولذلك على فكره الطحن كله صار اليوم. حتى مش تكون في الصوره يعني برلين اليوم صار كله شو بيصير، شو اللي جان واللي جاي سفراء وبعض الزعماء شو حضروا كل اليوم صار تاع برلين غدوه مجرد مظاهر احتفاليه حتى مش تكون في الصوره يعني. طيب هي عارفه من الاول ان مش حتحصل شيء كثير منه حتى من حجم الحضور. قبل كانت تبي كل دوله مدعوه ان يكون زعيمها جاي الرئيس. اوكي، لكن هي استعجلت لانها كانت تبي تبني عمليه وقف اطلاق النار، which is smart move يعني درتها، لكن anyway انا ما دام النار واقفه خلي نقعمز الناس وما تكونش النار مولعه. وضع اتفاق اللي صار بين الروس والاتراك اربكهم كلهم بسرعه تبي هنا بنجيها النقطه يا بالي ذكرتها بسرعه. لما اقول لك بوتين هدفه مش ليبيا ولا هدف اردوغان على فكره. من ليبيا بالنسبه لي موضوع ورقه للوصول الى امريكا. لازم تفهم كويس النقطه هي 8 دقائق يا نعمان عندك. اوكي باي، فخليني اشرحها بالاهي. فلان انا لاحظت اسلام كل ما نمشي في موضوع سياسي مع حبي لي واحترامي لي ناس كثيره وخاصه اخواننا بصراحه، وما نقدرش نزايد عليهم بصراحه في تضحياتهم وصمودهم وكذا وحبهم لليبيا او بيبيحة وكذا صح، هم مش عارفين ان هذا يعني نفس الديسكه توها برلين ماشيين حيبيح الرئيس. اول حاجه معلش يعني ما تقدرش تكون تعطي اراء زي هكذا وانت لعمرك اتصلت بحد في المانيا مثلا، لا عندك حد من مكتب ميركل، ولا عندك حد باللجان اللي هم كانوا يعدوا، ولا عندك بالاجتماعات التحضيريه اللي كانت تعقد كل شهر من اسمح لي بس يوم 20 21 من كل شهر تجتمع فيها العشرة جهات المدعوه. يجتمعوا كانوا
كل شهر يجتمعوا 20 21 20 21 لين وصلوا للمرحلة هي. هذه الأمور الوفود شو يقولوا العركة تصير لما ينود المندوب الفرنسي في الاجتماع هي وعاية تقول لازم يتنحص عن الله وفي صديق الكبير. ينوض المندوب التركي يقول له معلش بنقولها بالليبي كما عرفوش والله كذا يقول له شت فك اب بطريقه ثانيه لكن نتاع طاح صاير ما الناس حسابهم قلت لك هم يسبوا يخونوا في السراج ليش ما تخونوش تركيا هي الساعه 12 في ليبيا فاتت فاس اوكي إيه. ليش ما تخونوش تركيا ما في بالانجليزي لا لا تبا لك ترجمناه احنا إيه. حطها لك نتاع جو سندباد تبا لك إيه. عرفتوا لكن هو هكا هما يستاهلوا الحديث بطريقه دي لكن بامانه التركي هو اللي وقف له صارت هي المندوب التركي اللي كان جارس اجتماعات التحضيرية كذا وما مقعمس فرنساوي ينظر على اللسان الموجودة يقول لهم لابد يتنحى صنع الله وتعرف ليه صنع الله مش كذا لأن قضية صفقة توتال بعد ما تعرقلت فهمت كيف ولا بتفهم النقطة ودوامة بتفتح عليها في ليبيا قاعدة المهم لا بقول وصديق كبير ليش أنا صديق كبير فض ياخذ ال 45 الآن وصل 50 الدين العام تاع القرامطة قال له تاخذه وتحطه معاك في المصرف المركزي وأنساه ما عادش تفتح الموضوع هو أبلعوها من أجل إيش؟ من أجل شلكاش لايك طلعوا عامس تخليني شفتين داهية بتنفصل عية الصبح وغصبا عنك قاعد في ليبيا وبيحكموك بالقوة كم تنفصل وخاين اعتبروك عميل لدول أجنبية مشروع انفصالي وحتركة تركة أخذها مني أين بصار الأمور هي هي مشروع هو تحكي انفصال انفصال لازم تحفظ لازم أول حاجة تحصل تأييد أمريكا يا همج يا رعاع لما نقول بننفصل وني كذا لازم أول حاجة ديرها تمشي تركع غادي الأمريكان في البيت الأبيض مش يقولك أوكي بنقبل تغيير الحدود لكن هم ما يقروش كويس في الكلام هو وكيف كذا بدأت لما تكلم فيه أول واحد كيسنجر في السبعينات 71 لما قاعد تكلم على قضية أن الحدود كيف مقدسة وأن إذا كان بتغير كيف بيكون يعني في تنظير مهم جدا قاعد لعند الآن هذا العقل الأمريكي موجود كويس فهمت حتى بس تكون الصورة واضحة يعني لكن اللي بنقوله أنت كيف بدون المعلومات هذه كلها والنقطة الثانية زي ما قلت لك إذا كان السيد سراج خاين معناتها لازم بتقول أن السيد أردوغان خاين ليش مسيب الطرف التركي ما هو القصة متحالفين صح كل بلاد موجودة وكل واحد عنده نظريته لكن أنك أنت عندك طرف موجود هناك معاه مو برلين وأردوغان شخصيا قرر أنه هو كذا لعند آخر لحظة ما باش يأكد أنه هو حاضر شخصيا عرفت له كان متوقع أنه وزير خارجية بس فهمت كيف ولا؟ لكن أنا أكد أنه بيحضر شخصياً بوتين مكتوب في البروتوكول أنه بيحضر بس مكتوب جنبها في حالة الطوارئ قد ينوب عنه وزير الخارجية مكتوبك في البروتوكول اللي موجود عندهم للحضور وكذا في ألمانيا موجودة قصة هي أنه أكد حضوره لكن حاطين المسألة دي بنقول لك الموضوع هذا نتاع ألمانيا لابد عندك قدر معين من المعلومات مش تحليل معلومات فما تستعجلوش ايوه ما تستعجلش خليك حتى بتتشائم تشائم على خفيف يعني ما تخشش على الأكحل خش على القهوة خليك قهوي مش أكحل تمام يعني نبي نوع المشاهدين لا تخوف الناس شوف هلبة طبعا للأمانة هلبة يبعثوا يقولوا لا السهرة صباحية وكملوها وكذا فنرى يا أخواننا أنا ونعمان قررنا اليوم أن الأمانة بامانه هو مت ما مش نقد مع الشعب احنا ترانسبيرنت يا استاذ شفيق هو مت رقيله المدعوه على المستحق وانا مت سيجار باي وماشيين مش جماعه يسبوا فينا وكذا ماشيين راسي فينا اسامه دبيبه ايه ايه انتوا يا رعاع يا قرامطه اللي تسبوا اسامه دبيبه وانا كعرف متي بنقعبزوا انا بولع السيجار وهو بيولع كذا ومعانا كم اخ من توار بنغازي موجودين هنا ايه ما شاء الله عليهم ابطال كلهم اللي بيقول ايه بقعبزين باي هذا هو برقيله وكذا وعنده اسامه دبيبه جلسه فيها الامازيغ وخبطوا راس كم فرحت جلسه فيها الامازيغ الدكتور حبيبنا الثاني تو الامازيغ جلسه الامازيغ وفيها اخواننا من بنغازي وفيها كذا بالعكس تمثل ديما توار بنغازي هذا بنغازي والبطل الطاير اخونا من رجبان مش لازم نسمي اسمه بالله لا ذاك صعب ايوه الله توار حتى توار رجبان موجودين عندنا ان شاء الله الابطال الحقيقيين فقصدي او بين الناس الحقيقه يعني انا ماشيين عندنا شغل ولا بنرقد ولا كذا بالضبط يرحم من زار وخفف باهي وحنا اليوم بخلوها خفيفه شوف نعمان برلين حنخلوه ان شاء الله لان جماعه لان في مطالبات هلبا يبعث يقولوا زي اللي هيك ماشيه اموركم ماشيه فارجوكم ديروا لنا حلقه ثانيه فاحنا ربما الحلقه الجايه تقعميز برلين فهمتني ولا نخلوها هيك يعني بس نطمن الناس رجاء خاص ما ما يعني ما تبطلوش تحكوا عليها راهو الموضوع اكثر التركيز كان تركزوا ركزوا على يوم 27 الشهر
اللي هو جنيف الآلية، ولا يمكن نعم. تغيير شيء اجتماع جنيف لا نعم. يمكن تغيير شيء، لازم يفهموا ولا تغير حكومة ولا تنحي ولا تحط إلا في حاجة واحدة لابد أن تكون لجنة البرلمان موجودة ولجنة مجلس الدولة موجودة، لازم يفهموا كويس الناس النقطة هي، لا يمكن لا يقدر غسان سلامة ولا الأمم المتحدة ولا ترامب ولا فليش تكدروا روحكم. النقطة الثانية هذا بتاع برلين هو في نقطة مهمة واضحة اللي تكلموا على كذا بكل وضوح محددين، احنا طبعا عندنا المسودة جبناها كل عيب وكذا بالضبط. الجيش نعم. الشرطة الأمن لابد أن تكون موحدة يعني في مقسمة موحدة وتحت سلطة سياسية مدنية شوف تكون واضحة. أنا نقول لك كلمة واحدة وأمس احنا ربما درنا ورشة صغيرة على الموضوع يس. هذا حفتر لن يقبل ببرلين لأنه في النهاية برلين حيجيبه لنقطة اللي هو بالنسبة مبيهاش أيوة. أن تكون يا حفتر تحت السلطة المدنية ونكمل منها. والميزانية ليش خايف هو إيه؟ لما اللي ماشي فيه غسان سلامة بغض النظر عشان يلعب في جيم غسان أنا مش متريح له طبعا ولا أثق فيه غسان سلامة خاصة اثنين معاه لبنانيين يشتغلوا في المهم اللي بيقول حاج فتحي باي أن الأخير بيجرد عارفينها الأمريكان بدأت بيجرد الميزانية المتمرد داي وهذه صار حتى مع ماكرون فرنسا لما جاب 2018 لما كش معه السيد سراج هناك ومشى السيد خالد المشري وسارق الساعي عقيلة صالح المشكلة الرئيسية اللي عنده يقولهم بتنحولي الحمارة هواتني حجاكم والسارق الساعي عقيلة صالح أنا معناتها بنبقى تابع تحت سلطة مركزية في موضوع الأموال رافضها تعرف طالب حتى في الدستور لو بيبتبوا شيء ولا بتحطوا قوانين جديدة لازم أن ميزانية وزارة الدفاع وشؤون الدفاع تكون تابعة له مباشرة والبرلمان إن شاء الله حتتغير ما عندها سلطة لها مش يفهمها الناس مستميت عليها المسألة هي من كم سنة واحد يبعث لك قال لك زيد معلومة ناجي المغربي هذا ناجي الأشلم ولد أخته جاي في طرابلس قتل في طرابلس الحمد لله الله يقاتل مع حفتر من فترة قليلة فات يعني نجم وهلال جايفوه إن شاء الله حتى هو ناجي جايفوه السراكة اللي أنت فيها أنت بتبطلها هذه واللي أنا فيها توا كيف السراكة هي متاعنا متاع التلفزيون والإعلام والبلي الغبرة أنت ممكن سيبوها إيه يا باب هي وين منت يا حاج ليلتكم سعيدة يا إخواننا وشكرا تحملتونا ليبيا تستاهل لكن معليش تستاهل إيه تستاهل إن شاء الله باهي وإن كان الحمد لله ليبيا ما تعرفناش ليبيا عندها قلب ولا عيون ولا كذا لكن واحد ضميره متريح أهم حاجة ليبيا لأنها أرض هي ومفهوم وطن إن شاء الله ربي يريح ليبيا بس حنا نسيبها السراكة هذه بارك الله فيك شو إخواننا مشاهدين شكرا لكم جزيلا وشكرا على المتابعة وراو هي تهدريزة هيك خديناها بساط أحمدي أنا ونعم وحبيبي وصاحبي وإن شاء الله ما تقدناش عليكم والنصر بإذن الله لكل توارنا بعون الله بإذن الله لكل توارنا وبالنسبة للي جاينا معادي والله ما عندنا ليه إلا ضرب رأسه خشم البندقاء ضرب عنقه إيه وضرب عنقه والله ما فيها. السلام عليكم وليلتكم سعيدة إن شاء الله. السلام عليكم ولكم سعيدة إن شاء الله منصورين بإذن الله حبيبي نعمان حبيبي صحيح. حبيبي بارك الله